بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي هيكون إن شاء الله لقاء الأهلي وسان داونز، مباراة العودة أو الشوط الثاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وطبعا زي ما احنا عارفين محطة مهمة جدا في طريق النادي الأهلي إن شاء الله لحصد اللقب العاشر من الأميرة الأفريقية. يوم 22 مايو اللي هو النهاردة بيرتبط بذكرى جميلة جدا لعشاق النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. يوم 22 مايو سنة 2001 لو نفتكر بيمثل علامة بارزة في تاريخ النادي الأهلي العريق. يومها تسلم الكابتن المايسترو صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت جائزة نادي القرن، والذي توج بها النادي الأهلي في ديسمبر سنة 2000. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ساعتها أن النادي الأهلي هو نادي القرن العشرين في أفريقيا من حيث عدد البطولات التي حصل عليها في الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية سنة 64 وحتى نهاية القرن. والمايسترو كابتن صالح سليم تسلم الجائزة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ويمكن يكون النهاردة يعني الكلام ده اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة يمكن فال حلو إن شاء الله لمباراة اليوم. كابتن صالح كان تعبان جدا في التوقيت دوت، وسافر مع المهندس عدلي القيعي بالرغم ان هو كان يعني مش قادر حتى يقف على رجله، لكن الكابتن صالح في المؤتمر قال ان الاهلي هيكون متواجد بعد 100 سنة تانية للتتويج باللقب من جديد. والحمد لله مازال الاهلي متصدر في القرن الواحد وعشرين وبفارق كبير عن اقرب منافسيه. الاهلي جه في المركز الاول ب 34 نقطة، ووراه كان كتوكو الغاني. لو تفتكروا كتوكو زمان، كتوكو كان من الفرق اللي ليها شنة ورنة زمان ب 32 نقطة، وبعدين كانون ياوندي الكاميروني برصيد 27 نقطة في المركز الثالث. دي فرحة كبيرة جدا 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 للأهلاوية. من حق كل أهلاوي إنه يفرح ويفتخر بناديه، نادي القرن في أفريقيا، نادي القرن اللي فات وما زال على الصدارة في القرن الجديد. يعني الحدث ده اللي احنا بنتكلم عليه قلما يتكرر، لان حضرتك بتتكلم على قرن، يعني بتتكلم على 100 سنة. ال 100 سنة دي كان نادي الاهلي هو المتربع، هو نادي القرن متربع على افريقيا. بالتأكيد الاهلي في حتة تانية خالص. النادي الاهلي طريقه غير طريق كل الاندية، طريق مختلف، مشغول مباريات دوري ابطال افريقيا، والنهارده ان شاء الله هيواجه سان داونز. ويمكن لو تفتكروا الماتش اللي فات كان من اسبوع تقريبا، الماتش كان صعب جدا، وشفنا ان فرقه سان داونز فرقه فعلا تقيله، ويمكن مستر موسيماني عرف ازاي يواجهها. هو اكتر واحد على درايه بلاعيبته، لانه هو كان بيدرب الفريق دوت يمكن 7-8 سنين قبل ما يجي النادي الاهلي، فهو عارف اسلوب لعبهم وعارف مميزات وعيوب كل خط فيهم. وهو علشان في ناس كانت بتقول ان الشوط الثاني مستر موسيماني ضغطنا، هو الراجل يعني احنا نقدر نقول ان هو يمكن الشوط الثاني اللعيبه ما كانتش في حالتهم. احنا طبعا الفتره اللي فاتت كلها بنلتمس الاعذار اللعيبه، لان اللي بيحصل فيهم ده يعني مش عايز اقول فوق الوصف، لا عمره ما يحصل انك تلعب يومين كل ماتش، ومره مسافر هنا ومره مسافر هنا، وبعدين تاخد الطياره خاصه وتروح تلعب يومين ثلاثه، وبعدين ترجع بعد يومين ثلاثه تروح تلعب مش عارف مره في اسكندريه، وبعدين تطلع على المحله، وبعدين ترجع على القاهره. يعني العمليه زي ما يكون ايه عقاب للنادي الاهلي عشان هو ممثل مصر الوحيد في البطوله دي، ممثل مصر الوحيد في البطوله دي. وبعدين كمان ايه واحنا شغالين في البطوله دي معانا الدوري، احنا بنقول كل يومين ثلاثه عندنا كمان سوبر افريقي مع نهضه بركان المغربي الجمعه الجايه في كاس السوبر الافريقي. المهم انا كل اللي عايز اقوله ان مستر موسيماني اكيد ادرى واحد بفرقه سان داونز دي، هو يعرف يتعامل معاها ازاي. هو يمكن كان وجهه نظره الماتش اللي فات ان هو يسيب لهم الاستحواذ، وده اللي حصل، ويلعب على المرتده اللي يمكن اللعيبه ما قدرتش تنفذها علشان الاجهاد. ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بكوره في الاخر، قدر صلاح محسن عن طريقها ان هو يجيب الهدف الثاني. نقدر نقول ان النتيجه كانت في صالح النادي الاهلي الشوط الاول، ده هنعتبره الشوط الاول. الشوط الثاني هيتلعب بقى النهارده. في حاجات
زي ما كنا يعني بنقول زمان، في حاجات بعيده عن الفنيات تحسم لك ماتشات، روحك في روحك القتاليه في الملعب، التصميم والاراده والعزيمه ان انت عايز تعمل حاجه من مش من اول ما تنزل، لا من بعد الماتش ما خلص. الروح العاليه دي ياما ادتنا بطولات. طبعا بجانب الفنيات، مش هاهم الفنيات، انما في بعض المباريات روحك القتاليه تبقى عاليه جدا، مصمم ومركز كويس قوي، عندك عزيمه واصرار على المكسب وان انت تعدي الدور دوت. الحاجات دي كلها ثقتك العاليه بنفسك طبعا، الحاجات دي كلها حسمت لنا بطولات قبل كده، حسمت لنا بطولات اذا كانت قاريه في افريقيا او بطولات محليه. المهم انا كان نفسي زي كل مره بقول لكم ان انا ما اتكلمش في حاجه غير عن ماتشات الاهلي بس، لكن في حاجات بتخلي الواحد بصراحه يستفز، في حاجات تخلي عندنا علامات استفهام كتير جدا. وخلي بالكم ده مش ليا انا لوحدي، يعني مش انا عشان انا اهلاوي باصص الموضوع دوت بالشكل ده، لا الوسط الرياضي كله عنده نفس علامات الاستفهام. اقول لك ايه هي علامات الاستفهام وعلى ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك سيدي. الناس بتسأل دلوقتي ايه المعيار اللي بيتعامل بيه اتحاد الكرة مع الأندية في ايه؟ في العقوبات، في الغرامات، في المديونيات. يعني احنا مثلا شفنا الفترة اللي فاتت، انا بتكلم ما بتكلمش على الاتحاد ده بس، بتكلم كمان على اللي قبله، شفنا اتحاد الكرة مثلا بيرفع الإيقاف عن خماسي لعيب نادي الزمالك اللي هم الشباب اللي موقوفين 8 ماتشات. احنا كلنا عارفين، مش هرجع للاحداث تاني بقى خلاص، مش هرجع ليها تاني، كلنا عارفين ليه سبب الوقف بعد القمه اللي كانت بين الاهلي والزمالك والاساءه اللي حصلت لرموز النادي الاهلي ساعتها. طيب حضرتك بناء على ايه رفعت الايقاف؟ يعني هل مثلا فريقهم اللي هو الشباب ده ليه اللي هو كان 99 لعب 8 ماتشات وتبقى كده المده خلصت؟ طيب بتحاسبهم على مباريات الفريق الاول؟ طب ازاي هما توقفوا فين؟ يعني هو الايقاف، ما هو حضرتك ما عندكش لائحه، هي اللائحه بتقول ايه؟ هما اللعيبه دي اتوقفت في مسابقه 99 كويس قوي، لما تيجي تشيل عنها الايقاف بتحسب لها سعادتك الماتشات بتاعت الفريق الاول؟ طب في ناس كانت سنة 2000 وتوقفت 10 ماتشات. طب أول لاعب اتعرض للطرد فريق الشباب، لو الفريق الأول لفريقه لعب ماتش معناها إن العقوبة خلصت؟ ما أنا مش يعني إحنا مش فاهمين. هو أنت رفعت العقوبة بناءً على إيه؟ حسبتها إزاي؟ حسبت إن اللعيبة دي في الفريق الأول؟ طيب هما لما اتوقفوا وهما بيلعبوا في الفريق الاول في المسابقه اللي بيلعب فيها الفريق الاول، ولا المسابقه بتاعه الناشئين؟ طب يعني اللي بيحصل ده حد بس يفهمنا، يعني حد يطلع يقول لنا اللائحه بتقول كذا، ولا هي اللائحه بتسير في اتجاه واحد ولمصلحه ناس معينه ونادي معين؟ ليه؟ طب ماشي بلاش مده العقوبه، اللعيبه اللي توقفت اتغرمت عقوبة مالية بكام؟ لو نفتكر 700,000 جنيه، فاكرين طبعا. طب الغرامة دي حد دفعها؟ يعني قبل ما ترفع سعادتك الإيقاف حد دفع الغرامة ديت؟ هل تم تحصيلها؟ طبعا لا، كلنا عارفين ان طبعا لا. نادي الزمالك قال لك ايه بقى؟ اتحاد الكرة اعتبرها من ضمن المديونيات اللي على النادي. طب ما كله عليه ملايين كتير وكده كده مش بيسدد، وانتوا بتقوموا بالواجب كاتحاد كوره، يعني نادي الزمالك مش خلاص مش هتكلم عليه حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب لما انت حضرتك بتعاقب انت حطيت غرامه، هل الغرامه دي سعادتك حصلتها؟ طب انت بتعاقب وبتزود الديون ولا بتعمل ايه على النادي ده؟ هل النادي ده بيسدد الغرامات دي ولا انت بتدفع له؟ انا عايز اعرف يعني.
ولا اللعيب سددها او اللعيبه دي سددتها؟ ما حد يفهمنا، حد يفهمنا. طب حضرتك لما بتتكلم عن نادي الزمالك والعقوبات الماليه اللي عليه، تفتكروا اتحاد الكوره لما دفع عمرو الجنايني 300,000 دولار لنادي الزمالك علشان ما يتخصمش منه نقط عشان لعيب افريقي كان كسب ضده قضيه؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ الفيفا كسب اللعيب اللي دفع دوت، الفيفا غرم نادي الزمالك ساعتها وقال هيتخصم منه نقط، ولكن اتحاد الكوره خلي بالكوا ساعتها اعترف بان هو هيسدد عن نادي الزمالك الغرامه دي. طب هل انت بتعمل سعادتك كده مع كل نادي؟ لا، ما بتعملش كده مع كل نادي. الواضح انه نادي واحد بس، النادي اللي عليه ديون كتيره لاتحاد الكره وعماله تزيد، وديون للفيفا وبتزيد، وكان هيتوقف القيد ويتخصم منه نقط، لكن اتحاد الكره سدد الديون ساعتها علشان ايه؟ عشان ما يتخصمش من نادي الزمالك 3 نقط في الدوري الموسم اللي فات. طب السؤال، انت اتحاد كره فير يا سيدي، اعتبر كلامي انا غلط، وبتقف مع كل الانديه ماشي، طب ليه ما ساعدتش نادي الاسماعيلي في حاجه محليه كانت جوه وسددت ديونه في ازمه ابراهيم حسن مع النجوم؟ ليه؟ وما كانش اتخصم منه نقاط؟ طب ما كنت تحسبه، كنت سددت واحسبهم ديون على النادي، يبقى خدهم يا سيدي بعد كده. ده حصل؟ لا ما حصلش. ولا هي المعامله بتتغير من نادي لنادي؟ يعني هي المعامله بتبقى لنادي واحد بس كويسة وبقية الأندية لا؟ أنا كل اللي طالبه إن احنا نكون منطقيين جدا ونطبق العدالة على الجميع، مش نقف مع نادي واحد بس ضد جميع الأندية، أو نقف مع نادي على حساب جميع الأندية. الحقيقة بقى بصراحة يعني هي أمور مش عايز أقول مثلا بتثير العديد من علامات الاستفهام، لا ده كده بقى مؤدب قوي، هي عليها علامات جدل شديدة جدا 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 ومريبة، بعيدة عن المنطقية خالص. يا ريت اتحاد الكرة يراجع نفسه ويكون جريء ويطلب، يعني مش احنا بقى اللي بنطلب، احنا اللي بنطلب ان هو يوضح لنا بعض النقط المريبة دي، وليه ما بيتعاملش فير مع الأندية كلها؟ ليه دايما المساندة بتبقى لنادي واحد على حساب جميع الأندية؟ ليه؟ دي حالة جدل كبيرة، ولكن أنا يعني ما كنتش أتمنى أن أنا أتكلم في الموضوع دوت، ولكن أنا الأمر استفزني. نروح بقى لماتش النهاردة. طبعا ماتش النهاردة مهم جدا جدا جدا، لأن زي ما قلنا شفنا الماتش الأولاني ويمكن عانينا كتير جدا الماتش الأولاني، كنا قاعدين على أعصابنا لحد ما صلاح محسن جاب الجول الثاني في الدقيقة 89. الفرق الأفريقية عادة بيبقى عندها حتة عدم تنظيم شوية، ولكن صن داونز تحس إنه فرقة أفريقية بستايل أوروبي، منظمين جدا، عندهم لعيبة على كفاءة عالية جدا، عندهم مهارات عالية جدا في الخط الأمامي، وقدر يحجز لنفسه مكانة وسط الكبار في فترة صغيرة جدا. يمكن كان سبب من ضمن الأسباب طبعا كان مستر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، اللي هو كان حاليا كان مدير فني سابق لصن داونز، وتقريبا عمل معاهم فتره ذهبيه، هو اللي عمل تقريبا الفريق دوت. ففريق كويس قوي زي ما شفناه الماتش الاولاني. مستر موسيماني عارف كويس قوي ان هم عارفين هو بيفكر ازاي، وهو عارف كويس قوي ان الفرقه دي على ملعبها هتلعب ازاي، وعارف كويس قوي نقاط الضعف يستغلها ازاي ونقاط القوة يقضي عليها ازاي. نتمنى بس، نتمنى ان شاء الله التوفيق. يمكن التوفيق كان محالفنا الماتش الاولاني، لان خلي بالك انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انت ممكن تعمل كل حاجة في الكورة، كل حاجة في الكورة، ولا قدر الله تخسر، وممكن يبقى عندك تصميم وروحك المعنوية عالية جدا وروحك القتالية في الملعب عالية جدا ومنظم نفسك كويس، وبس انت الفنياتك او انت ما اديتش كويس قوي بصوره فنيه في الماتش ده، انها ممكن تطلع كسبان.
ممكن تطلع كسبان بكل سهوله، بس تقف على رجلك كويس، عندك الاصرار والعزيمه والروح القتاليه العاليه. الحاجات دي ان شاء الله باذن الله نشوفها النهارده من لعيبه النادي الاهلي. كل اللي احنا عايزينه من 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 ربنا النهارده التوفيق، ومفيش حد يتصاب من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. ربنا معانا زي ما كان معانا، هو ربنا معانا على طول، انما التوفيق يكون من نصيبنا النهارده زي ما حالفنا ايه المباراه الاولى او الشوط الاول اللي انا بسميه ان هو الشوط الاول كان في مصر، والنهارده الشوط الثاني في جنوب افريقيا. معانا مراسلنا من هناك زميلنا العزيز كريم احمد، نتعرف منه على اخر الاجواء في جنوب افريقيا. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون يوم موفق ولعيبه النادي الاهلي. اقدر اقول لك كابتن ايمن يعني الاستعدادات انتهت، واللعيبه الحقيقه الفتره اللي فاتت من خلال تواجدنا هنا على مدار الخمس ايام تركيز كان اكثر من رائع، تدريبات تحضير كان جيد جدا من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. واضح الجديه والحماس اللي اللاعبين في التدريبات ينقصنا ان شاء الله باذن الله الاداره الفنيه من خارج الخطوط لبيتسو موسيماني وتوفيق اللاعبين في ارضيه الملعب. يمكن احنا كابتن ايمن خلاص لحظات بسيطه جدا النهارده اقدر اقول لك المسحه الثانيه للعيبه النادي الاهلي الخاصه بسفر الى قطر. احنا يمكن خلاص اجرينا المسحه الاولى الحمد لله نتيجتها كانت سلبيه الخاصه بها الكاف، لكن النهارده هي مسحه خاصه بسفر قبل توجه اللاعبين الى ملعب لوكاس موريبي اللي هيستقبل هذه المباراه. برنامج الفريق النهارده كعادته طبعا صباحا بيكون فطار 11 صباحا هي وجبه غداء، محاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه، ثم سيتوجه الفريق مباشره الى ملعب المباراه. الاجواء مطمئنه الحمد لله، كل اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا. الكابتن الخطيب ودوره الكبير ودوره المميز وكلماته الرائعه مع فريق النادي الاهلي الحقيقه يمكن اجتمع بيهم واكد على اهميه المباراه واكد على الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي والرغبه المتجدده والطموح الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي منتظر ال10 وال11 وال12، ده امر مشروع لكل اللاعبين، لكن عليكم دور كبير وعليكم مسؤوليه كبيره جدا. دي امر مهم جدا كنا حابين ان احنا نتكلم عليه مع الكابتن محمود الخطيب ودوره الكبير، بوجود ايضا كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل، للحقيقه بيقوموا بدور كبير جدا لتوفير المناخ الطيب والمميز جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. عايز اكد طبعا اكيد على التشكيل المتوقع بقى كابتن ايمن حتى هذه اللحظه، يمكن كل جاهز الحمد لله، لكن النهارده ممكن نقول من خلال الرؤيه ومن خلال الاحداث اللي كانت في التدريبات الماضيه اقدر اقول لك النهارده في تركايه بقى كده في التشكيل ممكن نستفيد بيها بشكل كبير جدا ان لو بتطبق بطريقه صحيحه. النهارده يمكن اقدر اقول لك الشناوي في حراسه المرمى محمد هاني، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ايمن اشرف، امامهم رامي ربيع، امامهم السوليه وديانج، على الاطراف طار محمد طاهر ومحمد مجدي قفشه، وفي الامام محمد شريف. ممكن يبقى التشكيل مختلف شويه لكن الراجل مقسم الجيم بشكل كبير من خلال رؤيتنا للتدريبات الماضيه، لكن ممكن يبقى في اي متغيرات، لكن حتى هذه اللحظه هذا التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي. ينقصنا ان شاء الله كل التوفيق، وكالعاده كابتن ايمن بقى من خلالك هنكون متواجدين في ملعب المباراه، التشكيل، كل الامور، الاجواء الخاصه بملعب لوكاس موريبي، وان شاء الله عقب هذه المباراه يكون لنا فرحه مع لعيبه النادي الاهلي للتاهل للادوار القادمه. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم. زي ما احنا شايفين الكل في البعثه جاهز، كل في البعثه متحفز للماتش، زي ما قال زميلنا كريم ان الجهاز الفني واللعيبه مستنيين الماتش، وان شاء الله باذن الله يكون الماتش ده عبور لدور الاربعه، وباذن الله تكون محطه عديناها لان شاء الله البطوله العاشره. طبعا احنا عارفين كلنا ان البعثه بيترأسها الكابتن محمود الخطيب. خلي بالكم لما بيبقى رئيس النادي هو اللي بيترأس البعثه وقريب جدا من اللعيبه، وخصوصا احنا عارفين الكابتن محمود الخطيب مين الكابتن محمود الخطيب، بيدي حافز كبير جدا 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 ودفعه معنويه عاليه جدا للعيبه وللجهاز الفني ان يكون رئيس النادي وهو نجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب متواجد معاهم، متواجد معاهم في المعسكر، متواجد معاهم من ساعه ما سافروا من هنا، مش من ساعه ما سافروا، من قبل ما يسافروا هو متواجد معاهم في التدريبات، وهم حاسين قد ايه انك طبعا طبعا نجم زي الكابتن محمود الخطيب مجرد ما تبقى انت لعيب في الفرقه وحاسس ان هو جنبك وحاسس بيك وعارف من المعاناه اللي انت بتعانيها دلوقتي وواقف وراك وبيدعمك في كل الاوقات وفي كل المراحل الصعبه، خلي بالك في كل المراحل الصعبه بتلاقي دايما الكابتن محمود الخطيب بيسافر مع الفريق دايما، مش مره واحده بس، يعني مش النهارده بس، في قطر برضو في كاس العالم لو تفتكروا برضو نفس الحكايه، اهو الكابتن محمود الخطيب معانا على الشاشه، وزي ما انتم شايفين بصوا انا حاسس باحساسه دلوقتي،
يعني انا حاسس باحساس الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب حاسس ان هو هيلعب الماتش ده مع اللعيبه دي. هو ده النادي الاهلي، هي دي اسره النادي الاهلي. رئيس النادي بنفسه زي ما يكون لعيب كبير او كابتن. وخلي بالكوا الصوره دي على الهوا، اللعيبه راح الماتش دي حصري على قناه النادي الاهلي بس. يعني كابتن محمود الخطيب زيه زي بقيه اللعيبه. يعني انا متاكد ان هو يمكن لو عنده الامكانيه انه يلعب كان يتمنى انه يلعب ماتش زي دوت. فانا عارف الاحساس دوت. يعني ياما رؤساء مجالس اداره النادي الاهلي في المواقف الصعبه كانوا بيبقوا جنبنا، كانوا بيبقوا معانا. وخصوصا لما يبقى نجم بقى بحجم الكابتن محمود الخطيب، بتعرف بقى انت من جواك بتحس ان انت يعني عايز تموت نفسك لما تنزل ملعب. انا عايز الماتش دلوقتي على طول، بنزل اموت نفسي. فان شاء الله باذن الله رب العالمين، ان شاء الله انا متفائل خير النهارده باذن الله رب العالمين. لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت برضو لعبنا، دي ثالث سنه على التوالي خلي بالكم بنلعب سان داونز لثالث سنه على التوالي. السنه اللي فاتت في ماتش الذهاب كان النادي الاهلي كسب في المباراه الاولى في مصر 2-0 نفس النتيجه مع سان داونز، وهناك اتعادلنا 1-1. اتمنى من كل قلبي ان السيناريو ده يحصل النهارده لو النادي الاهلي ما كسبش. لو النادي الاهلي ما كسبش انا اتمنى السيناريو ده. طبعا حاجه اخيره، احنا اتكلمنا عن التوفيق، اتكلمنا عن الاصابات، اتكلمنا عن دعم الكابتن محمود الخطيب، اتكلمنا عن التوفيق للجهاز الفني. ان شاء الله ربنا يوفقه في انه يحط تشكيل كويس ويقدر يدير المباراه بصوره كويسه. الحاجه بقى اللي احنا دايما بنحط ايدينا على قلبنا فيها حته التحكيم برضو، ده من الناس اللي احنا دايما بنقول ايه ربنا يوفقه في قراراته النهارده. لو تفتكروا الماتش اللي فات احنا كسبنا 2-0 وقلنا الحمد لله، ولكن اتظلمنا في الماتش ده، اتظلمنا. وشفنا ازاي كان لينا ضربه جزاء لمحمد شريف ضد حارس المرمى والحكم ولا كانه شافها. طبعا ما كانش فيه فار للاسف، هو قرار خاطئ طبعا حته الفار دي، مع انهم قالوا الفار هيبتدي من دور الثمانيه. وشفنا ازاي حارس المرمى دخل في محمد شريف، ده مش ضربه جزاء وبس، ده كان ضربه جزاء ولازم يطرد فيها كمان حارس المرمى. في الوقت اللي هو نفس الحكم ده الماتش اللي فات ادى انذارات، يعني اي حاجه كان يعملها لعيبه الاهلي تقريبا كان بيطلع الكارت الاصفر. يعني لو نفتكر احنا عندنا اربع مدافعين منهم ثلاثه خدوا كارت اصفر، كان رامي وبدر بنون وايمن اشرف. منهم واحده، يعني هم الثلاثه في الشوط الاولاني، منهم واحده استحاله تقول ان انا بضيع وقت. يعني كان بدر بنون كان في الدقيقه حاجه و20 الشوط الاولاني، هتضيع وقت ايه؟ ده انا بلعب على ملعبي وعايز اكسب. والحكم وجهه نظر، معرفش وجهه نظر دي جابها منين، يعني حاجه غريبه جدا، قال ان بدر بنون بيضيع وقت لما مديله انذار كارت اصفر. كارت اصفر يعني كارت اصفر ليه؟ ده انا بلعب على ملعبي وعايز اكسب، تديني كارت اصفر؟ المهم هو كان متحامل علينا شويه، لا مش شويه، شويتين. تعالوا بقى نروح لحكم ماتش النهارده. حكم ماتش النهارده دي خلي بالكم مش مباريات، ان شاء الله ربنا هيوفقنا ونعدي ماتش النهارده ونوصل لدور الاربعه باذن الله رب العالمين، بس انا بتكلمكم على واقع. سيكازو الحكم الزامبي هو اللي هيحكم ماتش النهارده باذن الله. عنده اخطاء كتيره جدا 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 قبل كده. كتير. اتظلمت منه بعض الفرق. مش الافريقيه بس. والمصريه كمان. واتظلمنا كتير. والمنتخب اتظلم منه كمان. احنا بنتمنى اولا علشان بس احنا ما نكونش ايه يعني سيئين النيه، لا بنلتمس العذر لكل الناس، انما بنتمنى حاجتين، ان هو يكون موفق النهارده ان شاء الله، ويكون عادل ويظهر بصوره مختلفه عن اللي احنا بنسمعه او اللي احنا شفناه. لان خلي بالكم ماتش النهارده مش متحمل خطا تحكيم، احنا ترينا بره وجوه، وكل مره بنقول ايه
احنا مع الحكام، احنا ان شاء الله الحكام دي تبين لنا الصوره الكويسه، ان شاء الله ربنا يوفقهم، ان شاء الله ما يكونش فيه اخطاء تحكيميه. نتمنى النهارده التوفيق لحكم المباراه، وان شاء الله يكون بس عادل في الملعب، يدي كل فرقه حقها، ده بس اللي احنا عايزينه. لان خلي بالكم القرارات التحكيميه اللي ما فيهاش عدل بيكون ليها دور مؤثر جدا 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 في توجيه الماتشات. ده ان شاء الله ما نشوفوش النهارده. مش عايزين لا مجامله يا سيدي لينا ولا تيجي على فرقه تاني. لا، انما مفيش مجامله لينا يبقى مفيش مجامله لغيرنا. ده بس اللي احنا عايزينه، عايزين حقنا بس. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا، وربنا يوفق الجهاز الفني في اداره المباراه، وربنا يوفق حكام مباراه اليوم. كده انا خلصت كل اللي عندي، هطلع لفاصل، وبعدين بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظروا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. انا كابتن ايمن، بالتوفيق ان شاء الله النهارده. الله يخليك كابتن. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك منورنا يا كابتن. اهلا بيك ايمن. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا كابتن منور. اهلا وسهلا بيك ايمن. كابتن احمد بلال، منورنا يا كابتن. اهلا وسهلا بيك كابتن، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك كابتن شريف. يمكن زي النهارده كان الكابتن صالح سليم بيتسلم في جوهانسبرغ جايزة القرن للنادي الأهلي. كابتن صالح سليم الكاريزما رحمة الله عليه بيستلم جايزة القرن. فعلا النادي الأهلي هو نادي القرن، بطولات كتير جدا مستحقة. عشان كده احنا في كل مرة الجماهير خلاص اتعودت، خدت بالك، العشرة يا أهلي، التحفظ على البطولات الخاصة بيها، تركيز ففي من زمان جدا واحنا متعودين او كلنا تربينا على البطولات للنادي الأهلي. يعني ما نعرفش حاجة غير البطولات في النادي الأهلي، ومن ناس كتير جدا اللي كان ليهم القيادة في النادي الأهلي، مش كابتن صالح بس، كل القادة اللي كانوا موجودين برضو معانا نفس السيناريو، معانا نفس الدستور اللي احنا عايشين عليه. فطبعا النادي الاهلي احنا بنبارك له كلنا، وبنترحم على كابتن صالح سليم، كاريزما كبيره، وان شاء الله باذن الله النهارده يكون في فوز يؤكد مسيره النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، ذكرى كويسه طبعا، وذكرى جميله جدا ما حدش اهلاوي يقدر ينساها. كنت متواجد ساعتها في الجهاز الفني؟ لا، وقتها ما كنتش متواجد. مكنش متواجد. لا بس طبعا ده كانت لحظه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ويوم الاعلان عن هذا القرن ده كانت ناس كتير قوي كانت في منتهى السعاده، وناس كتير زعلت، لكن في الاول وفي الاخر هو النادي الاهلي، النادي الاهلي هو نادي القرن باعتراف العالم كله على فكره، مش جماهير النادي الاهلي بس ولا حاجه، ببطولاتك بانجازاتك زي ما الكابتن شريف اتكلم على هي دي مكانه النادي الاهلي دايما. بالظبط، يعني النادي الاهلي من غير نادي القرن هو نادي القرن، يعني النادي الاهلي من غير ما يصنف نادي القرن هو نادي القرن. صحيح. يعني انا متحيز للنادي الاهلي، وما بقولش كده كلام في الهواء. أيوة. لو هتيجي تحسبها، لا، هو النادي الاهلي نادي القرن، بغض النظر عن كانت حاجه اعلان كان تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، او حاجه كانت الناس كلها شافتها. لو ما اعلنش يا ايمن، لو ما حصلش كده مع كابتن صالح الله يرحمه، اما تيجي تتكلم وتيجي تقيم النادي الاهلي، انت تقيم النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، بعيد النادي الاهلي لوحده، وبعدين بتتكلم على باقي الانديه في كل الوطن العربي، في كل افريقيا، مع احترامي الكامل ليهم، لكن نادي الاهلي طول عمره نادي لوحده خالص، في حته ثانيه خالص. صحيح. وما وقفش عند المكانه دي ايمن، هو ده النادي الاهلي. مظبوط. يعني النادي الاهلي ما بيوصل لمرحله، مش اللي هو كده كويس قوي وجميل، وعلى فكره بتبقى واصل لمرحله، لا، وبتبقى واصل لمرحله يعني حد الناس بتحلم بيها. مزبوط. انت ما عندكش سقف طموحاتك وسقف احلامك في النادي الاهلي مفتوح، ملوش حدود. عشان كده انت النادي الاهلي، انت عندك الرياده في كل حاجه، انت يوم عن يوم بتحاول تبقى احسن. يعني مش توصل لمرحله، يعني مش رئيس نادي معين بيجي بيوصل لمرحله النادي الاهلي بتبقى ممتازه وخلاص على كده، وبيجي النادي بيجي رئيس نادي بعده ويقول انا في كده، لا، بيجي عايز التطور وعايز الاحسن وعايز. صح. دايما النادي الاهلي يوصل للحته العالميه، وده اللي هو اللي واضح دايما بقى له 4-5 سنين، وبدا يمكن في مجلس الاداره ده وجود كابتن محمود الخطيب، بدا اللي هو الحلم او الكلام تبقى حقيقه. انت بدات بقى خلاص اللي هو انت زيك زي اي نادي عالمي، مش اي نادي، اي نادي عالمي كبير. كبار العالم. فانت بتاخد المراحل دي، هو ده النادي الاهلي. صحيح. كل واحد بيجي عايز النادي يبقى كويس، مش عايز يقعد فتره ويمشي، لا. ما يعني كابتن شريف جه مثلا فتره 4-5 سنين خلى النادي في احسن حال، ولو وقف على كده مفيش مشكله. صح. لا، انت لو وقفت عند حد ده محدش هيتكلم معاك، بالعكس انت في حته حلوه قوي. لا، بتيجي مجموعه ثانيه، لا احنا عايزين النادي احسن، تطلعات اكتر، ودايما بتخلي النادي الاحسن. عشان كده دايما النادي الاهلي بيدور دايما على الاحسن، على ان انا ابقى في حته لوحدي خالص. صح. النادي الاهلي في حاجه كمان يعني بسرعه كده، عينه مش على حد، ما بصش على حد. هو النادي الاهلي زي اقول لك حاجه، النادي الاهلي مثلا جزء الكوره جزء منه، الكوره كده، الكوره دايما بتبص انك انت تبقى احسن، انا ماليش دعوه بالغيري خالص. مزبوط. انا عايز ابقى في حته لوحدي خالص. لما باجي اجيب لعيبه بجيب احسن لعيبه عندي، لما باجي اشتري لعيبه احسن لعيبه موجوده، فدايما هو النادي الاهلي احسن في كل حاجه. عشان كده زي ما بقول لك النهارده، بص، بنتكلم نقول كابتن صالح الله يرحمه وكان نادي القرن، وهتيجي ذكرى ثانيه وهنتكلم، والكلام اللي هيجي بعدنا هيقولوا لا، ده النادي الاهلي بقى في حته ثانيه وفي حته ثالثه، لحد ما توصل ان شاء الله تبقى من عظماء الكره في العالم كله، مش في مصر بس. صحيح. يمكن كابتن اسامه، كابتن علاء وكابتن شريف اتكلموا عن عظمه النادي الاهلي
مش بالبطولات بس، لان هو النادي الاهلي طول عمره بياخد بطولات. ايه اللي بيميز النادي الاهلي كفريق وكمنظومه عن بقيه الانديه؟ يعني حاجات كتيره جدا. بدايه اللحظه اللي الكابتن صالح الله يرحمه استلم فيها بطوله القرن بالنسبه للنادي الاهلي، ده تتويج لمجهود ناس كتيره جدا على مدار السنين. طبعا من ساعه ما النادي انشئ 1907، يعني من اول واحد اسس النادي حتى اللحظه دي ومستمره. حتى اللعيبه والاجهزه الاداريه والفنيه والمجالس ادارات اللي ما خدوش البطوله هم مشاركين في اللحظه دي. يعني صحيح. يعني احنا خدنا اول بطوله 82 81 كنا ناخدها لولا وفاه الله يرحمه الشهيد ان شاء الله الرئيس انور السادات، كنا خلاص هنوصل نهائي 81 وهناخد البطوله. خدنا البطوله 82. حتى قبل كده الاجيال اللي هي في الخمسينات والستينات والاربعينات هي اللي اسست للحظه دي. يعني هو كابتن صالح اللحظه اللي هو بيستلم فيها الدرع او كاس البطوله النادي القرن، يعني تتويج لكل مجهود الناس دي كلها. فنادي الاهلي متاسس اساسا على حاجات كتيره جدا تخلي اي فرقه تبقى بطل. زي الانديه الكبيره في العالم كله، بتشوف ريال مدريد برشلونه، في انديه كده في العالم ماركه، يعني ريال مدريد برشلونه بايرن ميونخ بالنسبه لافريقيا والوطن العربي، وحتى دلوقتي حتى عالميا بقينا الحمد لله اسمنا كويس. النادي الاهلي اداريا، ودي اول حاجه متاسس عليها، انه ماشي في خط سليم تنظيميا اداريا. كل واحد عارف مكانه ايه، عضو مجلس اداره عارف ان هو عضو مجلس اداره، رئيس النادي عارف واجباته ايه، الاجهزه الفنيه عارفه ادوارها ايه، اللعيبه عارفه ادوارها ايه، المدلك والعامل غرفه الملابس عارف دوره ايه. بتشوف في حتت تانية ما بتعرفش مين الرئيس ومين المرؤوس ومين المدير الفني ومين عضو مجلس اداره. في مولد، يعني احنا عندنا في اسس، هتلاقي الناس اللي بتتكلم في الكوره معروفه، الناس اللي بتاخد خط معين في تعاقدات معروفه، الناس اللي بتتكلم في اللحظه دي معروف، كل واحد عارف خطه. فالنادي الاهلي اداريا وتنظيميا دي اول اسس نجاحه، قبل جهد واللعيبه وقبل جهد الاجهزه الفنيه، ده مكمل للعمل التنظيمي والاداري والاسس اللي محطوطه من ساعه ما النادي انشئ ومستمر عليها. يعني زي ما قلنا كل اللحظه اللي الكابتن صالح استلم فيها رؤساء الانديه اللي قبليه مشاركين، رؤساء الانديه اللي بعديه مشاركين، اعضاء مجلس الاداره مشاركين، رؤساء مجالس الاداره. فاللي انا اقصده انه الاداره والتنظيم الاول، وان كل واحد عارف دوره، دي اهم حاجات ماشيين عليها في النادي الاهلي حتى الان، وان شاء الله هتبقى مستمره مهما اختلفت الاجيال ومهما اختلف مجالس ادارات ومهما اختلف. صحيح كل واحد بيبقى ليه خط مختلف نسبيا، ولكن في حاجه بتجمعنا كلنا في الاخر. فدي اول نقطه، وانا اكتر حاجه بسمن عليها هنا في النادي الاهلي هي موضوع انه الناحيه التنظيميه والاداريه، وكل واحد عارف دوره. ياما لعيبه جت كويسه في احيانا، وياما جت لعيبه اقل نسبيا، ولكن هيبقى التنظيم والاداره والادوار اللي كل واحد بيقوم بيها المحدده اللي ما فيهاش خلط ولا لخبطه، دي الاساس بتاع النادي الاهلي طبعا. دي اول حاجه. كابتن بلال، يمكن حضرتك اصغر مننا كتير، وكان شعورك ايه وانت في الوقت دوت كنت بتلعب في فرقه النادي الاهلي؟ دي حقيقه. في يمكن سنه 2000 طبعا كنت انا موجود في الفريق الاول في النادي الاهلي، وسمعنا ساعتها ان كابتن صالح السليم مسافر عشان جائزه نادي القرن. يعني الاحساس بالفخر ده، يعني انت دايما انت وانت كلاعب او انت منتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي بتشعر بالفخر دايما. يعني انت موجود في وسط او بتشتغل او بتلعب في منظمه كبيره جدا جدا تضاهي المنظمات الاوروبيه. الاهلي المفترض
تصنيفه يبقى زي ريال مدريد، زي برشلونة، زي يوفنتوس، باريس سان جيرمان، الفرق الكبيرة دي. يعني لسنا أقل من الفرق الكبيرة دي على الإطلاق، بالعكس عندنا إدارة محترمة جدا جدا بتاخد مواقف كبيرة جدا، والأندية الكبيرة أو الأندية العريقة دايما بتبان في مواقفها، في أسلوب إدارتها، مكانتها بتيجي من دي. يعني النهاردة لما تاخد موقف مع أكبر النجوم بالنسبة لك وتكمل وتاخد بطولات بعد كده، يعني أسماء كبيرة جدا جدا خدت بطولات ومشيت، وما زال النادي الأهلي بياخد بطولات، بياخد بطولات عشان اسمه النادي الأهلي، مش عشان مثلا كابتن علاء لاعب وكابتن شريف وكابتن أسامة كل الكباتن لعبوا، كل الكباتن خدوا بطولات أفريقيا، بس وما زال النادي الأهلي برضو بالأسماء اللي موجودة فيه بيحصد البطولات عشان هو اسمه النادي الأهلي، عشان هو مصنف الحتة دي، الحتة الكبيرة قوي دي. يعني بعد مثلا بعد كابتن خطيب الناس قالت الاهلي ممكن ما ياخدش افريقيا، أيوه. جت الاجيال اللي بعد كده الاجيال بتاعتكم بعد كابتن علاء وكل خد بطولات افريقيا، بعد كده الناس قالت صعب. على فكره الكابتن علاء اكبر مني، يعني الاجيال يبقى الكابتن علاء الاول وبعدين الاجيال بتاعتي. ما انا بقول الكابتن علاء. لا قلت الكابتن علاء بعد. لا الكابتن علاء في نفس السن. ده كابتن ومدربي ده طبعا. ما تعرفش بعض. ده كابتن ومدربي ده. فعايز اقول واجيال جت بعد كده خدت البطوله، وكل ما جيل يعتزل الناس يعني بتبقى عندها مش عايز اقول تخوف شويه، تخوف شويه من الاجيال اللي بعد كده، لانها شافت رموز كبيره وعاليه جدا وامكانيات رهيبه في الكوره، تمام، خدت بطولات واعتزلت، فبعد كده اللي جاي بيقلق. مظبوط. ابو تريكه وبركات واحنا لما كنا موجودين خدنا بطوله افريقيا، الناس بعد كده قالت لا خلاص بعد الجيل ده الاهلي مش هيقدر ياخد بطوله، لان الاجيال اختلفت والمهارات اختلفت، ولكن قدر الاهلي برضه ياخد. كلامك بطولة صحيح. ليه؟ لان احنا عشنا حاجات زي كده. يعني سنه 87 افتقدنا نجوم كبار جدا جدا في النادي الاهلي، عملوا تاريخ للنادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل، وبعد كده كابتن اكرامي، فافتقدنا ناس كتير جدا، فقال لك ايه دي الفرقه وقعت. صحيح. يعني خلاص مفيش بقى نجوم كبار بقى. صحيح. ولكن الحمد لله رب العالمين زي ما انت بتقول كده النادي الاهلي ما بيقفش على حد. سام قال لك التنظيم والاداره والشكل اللي مصنع ماشيين عليه هو أيوة ما بيتغيرش طبعا. هو ما هو مصنع هو اللي خد بالك. يعني انت بتستمد روحك. كابتن علاء الحاجه المره اللي فاتت مهمه جدا في الاستوديو اللي فات، قال انت بتستمد روحك من النادي الاهلي. مظبوط. الشرف بتاعك ان انت بتلعب في النادي الاهلي. صح. يعني اسماء كبيره جدا. يعني انا هقول لك على حاجه، اديك مثال. مثلا يعني ابو تريكه من اعظم الناس اللي جت في الاونه الاخير. أيوة. كان في الترسان. ايوه. لا بطولات ولا امكانيات ولا قدرات ولا اسم ولا اي حاجه. أيوة. يعني مجرد انه انتقل للنادي الاهلي. مظبوط. النجوميه بنفس كلها خد بالك، بنفس المهارات، بنفس الكواليتي بتاعه اللعب. صح. بقى ابو تريكه بتاع. مزبوط. يعني اللعيب العبقري يعني، واسماء كبيره جدا. في ناس عايزين نديهم حقهم كمان. يعني جاب كابتن محمود كان بيلعب خطير وطلع بقى في الاداره مع كابتن حسن حمدي. مظبوط. شكله مع كابتن صالح سليم تيم جامد جدا، وفر للنادي من الاداره من اللاعبين اللي يواكب جميع البطولات اللي حصل عليها مانويل جوزيه وما كان بعد مانويل جوزيه. طبعا دول ناس برضو ماشيين على نفس النهج، ماشيين على نفس الطريق، على نفس التنظيم والاداره اللي احنا فيهم. هو ده الاساس. هو تحس يا شيف ان اما في النادي الاهلي باختلاف ادارات انت بتطلع على اسس. صح. مع اختلاف الادارات والاسامي في حاجه في 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 اطار، في ثوابت واطار انت شغال فيه، لكن بقى ايه على حسب انت، على حسب مواكبه الزمن اللي انت فيه. وكل واحد الحلو في النادي الاهلي ايه، كل واحد بيبقى موجود في حته الاداره دي بيبتكر مش لنفسه، هو عايز النادي الاهلي. عشان كده انا بقول بلال النادي مكمل قبلنا وبعدنا وكل اداراته وكل الناس. الناس مش بتيجي عشان النادي الاهلي. بص يا كابتن شريف، اكيد انت عارف طبعا، تقدم مني وكابتني، النادي الاهلي ممكن يدار من غير حاجه خالص، يدار كده من غير حطوا الدستور بالظبط، مفيش مشكله، لكن انت الاسس بتتحط، كل واحد عايز يكبر النادي مش عايز يكبر نفسه. عشان كده هو النادي الاهلي دلوقتي، يعني بلال بيقول لك النادي الاهلي دلوقتي زي بايرن ميونخ، زي يوفنتوس، زي ريال مدريد. هو فعلا كده على فكره، والله مش تحيز، يعني خالص، يعني خالص والله، خالص بالعكس، ده منطق. الواحد الواحد في حاجه الواحد بيحب لما يجي يتكلم عن النادي الاهلي، انت بتتكلم من قلبك عشان انت عايش في النادي ده، عايش في النادي وعارف قيمه النادي ده. عشان كده كلنا الواحد بيبقى فخور قوي لما يقول انا في يوم من الايام كنت منتمي للنادي الاهلي. دي بالنسبه له حاجه ملهاش قيمه، قيمتها عاليه قوي، يعني ما اقدرش اقيمها، ان انت في يوم من الايام انت كنت منتمي لهذا النادي العظيم. انت كمان يا كابتن علاء، بص جمهور النادي مع احترامي كل طبعا المنتمين لكل الانديه، بس بص جمهور النادي الاهلي وتطلعاته
وبص لبقيه الجماهير وتطلعاتها، الموضوع مختلف تماما. انت برضو كنادي انت اللي رسخت ده عند الجمهور بتاعك، يعني انت اسلوب ادارتك اسلوبك في الحياه طبعا انت اللي رسخت الكلام ده. يعني النهارده جمهور النادي الاهلي لا يقبل ان يكون في عنصر فاسد في الفرقه، لا يقبل. خلاص هو بقى لا يقبل حتى لو انت يعني كنادي ممكن تتنازل سنه وتسيب لعيب او تدي له فرصه او اثنين وثلاثه، الجمهور نفسه بقى ما يقبلش الكلام ده، يقول لك لا احنا مش عايزين ده، هيبقى عنصر فاسد. مش تيشيرت الاهلي بالظبط، يعني لا روح ولا تيشيرت ولا شخصيه، يعني دايما خلاص اصبح بينفر الفساد، يعني خلاص بقى بينفر الفساد اوتوماتيكيا، مش محتاج يعني. زي ما قالوا جمنا فعلا، نادي الاهلي اجيال بتسلم بعض، تاريخ والكل في واحد، هو ده النادي الاهلي وهيفضل دايما النادي الاهلي. كابتن شريف، يمكن النهارده احنا في الكوره اتكلم بقى في الماتش، في الكوره بنقول في الماتشات اللي زي دي شوط اول وشوط ثاني. الشوط الاول انتهى في القاهره بفوز النادي الاهلي 2-0. ماتش النهارده او الشوط الثاني من الصعوبه انك تقدر تتكهن ايه اللي هيحصل، شايفه ازاي حضرتك؟ هناخد من نفس الكلام اللي كنا بنتكلم فيه. النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي، تحت اي تحدي، تحت اي ضغوطات، تحت اي مسؤوليه بيبقى موجود النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لازم يكون القائد، القائد في اللاعبين، القائد في الجهاز الفني بره الملعب. ازاي بيحسس اللعيبه بالمسؤوليه والروح النهارده اللي هي مطلوبه منهم داخل المستطيل الارضي. انت ربنا ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ربنا نصرك الماتش اللي فات على حكم مباراه بضربتين جزاء، واحده في اول دقيقتين تغير مجرى المباراه تماما، انك انت تجيب جون في اول دقيقتين وبعدين تجيب جون تاني تبقى 2-0، يبقى معرض الفريق اللي قدامك انه يحمل خساره كبيره جدا. مش ان انت بتدي ثقه للفرقه اللي قدامك بالتحكيم، ها، ان هو ياخد على انه يخش على ملعبك وخلاص، مفيش رادع ومفيش حد هيحاسب على الحاجات اللي انا بعملها. فبيلعب بحريه زي ما هو عايز، خلاص ضمن الصفاره، ضمن له الامان في كل تصرفاته، في كل اصاباته للاعبين، مفيش انذارات، ما شفتش يعني حاجه تخض، ما بيجريش زي ما جري على اللعيبه بتاعتنا، واحد في اتنين في ثلاثه، واحد بيخلي الجون يروح يتاخر شويه معش يروح مديله انذار، فعنده روح بتعصبك حتى على ارضك. صح، بالك بقى لما هتروح تلعب هناك. فلابد ان يكون في قائد. انا لاحظت الشناوي الماتش اللي فات على طول بينبه وعلى طول بيقول وعلى طول ده محتاجه انا كتير قوي النهارده للتركيز. عايز اقول لحضرتك حاجه في موضوع الشناوي ده، تفرق لو انت القائد بتاعك في نص ملعبك مش الجول اللي ورا خالص دوت ان هو يقدر يواجه، ما هو انا ممكن ما اسمعوش، كل منا في مكانه يعني. بيكون الشناوي ورا وهو اللي شايف الحاجات وبيحصل عليه اي اختراقات اي حاجه اي زيارات، من حقه ان هو لازم ينبه على طول. وده في كل الماتشات بتحصل، مش بس ماتش سان داون. انما النهارده انا عايزها بكثره، عايز قفشه يكون على طول مش للملعب بس، السوليه يكون مش للملعب بس، السوليه يبقى داري بكل اللي بيحصل. شايف مثلا محمد طاهر، تحركاته ما بترجعش كويس، طاهر خليك ملتزم مش عارف كذا. الناحيه الثانيه لعب الشحات او لعب صلاح محسن او وات ايفر مين اللي هيلعب في التشكيل ان شاء الله، او المستجدات علينا دي، لازم على طول في لعيب قائد واقف في الملعب كده بينبهني. اما كل العب انا وعلاء مثلا ما اعرفش ايه، كنت اطمن علاء اقول له اعمل كذا، ما اعرفش علاء زي الفريره بعدها بثانيه في حد ينبهه على حاجه هو محتاجها، اللعيب نفسه محتاج الحكايه دي، احنا كلنا بنبقى محتاجين الحكايه دي. احنا ما بنبقاش بنلعب دماغنا في هعدي ازاي وهشوط ازاي وبعمل البلان اللي احنا قلنا عليه، زي ما طاهر محمد طاهر عمل الماتش اللي فات وبوه راح جايبها رقص واحد وعدى وخد القرار. ده البلان اللي انا وبلال كنا بنتكلم عنه. انا لعيب نازل بحضر نفسي النهارده، انا بقى كفرقه كلها النهارده انا بحضر نفسي النهارده لما اخش فيها جول اكون انا الابرز، انا اللي بضغط على الفرقه اللي قدامي. وادينا شفنا بنضغط عليهم بيسلموكوا الكوره، الاثنين اللي في العمق الاثنين اللي ورا دول اي منورات اي حاجه جديه بفعل بشكل مكوكي كده، احنا الكومباكت اللي هو اللعيبه كلها تبقى الدفاع مع نص الملعب مع الفراوده وبيتحركوا، بديش فرصه مساحات او مسافات لفرقه سان داونز انها تعمل عليك اي غدوات سهله. ما بتديهمش ان هم ايه يحضروا، ما فيش ريمارك على اللعيب بيستلم ويلف ويجي الكلام ده. لازم النهارده انت تبقى حاسس انك انت بتخش في الاناكل زي ما هم بيعملوا، تعمل اجريسيف في الملعب، يحسوا بشخصيتك. او ما بيخافوا صدقني يكون لك انت السطو في الملعب، انت ليك اللي احنا كنا بندور عليه بقى. ازاي احنا اللي بنمسك الكوره اكتر، ازاي احنا اللي بنبني هجمات عندنا، ازاي ثقه في لعيبتنا. انت الراجل اللي نزل اجايل المره اللي فاتت لعب ثرو باس
للعيب شايفه الناحيه الثانيه هو ما عندوش اي مساعدات ولا عنده اي حاجه للحاله اللي احنا كنا فيها. اجهاد عام وبتعايز تحافظ بقى على الجول وشايف ان هم ضاغطين عليك والحكم سلبك كل مقومات انك انت تعمل اي حاجه وتروح الكوره ان ينصركم الله بقى في ضربات الجزاء المحيطة. ربنا قال لك انا هديك حقكم. ايوه في كوره زي دي تعيم الجون والراجل وقفها صح ويجيب جون يحطها سهله جدا. شوف الجون بيخش ازاي, شوف طريقه الهدف شكله ازاي والتوقيت كمان شكله قدري يعني صحيح. شكله رباني صحيح. بس في نفس الشكل تركيز مش عايزين نفوت اجايه. هو شايف لعيب تاني يقدر يعمل هجمه خطر صحيح. او مش بيخلص بس من الكوره يعني, هو راحت للكوره والراجل فعلا رايح هناك بسرعه واستقبل الكوره اهي. دي من احد الكرات النهارده اللي بتبقى ميته مزبوط. وبنجيب منها جوان مزبوط. يعني ادام انت بتجيلك فرص النهارده, اهم حاجه النهارده الفرص تجيلك. لو حافظت ودخلت على كوره ورحت جاي فيها جول ها أي. خلاص انت حطيتهم اوت اوف بوزيشن صحيح. الفرقه دي بقت خارج. فانت النهارده كمان يا ايمن بتلعب على هدف, الهدف ده اساس الحكايه كلها صحيح. النهارده انت لو جبت هدف وانت حاسس بقوه النادي الاهلي اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده تحسسني بالشكل. بس انا كابتن بفضل ان يبقى القائد في نص الملعب. ما انا بقول لك انا قفشه وسوليه انا بحب دي بصراحه. انا برضو يعني انا احب القائد في نص ملعب يعني بطبيعه الحال. الجول ده لازم يبقى قائد بطبيعه الحال يعني بطبيعه طبيعته كده في كل الماتشات. لا بطبيعه الحال ما هو سألني. لكن القائد نفسه انا بحبه يبقى في نص ملعب طبعا. عارف يبقى يعني ما بين نص الملعب وبين المهاجمين موازنه دايما شادد الناس. ما ده سوليه اللي انا بقول لك عليه يعني عمرو سوليه. وبعدين هي برضو هي مش بس في نص الملعب ولا ورا, هو الطبيعي ان يكون اكتر من قائد في الخطوط كلها يعني طول عمرنا مع بعض كلها قائد في كل خط يعني لا يعني طول عمرنا في لعيبه كتيره بتبقى عندها عنصر القياده في اكتر من يعني في الخطوط الثلاثه يعني كل اجيالنا كده هتلاقي فيها الجزئيه دي يعني مش ضروري واحد بس يعني صحيح. فان شاء الله باذن الله يكون اهم حاجه الروح عندنا النهارده والاصرار ان احنا بنرجع بنتيجه المباراه صالحنا باذن الله صحيح ان شاء الله برب. كابتن علاء في افضليه للنادي الاهلي في الشوط الاول بعد ما كسب 2-0, هل دي تعمل ضغوط على سان داونز اللي عايز يعوض فرق الهدفين وبعدين يبتدي يدور على الهدف الثالث, ولا تعمل ضغوط على النادي الاهلي اللي عايز يحافظ على مكسبه او على اقل تقدير الخساره بهدف واحد او التعادل, ولا تعمل ضغوط على الفرقتين؟ هو فهتعمل ضغط سلبي على سان داونز. سان داونز 2-0 بيفكر عشان يتأهل عايز 3 أهداف. ثلاث أهداف بتيجي تفكر فيها كده قبل المباراة في النادي الأهلي أنت بتتكلم في حاجة صعبة جدا جدا, خصوصا النادي الأهلي مش نادي مش فريق بيدافع وممكن ما يهاجمكش وممكن ما يبقى عنده لا خالص. بس ربنا يستر, ربنا يستر من التحكيم الأول يعني ما سيكازوية بعد المباراة الأولى أيام اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف, أعتقد أي حكم لو شاف المباراة دي هيبقى أكيد يعني الاخطاء قليله جدا لان يعني الاخطاء كانت كبيره قوي واللي هي يعني متشافه كويس قوي. اي حكم هيجي يحكم هيبقى برده خد بالك برده يعني اولا واخيرا ايمن هو الحكم مش عايز او هيفكر في نفسه مش عايز وعايز مصلحته برده فعايز ما اعتقدش النهارده في مشكله في الحكم. لكن انا دايما بتكلم في اللي جوه الملعب 90 دقيقه في الملعب في فريق خسران 2-0 وبيلعب سيد افريقيا اللي هو النادي الاهلي وبيفكر ان هو عايز يتاهل. مجرد تفكير في التاهل انت عايز 3 أهداف من غير ما تستقبل اي هدف مع النادي الاهلي, فانت بتتكلم في حاجه صعبه جدا في كره القدم. فده ضغط معمول على سان داونز ومن بدري يعني الهدف الثاني اللي جه صلاح محسن هو 1-0 كان بالنسبه له لو خرج بيها كان بالنسبه له الامور هتبقى الى حد كبير سهله ان هو هيفكر في هدف وبعدين يبدا يفكر بعد كده. الفرقه الكبيره بتعمل كده, الاول افكر في اول خطوه وبعدين افكر في الخطوه الثانيه. الهدف الثاني انت بتفكر في لسه 2-0 وعايز هدف ثالث ومتسقبلش هدف مع النادي الاهلي بتبقى حاجه مش سهله بالنسبه له. ده الضغط معمول على سان داونز عشان كده النهارده هتلاقيه مستعجل قوي عايز بيدور على هدف بدري قوي. المساحات هتلاقيها النهارده انا دايما بقول كلمه الفرق بره بتلاقي مساحات اكتر صح. ممكن سهل جدا تلاقي هدف النهارده هدف النادي الاهلي ممكن يجيب هدف سهل جدا لان هو بيدور على عايز هدف بسرعه كل ما الوقت بيعدي ايمن مش في صالحه هو مزبوط. بالعكس الضغط بيزيد عنده هو. انت لا انت هتنزل ضغط بس ضغط ايجابي. انت غالب 2 انت مش مضغوط زي هو صح. انت غالب 2-0 انت اهدى اعصابا صح. اهدى اعصابا وانت معاك الكوره عايز اقول لك في قمه روحك وانت الكوره مش معاك هو مزبوط. ده اساس النهارده مزبوط. هدوءك وانت معاك الكوره
طول ما الكوره في رجلك النهارده بمنتهى الهدوء وبتنقل وبتحرك انت ما عندكش مشكله، بالعكس هتلاقي مساحات كويس قوي، وهم ما بيعملوش الضغط الجامد قوي اللي يقلقك. هم عندهم عندهم حاجات كتير قوي في الملعب وفي تشكيل الملعب بتاعهم غلط. مزبوط. ممكن ما يكونش شفتها المباراه الاولى كويس، لكن بعد المباراه الاولى في حاجات كتير كمان ظهرت لك. يعني مستر موسيماني كمان مع هو عارف سان داونز كويس واكيد اتفرجوا على المباراه السابقه وشاف الاخطاء. لا انت بعد المباراه اللي لعبتها النهارده كمان يا ايمن في لعبتها في القاهره في اخطاء كمان انت شفتها في الملعب، زي يعني اللعيب ما هو مش بيلعب بيلعب المباراه ويروح قافل ويمشي، لا 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 هو بيقول كان في كان بيفكر خلاص بيبدا يعيد يعيد تاني المباراه، كان في اخطاء هنا وكان في مساحات هنا وكان في تمركز غلط هنا يبدا يستغلها. هو ده لعيب الكوره اللي عايز يوصل. صحيح. ده صح. صحيح. ده الصح. هم عندهم اخطاء خصوصا اللي مريحنا انا ان هم اخطائهم كلها في الاربعه اللي ورا، يعني بحارس مرمى ما كانش بالظبط بالظبط يعني حارس مرمى ويدفنس اخطاء كتير جدا، انت مش عايز احسن من كده. صح. ده انت كده اللي انت بتتمناه، انت صح. دايما بتلعب على اخطاء بتقول هم عندهم بطء في نص الملعب، لا لا ده انت عندك الخط الدفاع اللي ورا وحارس مرمى اخطائهم كتير جدا جدا كمان. مزبوط. لكن نص ملعب وفراوده ماشي. انت هتبدا تقفل كويس قوي وتبدا تقفل المساحات كويس قوي، الاستلام والتسلم ده يبقى قليل جدا انا من رايي، وتستغل نقطه الضعف اللي هي الاربعه الاربعه الخلف خصوصا الاثنين المساكين في ضعف مش طبيعي. صح. حتى صح. في السرعات يا ايمن. مزبوط. في التحضير نفسه. مزبوط. وبعدين الاثنين بيلعبوا برجلهم الشمال فدي برده الى حد كبير غريبه شويه. مزبوط. وحتى الكابتن بتاعهم سنه كبير قوي اللي هو البرازيلي ده في لا في مشاكل عندهم كتير جدا. صح. فالنهارده المشاكل دي هتبان زياده لان هو كمان مش هو مش هيلعب بتحفظ النهارده. هو عايز من البدايه عايز انا اضغط النادي الاهلي وعايز اجيب هدف وما عندوش حل عشان. صح. كده فانت النهارده فرصتك حاجتين، الكوره دايما تبقى معاك انت على قد ما اقدر، النهارده كوره في رجلك انت مش زي المباراه الاولى. المباراه الاولى يمكن الشوط الاول حته استحواذ هم خدوها وبيلاقوا بعض سهل، انت النهارده لا النهارده اعتقد انا من وجهه نظري مستر موسيماني حتى ممكن يبدا 10 او ربع ساعه ضغط عليهم من الاول. ضغط من الاول. حتى لو يستلم هضغط عليهم ضغط عالي. دايما انت بتحب اسلوب البدايه يبقى كده. هقول لك حاجه ايمن، دايما انت خليك انت الفاعل، انت اما تضغط في الاول وانت كسبان اتنين انت بتدي له ان انت النهارده مباراه مش بتاعتك. أيوة. ده انا غالب 2-0 وضغطك كمان في ملعبك اللعيب بيحس ايمن وانت فول باور لسه كمان بالظبط يعني كمان كل الحاله يعني البدنيه مش لازم العب على فكره يعني مش لازم العب شوط كله ضغط عالي. أيوة طبعا. لكن مثلا ممكن اخد ربع ساعه تلت ساعه ادي له بس كده ان النهارده انا ضغطك في ملعبك فدي بالنسبه له بس دي يا كابتن علاء ما تبقاش مغامره في البدايه ممكن تكلفك حاجه. لا خالص بالعكس. بص يا ايمن المباراه دي ما تديلوش فرصه ان هو اللي يبقى المتحكم في المباراه. هو من نوع الفرق كان بلال اتكلم عليه الاسبوع اللي فات بيحب يستحوذ كتير وعنده ان هو لا انا ما بحبش اطلع الكوره غير لواحد. صح. دي خلي بالك احنا شفناها الشوط الثاني لما مستر موسيماني ساب له الاستحواذ. بالظبط. هو ده اسلوب. بص ايمن كل فريق ليه اسلوب لعب يعني نادرا ما بغيره. حتى اللعيبه نفسها كل واحد ليه عنده طبيعته شخصيه اللعيب نفسه. ما فيش حد زي حد. هم واضح ان هم من نوعيه اللعيبه بيحب يستحوذ كتير. صح. وبيحب يطلع الكوره دايما من رجل لرجل لواحد حتى. مزبوط. لو في ضغط بتحس ان هي عنده ايه عنده عزه نفس شويه بس في الكوره انا مش هديها لك. فهو النهارده انا ليه ادي له الحته دي. فتخيل انت الحاجه اللي هو بيجدها انت لقاك في اول المباراه انت ضغط عليه. ايوه. هو غصب عنه طريقه تتغير. هو الوقت كره القدم ايمن الذكاء بتاع مدير فني ومدير فني انا ازاي افرض نفسي عليك انت افرض اسلوب عليك انت. انت بتحب تستحوذ لا انا هشيل الحته دي منك انت. صح. كور طويله هاخدها من هو النهارده لازم النادي الاهلي ان شاء الله بدايه يبقى هو الفاعل ما يستناش رده الفعل بتاعه صن داونز. صحيح. كابتن اسامه يمكن نرجعك بقى لورا زمان لما كنا بنروح للمجهول في افريقيا كنا برضو بيبقى فيه صعوبات وخصوصا في بدايه المباراه بنبقى قلقانين شويه بنبقى عايزين نشوف الفريق الخصم دوت حتى وان كنا نعرف عنه بعض معلومات. النادي الاهلي اللي او لعيبه النادي الاهلي الجيل ده لثالث سنه على التوالي بيلعبوا في نفس الاجواء وبيلعبوا على نفس الملعب وزائد كمان وجود مستر موسيماني على راس الاداره الفنيه للنادي الاهلي وهو كان متواجد على راس الاداره الفنيه من قبل مع صن داونز. هل ده بيكون عامل مساعد او عامل ايجابي للعيبه النادي الاهلي النهارده؟ طبعا. بص كل تراكم الخبرات بتاعه اللعب زي ما احنا قلنا انه لما كنا بنتكلم عن نادي القرن اللحظه اللي كابتن صالح استلم فيها البطوله الكاس بتاع نادي القرن يعني او اللقب بتاع نادي القرن ده تتويج
لكل اللي سبقه الكابتن صالح وان شاء الله كمان اللي مستمر. فانت زمان لما كنا بنلعب كنت بتسافر، اولا في فرق كتير مش شايفها على طول قدامك، عدد المباريات اللي كانت بتتذاع ما كانتش كده، الملاعب ما كانتش بالجمال ده، بالجوده دي، مظبوط بالجوده دي. مزبوط. يعني احنا كنا بنستنشق في افريقيا انك تلعب على ملعب كويس، مظبوط. كنا بنروح نلاقي يعني تلعب في غيط يعني. جنوب افريقيا كمان تحديدا رقم واحد في افريقيا في الملاعب، يعني هي ومصر والمغرب ويمكن الجزائر وتونس والجزائر وبتلعب عليها كاس عالم، فعندهم الملاعب حريق. فانا لا اقصده ان الجيل ورا جيل ورا جيل تراكم الخبرات ده واللعيبه دي لعبت في الاجواء دي كتير وملاعب كويسه ولعبوا صن داونز اكتر من مره، مفيش شك هتديهم ثقه. صح. وكمان الحاجه الثانيه الهدف الثاني اللي جه في المباراه اللي فاتت ده مفروض يخلي ثقتك قد الدنيا كلها، يعني يعني الهدف الثاني من وجهه نظرك يعمل ضغوط اكتر على صن داونز. مفيش شك انت انت فرق شاسع بين ما انت تروح كسبان 1-0 وانت كسبان 2-0 والعكس بالنسبه له هو. خلي بالك الهدف لما بيكون هدف واحد انت مستني لغايه الدقيقه، مثلا لو هيحسب 5 دقايق وقت ضايع انت مستني لغايه الدقيقه 95 انك ممكن تكسب 1-0 وتلعب ضربات جزاء. لكن 2-0 دي انت بقيت في حيره انك انت عايز انك تجيب هدف بدري وكمان ما يجيش فيك هدف. خلي بالك ما دي نقطه كمان خطيره. انت تخيل ان صن داونز حتى 3-0 هيبقى مرعوب. ده هو لو هو كسبان 3-0 شوف بقى. لا انا بكلمك كحسابات كوره، انا مش بتكلم طبعا ان شاء الله مش هيحصل يعني. انا بتكلم انه شوف لدرجه ايه ان الهدف الثاني ده فرق قد ايه. الحاجه الثانيه كان ممكن مثلا تكسب 3-1 مش 2-0 كانت تبقى اسهل لهم برضه، لكن انت الحمد لله كسبت 2-0 ودي نتيجه يعني جيده جدا بالنسبه لمستويات فرق ما تكون متقاربه وتكسبوا 2. ما كنتش بتتمنى عمرك كنا بنتمنى في افريقيا لما نيجي نلعب ساعات كنا بنكسب 4 و5 صحيح دي بتنهي المباراه خالص، لكن احنا بنتكلم في المنطق بس حسب قوه الخصم كمان. يعني ما تيجي تلعب الترجي، لما تيجي تلعب الوداد، ما تيجي تلعب الزمالك، مستويات متقاربه، لما تكسب 2-0 او صن داونز ده حاجه نتيجه جيده جدا. فما فيش شك ان دي هتعمل ضغوط عليهم كبيره. الحاجه الثانيه الكابتن شريف والكابتن علاء اتكلموا عليها وبلال برضو اكيد من الماتش اللي فات بنتكلم عليها، اللي علاء دلوقتي اتكلم فيها من شويه، موضوع انه قلبي الدفاع عندهم بطء كبير جدا. صح. وبعدين في حاجه صعبه جدا في العالم ان الاثنين شول، يعني ريكاردو ده اللي هو البرازيلي بيلعب ناحيه اليمين واشول. لما بتروح له الكوره عقبال ما بيحضر وعشان يهيئ اللعب، خاصه ان هم كمان ما بيحبوش يطفشوا الكوره في اي وضع. صح. بتلاقي فيها تهتها يعني. ساعات بتبقى لما بتضغط عليه بيغلطوا كتير. وبعدين في المقابل انه عايز يهاجم عشان يجيب 2. فاللي اتكلم عليه على انه انك تضغط ده مهم، وكمان حتى لو لعبت بالاسلوب الثاني انك انت تقفل في نص ملعبك او تلتين ملعب وتخليه يطلع والمساحات تبقى وراه لواحد، تستغل سرعه واحد زي شريف او واحد زي صلاح محسن اذا لعب بالكرات الطويله خلفهم، دي هتعمل لهم قلق كبير جدا. بس في نقطه طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا، الضربات الثابته ليهم بالظبط سلاح قوي جدا. متوبة ده اللي هو رقم 19 الماتش اللي فات. صح. كل كرة بياخدها هم بيفضوا الأولانية ويجي واحد قاطع يروح لعبها على طول. هو رقم 19 بالذات اللي هو اسمه متوبة ده. أي. فلازم يتعامل عليه رقابة قوية جدا. والشناوي كمان لازم يبقى واخد خطوة كده لقدام. دول أكتر نقطتين مهمين إن احنا نلعب على المساحات الفاضية وإن نركز قوي في موضوع الضربات الثابتة اللي علينا. صحيح. كابتن بلال، وجود مستر موسيماني في مباراه النهارده ومباراه العوده وملعب صن داونز، وهو كان المساعد بتاعه هو اللي دلوقتي مدير فني لصن داونز، هل فكر مستر موسيماني النهارده قاري فكر؟ وطبعا اكيد الاثنين قاريين فكر بعض. الصعوبه بتبقى على مين هنا، على مستر موسيماني ولا على
مدير الفني صن داونز. الصعوبه على المغلوب. على المغلوب. اه طبعا. يعني النهارده انت بتلعب ماتش مع المدير الفني بتاعك اللي هو مستر موسيماني، انت مغلوب منه 2-0 في القاهره، حتى ولو كان اداء الاهلي اقل من الاداء المعروف او ما لعبش بالمستوى المعهود بتاع النادي الاهلي، فانت النهارده عليك صعوبات كبيره جدا جدا جدا. تمام. اولا انت عارف طريقه لعب النادي الاهلي، ومع ذلك يمكن كابتن علاء قال حاجه، كابتن اسامه قال ان في بعض الفرق ما بتعرفش تغير من اسلوب لعبها، يعني خاصه الفرق الكبيره، يعني من الصعب شويه ما ممكن ان انت وانت بتلعب استحواذ انك لا تغير وتلعب على هجمات مرتده، بتبقى صعب شويه عليه لانك بتحتاج لعيبه بامكانيات وقدرات مختلفه. يعني مثلا ايه، لو اتكلمنا على فرقه مثلا في مصر، في فرقه انا بتلعب على الهجمه المرتده السريعه، لان هو بيشتغل على تقفيل الملعب بشكل كويس، بيلعب زون ديفنس وبيشتغل على اتنين على طرفين سرعه قوي، فبيعتمد عليهم في كل اللعب بتاعه. انما النهارده انت بتلعب فرقه هي كل امكانياتها وقدراتها ان هي بتحضر كوره، تمام؟ زي ما اتكلمنا وكابتن اتكلم وكابتن اسامه اتكلم من شويه وقال ان هم عندهم اتنين بطاء، وكابتن علي اتكلم وكابتن شريف قال عندهم اتنين في قلب الدفاع، اتنين بطاء جدا. فالطبيعي من لعيبه النادي الاهلي انك تضغط من قدام، لان هو النهارده ما بيقدرش يلعب الكره الطويله، الكره الطويله مش بتاعته، الكره الطويله بتبقى بتاعت ديفنس النادي الاهلي. يعني أي سرد، اي يعني سرد باك في العالم تقول له عايز ايه، يقول لك عايز كره طويله، عايز كره عاليه. فالنهارده لو ارغمته انه يغير من طريقه لعبه هتقابل فرقه مختلفه تماما. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اسالك سؤال، انت كمهاجم كنت مهاجم هداف وقناص ما شاء الله، ايه اللي يضايقك وانت بتلعب ظهرك للجول ومدافع بتاع الفرقه الثانيه في ظهرك؟ اللي ضايقني انك كل كره تلعبها لي عاليه. كل كره تلعبها لي عاليه، ما تلعبش على الارض، ما تستنانيش لما اتحرك الكره، ما تجيليش من نص الملعب، تجيني من السنتر باك بتاعي. هي دي الكره اللي تضايق، لان الكره بتبقى عايز اقول لك 70% مدافع 30% مهاجم. لان هو شايف الكره، هو في ظهرك، انت مش شايف اذا كان بيتحرك ولا ما بيتحركش. انت بتطلع معاه رقم واحد، هو بالنسبه له عايز هدف واحد بس، انه يشتت الكوره. انت عايز رقم واحد بالنسبه لك انك تستحوذ على الكوره بشكل كويس، ورقم اتنين انك تبصيها لاي حد جاي، او تستحوذ عليها وتبتدي تبني هجمه. فانت بتبقى عندك الصعوبه اكتر من السنتر باك، لان هو بالنسبه له عايز يشتت. لو زقك، لو يعني في حكام طبعا، انت عارف افريقيا تطلع وتزق من طبعًا. مفيش فاولات طول الوقت بوشه شايفه. طبعا هو شايف، ممكن ما هو يسبقك طبعا، بالنسبه لك صح، بالنسبه لك صعب السيطره الاول وبعدين حتى كمان الكره لو طولت الجول اقرب للكره منك. مظبوط. فالنهارده كل الصعوبات اللي ممكن يعملها لعيبه النادي الاهلي في الخط الامامي انه يبتدي يضغط على الاثنين السنتر باك، لان احنا شفنا الماتش اللي فات من الضغط قدرنا نقطع، وكان ممكن نسجل هدف من هجمه مرتده لو كان الاهلي اشتغل عليها بشكل كويس. طب احنا تعودنا دايما من مستر موسيماني في بعض المباريات انه بيفاجئنا بحاجات، هل ممكن يفاجئنا بحاجه معينه النهارده في التشكيل، في طريقه اللعب؟ بص، يمكن انا ممكن بشوف ان ممكن النهارده يملى نص ملعب اكتر، يعني او يغير من طريقه اللعب، ممكن في اعتقادي ان ممكن، ما اعرفش التشكيل اتحط ولا لسه او جه ولا لسه، بس ممكن يكون عنده فكر انه يشتغل على ان هو يدافع من نص ملعب، يلعب دفاع من نص الملعب، ويشتغل على سرعه الاثنين المهاجمين. وخد بالك دي هتبقى ليها قيمه كبيره جدا في مباراه النهارده، لما تجيب الاثنين السنتر باكس بتوعهم لنص الملعب وتبتدي تشتغل على الكره الطويله، هيبقى عندك مساحه وسرعه لصالح لعيبه النادي الاهلي، تقدر تشتغل عليها بشكل واسع جدا جدا النهارده. طيب صحيح. طب خلاص، قبل ما نطلع فاصل نقول بقى تشكيل فريق النادي الاهلي ومفاجآت مستر موسيماني النهارده في التشكيل. هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال ايمن اشرف كظاهرين، في القلب بدر بنون وياسر ابراهيم. يبقى احنا دول الاربعه اللي ورا، محمد هاني، ايمن اشرف ظاهرين، بدر بنون وياسر ابراهيم، قدامهم رامي ربيعه. قدامهم ده اللي جاي في التشكيل، قدامهم رامي ربيعه. وبعدين الاثنين الوسط الدفاعي بتوع نص الملعب ديانج والسليم. وبعدين قدامهم قفشه صلاح محسن ومهاجم وحيد محمد شريف. نقول تاني وبعدين نطلع فاصل ونرجع نتكلم في التشكيل. شناوي لحراسه المرمى، هاني وايمن اشرف ظاهرين ناحيه اليمين والشمال، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ياسر ابراهيم، قدامهم رامي ربيعه. وقدام رامي ده اللي جاي على الورق، ديانج وعمرو السولي. خط الوسط الامامي وخط الهجوم هيبقى قفشه
صلاح محسن ومحمد شريف. نطلع لفاصل وبعدين نرجع نتكلم عن التشكيل وطرق اللعب مع نجومنا الكبار، أرجوكم انتظرونا. يخوض فريق الكرة بالأهلي تحدياً إفريقياً قوياً عندما يحل ضيفاً على سان داونز الجنوب إفريقي في 3 اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة لن تكون سهلة في مواجهة منافس منظم يجيد اللعب على أرضه. ويسعى المارد الأحمر إلى تأمين نتيجة مباراة الذهاب والتي فاز فيها بهدفين نظيفين من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في خطوة جديدة نحو الوصول لمنصة التتويج وحصد النجمة العاشرة من الأميرة الإفريقية. الأهلي استعد لمباراة اليوم بصورة جيدة من خلال السفر المبكر إلى جنوب إفريقيا للتعود على الأجواء التي ستقام فيها المباراة والتي ستنطلق في 3 وما طمأن البعثة الحمراء اعتدال حالة الطقس في جنوب إفريقيا منذ أن وصلت البعثة مدينة بريتوريا معقل سان داونز. الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ركز في محاضراته الفنية مع اللاعبين على أن الصعود لم يتم حسمه في لقاء القاهرة، ولكن أقيم الشوط الأول واليوم هو الشوط الثاني. وركز موسيماني في خطته على إفساد مفاتيح لعب الفريق الجنوب إفريقي وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم في إيقاع المباراة، لا سيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من بطل جنوب إفريقيا من بداية اللقاء، حيث طالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي سان داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط لتصعيب المهمة على بطل جنوب إفريقيا في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي. في المقابل يسعى فريق سان داونز لتحقيق ريمونتادا من خلال تسجيل 3 في مرمى الأهلي. وتقوم خطة مانجوبا مونجيثي المدير الفني لبطل جنوب إفريقيا على تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الأهلي، حيث طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم وتقليل الأخطاء التي ارتكبوها في مباراة الذهاب بالقاهرة وضرورة نقل الكرة السريع واستغلال المساحات الموجودة. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا قبل الفاصل تشكيل النادي الاهلي نقوله مره ثانيه عشان ننزل بيه بقى ونعرف النادي الاهلي هيلعب ازاي. محمد الشناوي حارس المرمى، وناحيه الطرفين ظهير ايمن وايسر محمد هاني ايمن اشرف، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ياسر ابراهيم، قدامهم رامي ربيعه، واثنين وسط دفاعي عمرو السوليه اليو ديانج، والوسط الامامي والهجوم محمد مجدي قفشه صلاح محسن ومحمد شريف، البدلاء علي لطفي محمود وحيد احمد رمضان اكرم توفيق طاهر محمد طاهر حسين الشحات جونيور اجاييه والتر بواليا ومحمود كهربا. طيب يبقى والتر بواليا مش موجود، مكانه وليد سليمان، ده اللي جالنا حالا دلوقتي بعد ما جات لنا الاسماء الاول ان والتر بواليا متواجد. لا، والتر بواليا مش متواجد، وليد سليمان مكانه على الدكه. تشكيل فريق سان داونز، وهنلاقي فيه ان فيه النهارده تغييرين. هيلعب في البدايه كحارس مرمى اونيانجو، وده لعب طبعا الماتش الاولاني. خط الدفاع 4 زي ما هو موجود على الورق.
ناحيه الطرفين ريكاردو دي سانتوس وسافوسا موديبا، والاثنين اللي في القلب موسى ليبوسا وريفالدو كونزي ولا كودزي. قدامهم ثلاثه، جالي وده ما كانش لعب الماتش الاولاني وده تغيير النهارده، كان مصاب ورجع، وسيفليل ماخوليس وثابيو ثابيلو مورينا. قدامهم ثلاثه، بيتر شالوليلي اللي هو اصلا هداف الفريق بثلاث اهداف، وجاستن سيرينو اللي احنا كلنا عارفينه، وثيمبا زواني اللي هو كان مصاب المباراه الاولانيه، وده من اخطر اللعيبه في الخط الامامي لسان داونز. كابتن شريف، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي وازاي من خلال التشكيل ده مستر موسيماني هيلعب؟ بص مستر موسيماني، كلنا اتكلمنا قبل المباراه هنلعب ازاي المباراه اللي هناك. الراجل حط تشكيل من وجهه نظره يرد على جميع التساؤلات. هتلعب بثلاثه في النص ولا هتلعب باربعه واحد اربعه واحد، خدت بالك؟ هتلعب باي شكل، فهو حط تشكيله تقدر تدور من خلال اللعيبه من الملعب نفسه. يعني النهارده انت هتكلم على رامي ربيعه، هل هو مكمل لعمر سوليه وليو ديانج وحلقه الوسط بين الديفنس وبين نص ملعبك، وفي نفس الوقت بيعمل مساعده ان عمرو سوليه ممكن يميل شويه لما تبقى كرة جايه ناحيه اليمين او ولي ديانج ناحيه الشمال نفسه؟ قصدك يبقى في مرونه تكتيكيه في بعض عناصر الفريق، تكتيكيه، ويبقى لاعب متحرر بيقدر يقرر حسب الكرة جايه لك منين ويقدر يساعد اللعيبه كلها. ونفس الشكل الثاني ممكن تلعب 3 5 2 اللي هي تلعب بثلاثه ورا، وفي الشكل ده هو بيعتقد، احنا بنعتقد ان بدر بنون هيلعب ليبرو النهارده، ليبرو حر بيلم كل الكرات اللي جايه من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، لان انت حاله الاستحواذ بتاعتك هنا في مصر ما قدرتش مع الفرقه دي انك انت تستحوذ اكتر من كده. هو بيتخيل انه لو عمل الطريقه اللي انا قلت لك عليها، قفل المساحات الكتير بلاعبين كتير بتعتمد على شيء واحد بس. طبعا محمد مجدي قفشه قصه انه يبقى مضطر في ناحيه اليمين دي هتبقى يعني خفيفه جدا، ولازم يبقى حلقه الوصل هو في نص الملعب دايما لصلاح ومحمد شريف، زي ما احنا جايين انا وانت كده، محمد شريف وصلاح دول راسين حربه. فنفس الوقت هنا هتلعب 4 4 2 بقى 4 1 4 1، دي حركه مرونه اللعيبه بنفس الشكل. انما هو بالشكل اللي انا كنت شايفه كده حاسس ان هو هيحط بدر بنون فري مع الاربعه ايمن اشرف وربيعه وياسر ابراهيم محمد هاني، على حسب الكرة هتبقى جايه ازاي او على حسب مجريات اللعب هتمشي ازاي. افرض انت يبقى كده بالشكل ده، علاء احنا وبلال واسامه كنا بنتكلم ان احنا هنضغط من اول المباراه بهذا الشكل، قصه ان انت هتضغط من اول مباراه اعتقد انك هتلعب تلت ملعب، مش هتلعب نص ملعب، يعني نص تلت ملعب. يعني هينزل لهم عن تلت الملعب، هيديهم قدام ال 18 شويه يمسكوا الكوره، على اساس ان انت برضه تبقى ضاغط نص ملعبك مع جميع الخطوط بتاعتك. فانا اللي شايفه بالتوفيق للعيبه ان هم يقدروا يعملوا المرونه نفسها ويقدروا يعدلوا على حسب مجريات اللعب بشكل ايه. والكونتر اتاك بتاعك لازم يبقى فيه سرعه كبيره جدا من صلاح ومحمد شريف بمساعده قفشه انهم يعملوا لك الشكل الهجومي اللي هو مطلوب يعني. صحيح. كابتن علاء، كابتن شريف قال لك ان من خلال التشكيل ممكن بدر بنون يبقى ليبرو. طيب هل من الممكن ان مستر موسيماني النهارده يكون بيفكر يعمل ستاره في نص الملعب ونلاقي ثلاثي نص الملعب رامي ربيعه عمرو السوليه واليو ديانج قدام الاربعه اللي ورا، وهيبقى الدور الصعب بقى هنا دور محمد مجدي قفشه؟ بص يا ايمن، هو مستر موسيماني عمل حاجتين النهارده في التشكيل كويس. هو زود نص الملعب واستغنى عن الاطراف بتاعتك. النهارده مش هيلعب الاطراف، مش هيستغل الاطراف، بدليل ان عندك النهارده طار محمد طار كويس، حسين الشحات، وهتلاقي كهربا اللي بيلعبوا الاطراف مش موجودين النهارده بره. هو اعتمد على اثنين عندهم المستين، ان هو ممكن لو اضطر يبقى كويس وممكن يبقى راس حربه، شريف وصلاح محسن. بالظبط. هو عارف ان زي ما اتكلمنا كلنا، عارف ان نقطه ضعف سان داونز في القلب مش على الاطراف. ايوه. فهو بيفكر ان ازاي اقرب وقت واقرب واسرع تمريره يوصل الحته دي. عشان كده هو عمل حاجه، لو انا يعني لو انا قريت تفكيره صح هتبقى حاجه ممتازه، ان حاطط اثنين سرعة قوي، محمد شريف وصلاح محسن. أيوه. عندهم مهاراتهم كويسه قوي. أيوه. وبيقدروا عندهم الستارت او اول خطوتين سرعة جدا، هيفرق معاهم في الحته بتاع القلب دي كويس. واستغنى عن الاجنب خالص وقفل نص الملعب كويس. بمناسبه الاستغناء عن الاجناب، مش ممكن النهارده نشوف قفشه مايل شويه مثلا ناحيه اليمين دفاعيا؟
ممكن يميل دفاعيا لكن مش هتلاقيه متطرف، لان محمد مجدي ما عندوش الميزه دي خالص، هو يخسره. لكن هو بالوضع اللي انا شايفه ده ان هو يلعب زي محمد شريف وصلاح محسن راسين حربة، لكن هيبقى محمد شريف هو اللي عنده دايما الاولويه لقدام، وصلاح محسن هو اللي يبقى تحته دايما. ممكن ده على حسب تفكير، ممكن هيبقى لو انت هتلعب اطراف هتبقى صلاح محسن ناحيه الشمال، محمد شريف، محمد مجدي، بس مش على الطرف. انت فاهم؟ نستأذنك كابتن معلش، معانا زميلنا كريم احمد من ملعب المباراه على التليفون، نعرف منه اخر الاجواء هناك قبل بدايه المباراه. ازيك يا كريم؟ مساء الخير كابتن ايمن، اهلا بيك طبعا، كل التحيه ليك والكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. طمني، ايه الاخبار عندك؟ والله يا كابتن ايمن، يتبقى بقى كل دعوات جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي استعد بكل قوه الحقيقه للمباراه دي، 5 ايام تدريبات بكل جديه، محاضرات مستمره، لعيبه عندها هدف كبير ورغبه كبيره، وكانت باينه جدا في حماسهم في التدريبات. يمكن كمان التشكيل اللي اختاره فيتسو موسيماني واضح ان يمكن قاري بعض الامور الخاصه بفريق صن داونز، امر مهم جدا، ويمكن هنشوف بعض التركات كده بلغه الكره في الملعب. يعني كرام ربيعه ممكن الناس تختار شويه مكانه، صلاح محسن قفشه، لكن انت عارف يمكن فريق صن داونز عندهم محللين مميزين جدا وقاعدين متابعينا وبيتابعوا القنوات، بتابعوا طبعا المركز الاعلامي، فيمكن الاخبار بتكون حريصه جدا ان احنا نقولها، لان هي مباراه حاسمه وحساسه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا النهارده تكون على قدر المسؤوليه، وكل الجمل التكتيكيه الحقيقه اللي يمكن فيتسو موسيماني حفظها لعيبه النادي الاهلي من التدريبات لو اتطبقت النهارده وطبق جزء منها، ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحرز ونقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. قول لي بقى، قول لي قبل بدايه المباراه حاله الطقس عندك ايه؟ مميز جدا يا كابتن ايمن، يعني يمكن احنا قلنا يا رب تكون اليوم بهذا الشكل، يعني درجه الحراره 20، الشمس بسيطه جدا، في سنه بروده بسيطه، فامر يمكن كنا بنتمناه وحصل الحمد لله النهارده في ارض الملعب، حتى مع مرور الوقت كمان ومع تكون الساعه 3 وحتى في الشوط الثاني ان شاء الله الجو هيكون اهدى من كده كمان، درجه الحراره ممكن توصل ل 16 و17، فجو مميز جدا. المدرجات خاليه تماما من طبعا من الجمهور بقرار من الكاف، دي اول الوضع بس، او يمكن كل المتواجد هم بعض افراد السفاره المصريه، معالي السفير طبعا كابتن محمود الخطيب الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره والبعثه الاعلاميه بالكامل، لكن لا يوجد جمهور، لكن هو كان في جمهور بقى خارج الملعب، وده اللي يمكن اللي احنا قلنا عليه، عدد من جمهور صن داونز التجمع خارج الملعب طبعا يحفزوا الفريق صن داونز وهو داخل، يمكن كان في بعض الهتافات والاشارات المعتاده من الجمهور لعيبه النادي الاهلي، لكن كل الامور دي احنا سمعنا يا كريم ان في بعض من جمهور صن داونز بيشجع النهارده النادي الاهلي من كتر حبهم لمستر موسيماني. دي حقيقه كابتن ايمن، دي حقيقه، يمكن بعض الجماهير كانت متواجده معانا في التدريبات والنهارده كمان، يعني حتى في فندق الاقامه واحنا نازلين يمكن زوجة فيتسو موسيماني وبعض محبينه كانوا متواجدين خارج فندق الاقامه وشجعوه بشكل كبير، حتى واحنا داخلين الفندق يمكن عدد من فريق من جمهور صن داونز كان بيشجع اكيد صن داونز، لكن في عدد كبير بيشجع فيتسو موسيماني. يا رب ان شاء الله يكون موفق النهارده، واداره الفنيه من فريق الخطوط تكون مميزه وتساعدنا ان شاء الله على تخطي هذه المباراه باذن الله حبيبي ان شاء الله. طمني برده على الروح المعنويه عند اللعيبه وحته التخوف من حكم المباراه، هل حد بيفكر فيها؟ والله يا كابتن ايمن، حته التخوف من حكم المباراه ده امر اكيد وارد جدا، وامر الفار كمان امر اصعب، يعني كنا بنتمنى ان يكون في فار في مباراه حساسه او في الادوار دي في البطوله الافريقيه، لكن دوافع اللعيبه كبيره جدا، معنوياتهم مرتفعه جدا، عارفين اهميه هذه المباراه وعارفين ان ملايين من جمهور النادي الاهلي منتظره ان لعيبه النادي الاهلي تفرحهم، فانا باكد لك على الرغبه الكبيره والروح الكبيره، وان شاء الله الشخصيه بتاعت النادي الاهلي وروح الفنان الحمراء هي اللي هتحسب هذه المباراه مع الاعداد الجيد اللي قدر يحضره النادي الاهلي مع الجهاز الفني. طب عندك فكره مستر موسيماني يتكلم اكيد اتكلم مع ثلاثي الدفاع بدر وايمن اشرف ورامي ربيعه، لان الثلاثه دول خدوا انذارات في مباراه الذهاب وخدوا الانذارات دي مبكر جدا، هل اتكلم معاهم في حته التعامل مع حكم المباراه، خصوصا ان انت مش عايز واحد منهم، عشان ان شاء الله باذن الله بعد ما نعدي ماتش النهارده عندنا قبل النهائي نتجنب حته الاخطاء علشان التحكيم وان احنا ما ناخدش اي انذار تاني؟ بالظبط يا كابتن ايمن، يعني يمكن تاكيد كان من كابتن سعيد عبد الحفيظ ومبيتسو وموسيماني على هذا الامر الثلاثي الحقيقه، على ان يكون في هدوء شويه في التعامل، هدوء في التدخلات كمان، لان يمكن اي حد يحصل على الانذار يكون امر يمكن مؤسف على فريق النادي الاهلي، لكن يا رب النهارده لعيبتنا يعني يبقى في ضبط نفسي بشكل كبير جدا، والثلاثي تحديدا يكون عندهم ضبط نفسي كبير في التعامل مع الحكم وفي التدخلات، وان شاء الله باذن الله الامور تعدي على خير يا كابتن ايمن. باذن الله وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله كريم، شكرا شكرا جزيلا يا كريم. اتفضل يا كابتن علاء. بص يا ايمن، دي بالنسبه للحته الهجوميه، انا بتكلم على الحته اللي هي في نص الملعب، ومستر موسيماني عايز يعمل كثافه في نص الملعب، ثلاثه عندهم حته دفاعيه عاليه جدا، قالوا ديانج الحته الهجوميه بيعملها كويس قوي، بعديها عمرو، لكن هتلاقيه دايما ثابت
في نص الملعب او بدايه السنتر هو رامي ربيع مش هنتحرك منها كتير. هو فكر في النقطتين دول، شاف ان الاستحواذ كان المباراه السابقه كتير قوي في نص الملعب. طب بص يا كابتن معانا على الشاشه، هو التشكيل زي ما جالنا زي ما جالنا على الورق، بس هنا يديك احساس انك انت هتلعب 4-1-4-1. مع رأي يعني ممكن توصل لكده، يعني كان تشيلي قال ممكن بدري يبقى الراجل ليبرو كده. على فكره احنا كل بنتكلم فيه ده كل واحد بيقول وجهه نظر وكلها حاجه كويسه جدا، في الاخر هتوصل للمشاهد الحاله لعيبه النادي الاهلي. لكن 4-1-4-1 ممكن يفكر فيها، بس يعني انت هتفكر فيها على حسب انت هتقابل منين بالظبط. يعني 4-1-4-1 دي في حاله الدفاع ولا في حاله ايه بالظبط؟ يعني 4-1-4-1 المرسومه دي لو انت هتقابل صن داونز من قدام انت فاهمني بالمنظر ده كده انا ماشي هتقابله من قدام ماشي، لكن لو من قدام الدايره هتبقى مش 4-1-4-1 هتلعب بنفس الشكل ده كده، هيبقى 4-3-1-2 محمد شريف وصلاح محسن في الوقت ده ايمن هيبقى انت هتقابلهم بالظبط عند قوس نص الملعب، هتسيب صلاح محسن لوحده محمد شريف لوحده في نص الملعب ويبقى تحته الستار الكبير قوي دي اولهم محمد مجدي الا لو عمل مفاجاه ثانيه خالص مثلا موسيماني انت قصدك بالاسلوب دوت ممكن يبقى 4-3-2-1 يعني عمرو السوليه ورامي واليو ديانج يعملوا ستاره بس كده وهنا صلاح محسن يبقى الاولويه لي على ناحيه الشمال ومحمد مجدي هيقابل الراجل ناحيه اللي هو الباك ليفت بتاعه ويبقى عندك نص ملعب ستاره كبيره قوي في نص الملعب قافل الحته اللي بتميزهم، هم دايما بيحبوا يستحوذوا كان بلال بيتكلم في الحته اللي فيها الرباعي نص الملعب بتاع النادي الاهلي اللي هو الثلاثي ده كويس. اتفضل يبقى حاله الدفاع هنكون كده هتبقى كده لما معانا الكوره قفشه بقى هيضم على جوه وهو بيستلم اي قفشه هيبقى هو اللي هيحرك لك الاثنين اللي هيبقوا زي اثنين راس حربه ايمن مش هتلاقي اطراف كتير النهارده، هو هيسيب الاطراف ممكن ليه ايمن اشرف ومحمد هاني ومش هيعتمد عليها كتير يعني مش هيطلعوا كتير مش كتير، لكن ممكن محمد هاني هتلاقيه كتير قوي، بس هو عنده ميزه ان عنده واحد زياده في نص الملعب رامي فحتى لو الاثنين طلعوا ما عندوش مشكله هيأمن نص الملعب كويس، لكن هو مش هيستغل اطراف النهارده بمحمد شريف او صلاح محسن، هو النهارده عايز اقول لك كده المنظر ده اقرب كوره هيعتمد على الكوره المقطوعه التسليم لمحمد مجدي في المساحه دي ايوه كده حركه صلاح محسن محمد شريف مش على الطرف هتلاقيها دايما في الحته اللي كان بيتكلم فيها اسامه القلب الاسوء حته اضعف حته في صن داونز هي الحته دي عشان هو مستر موسيماني لو انا قريت تفكيره صح هو بيفكر اضعف حته في صن داونز ايه؟ الاثنين مساكين طب انا هستغلها مش هضيع وقت كتير قوي على الاطراف واعمل كرات عرضيه كتير الا لو جت مره او اثنين، لكن هيبقى اهتمامي كله ازاي اقطع من القلب. في مباراه ايام كنا بنتكلم فيها انا وانت من فتره وحسبت لك مره احنا عملنا كام كره عرضيه عملنا ثلاث كره عرضيه في الملعب في الماتش كله مش عارف كسبنا ثلاثه ولا حاجه هو بيدور على دي هو رجع للاسلوب ده اسلوب ان انا ازاي اقطع بالظبط من النص الاثنين مساكين اوصل للجول بسرعه قوي ودي اضعف حته حارس مرمى ايه يا بلال بس الكلام ده كابتن اللي هو هيلعب بربيعه في الحته دي فعلا زي ما حضرتك بتقول انا بقول هيلعب بربيعه في الحته دي لو لعب لا ما انا بقول لك ك ك ك كنص ملعب ثالث مع السليه ودي انا بشرح على دي لو لعب بورا هيبقى عندنا ازمه كبيره جدا على اطراف الملعب ما انا بقول لك حاجه اصلا كل قدراتها ان هي بتلعب على اطراف الملعب كويس انا بقول لك حاجه صح؟ انا بشرح من دي كابتن شريف شرح ببدر بنون بخمسه انا بشرح بدي ممكن تصاب يتكلم في حاجه ثانيه انت هتتكلم في حاجه ثانيه في الاخر احنا عارف ايه على الورق وكل واحد بيقول وجهه نظره صح. على بيحاول يقرا فكر مستر موسيماني بس هو لازم صلاح محسن ده يبقى اساسي على الطرف ان مش زي ما انتوا بتقولوا الاطراف بتاعتهم جامده جدا لازم نبقى احنا شغالين بالايحاء ان احنا ماسكين طرف وماسكين نص ملعب الحاله الهجوميه هي اعمل زي ما انت عايز في قلب الملعب اعمل السرو باص الطويل عليه مش هتقابل من جوه مش هتقابل قدام كده انا ارجح ان ممكن يلعب بثلاثه في نص ملعب عشان يبقى في دور لقفشه في الكاونتر اتاك بالظبط يعني هيبقى دور مهم جدا 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 لان هو لو استلم لان انت هتلعب في نص ملعبك يعني الطريقه دي اللي هي قدامنا دي بتقول ان الاهلي هيلعب في نص ملعبه هو عنده احساس ان ديانج هي ناحيه اليمين دي هيقفلها على الراجل باك ليفت اللي بيطلع ده او ممكن عنده احساس ان هو مدي تعليمات برده ديانج يميل شويه الناحيه النهاية. وربيع هيبقى له دور كبير جدا يا كابتن في التغطيات بيلم معاه المسانده بتاعه الباكين ما انت النهارده المباراه اللي فاتت هم بيحضروا يلعب على طرف الملعب بيحضروا يلعب يمين بيحضروا يلعب شمال فلازم يبقى ما ينفعش يبقى 2-1 زي الماتش اللي فات بنتدرب بدبل باس يعني ماشي بس ده في حاله ما اذا حد من الاطراف هيعمل الشق الهجومي بتاعه بالظبط
ما هو انت بتلعب، انت دلوقتي ما بتلعبش باطراف، انت دلوقتي بتلعب باثنين مهاجمين ممكن يتطرفوا في بعض الاوقات عشان يعني يستلموا في القلب، ممكن يبقى طريقه اللعب انا بلعب بالاثنين المهاجمين فاتحين شويه على اساس ان والثرو بتلعب يضم النص الملعب يضم الجوه يعني. لا انا بتكلم على ايمن اشرف ومحمد هاني، انا بتكلم على طرفين الباكين. انا عاجبني الرسمه دي 4-1-4-1 دي، عجباني جدا انا يعني. ايمن ايوه كابتن اسامه اتفضل. انا اعتقد الاقرب لو كان هيلعب كده كان هيلعب اكرم توفيق، اعتقد رامي هيبقى سيرد باك هيبقوا خمسة ورا يعني، رامي بدري ما يكونش جاهز يا كابتن أسامة ده في الغالب، أنا بقول يعني في الغالب يعني ممكن أعتقد في الغالب هيعمل كده يعني، يكون أكرم لو سمير يجيب لنا الشاشة تاني التشكيل ده تلعب ليبرو يعني بانون مش ضروري ليبرو يعني يعمل عمق يعني يبقوا ثلاثة يلعب يعني فلات يعني يعني هاني ورامي ربيعة وبدري بانون وأيمن وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبعدين اثنين في العمق اللي هم سولايا وديانج وقفشه ناحيه اليمين وصلاح محسن ناحيه الشمال وشريف قدام اقرب لخمسة أربعة واحد مع الحته اللي علاء قالها انه بس محمد مجد هيقل ناحيه اليمين او اسامه بس ما هيقل بس على طول هيقل دفاعين وهجوميا الاثنين. لا ساعات اقول لكم على حاجه، هو ساعات بيبتدي كده بيبتدي كده بقفشه ناحيه اليمين، واحنا كان فايلر اللي بيبتدي لا واحنا بنتخض وبعد كده بلاقي قفشه عنده حريه تحرك علاء شويه بيخش جوه وساعات بيروح يستلم من الناحيه الثانيه ويرجع ثاني بس هيفضل هيفضل المساحه هيتكلم بقى هنا هيتكلم هنا مع محمد شريف بقى ده لازم هنا يكون ليه واجب دفاعي. اتفضل يا استاذ قفشه هيبقى مايل ناحيه اليمين ورامي ربيعه هيبقى جنب بدر بنون ويبقى صلاح محسن ناحيه الشمال شويه وصلاح محسن تحت لتحت شويه ورامي يرجع لورا ورامي ربيعه جنب بدر بنون وهاني هيطلع لقدام وايمن اشرف يطلع لقدام. لا رامي هو اللي ناحيه اليمين وبدر هو اللي في العمق يعني رامي وهو في مصر لعب كده لا مش قدامهم هيبقوا على خط واحد في مصر يعني ياسر وبدر وهاني يطلع لقدام شويه وايمن اشرف يطلع لقدام يعني ثلاثه ايوه وياسر ايوه ويطلع ايمن سنه وايمن غالبا هيبقوا 5-4-1 اعتقد وهيلعب بقى على الحاجات السريعه اللي علاء قالها والكباتن قالوها انه في العمق يستغل سرعه محمد شريف وصلاح محسن لما يجي يقطع من العكس وطبعا قفشه هو اللي ممكن يلعبهم عمرو السوليه وهيساند معاهم بقى هاني وايمن اشرف ويامن بالثلاثه اللي ورا دولت على اساس انه فرقه سان داونز عندهم على ال 18 ما بيخلصوش بسرعه معظم لعبهم هتلاقيه اللي هي الحاجات ال1 2 وال1 3 بيحبوا يلعبوا مع بعض قصير فيقفل العمق بالثلاثه دول انا اعتقد ان ممكن تبقى كده لانه لو هيلعب برامي قدام كان ممكن يبقى اكرم توفيق يعني يبقوا عمرو السوليه والديانج واكرم توفيق فانا اعتقد انه ممكن رامي محطوط يلعب عشان يلعب هم ما بيشوطوش كتير من بره ال 18 يا كابتن انا بقول لك انا اعتقد ده كده الماتش فات كان كوره وكورتين ياسر ورامي ربيعه سيرد باكين وبدر بنون هو اللي في العمق معاهم ده ممكن واللي برضو الفكره الثانيه ممكن بس انا بقول لو كان هيعمل كده كان ممكن يلعب اكرم توفيق يعني يبقى بديانج وعمرو زويل واكرم توفيق مش رامي ربيعه اعتقد يعني ممكن دي وجهه نظري يعني بص يا كابتن انا معاك في دي ممكن هو احنا عندنا تخوف كبير جدا من الكرات الثابته فممكن يبقى ثلاثه عن يعني ثلاثه سيرد باكات او ثلاثه سنتر باكس ممكن يلعبوا في الحته دي عشان الكرات الثابته الماتش اللي فات تقريبا اربع خمس كرات ثلاثه منهم خطر واثنين منهم كابتن خدوهم تمام وبشكل كويس برضه تمام بالظبط هي الخطوره بتاعته في الحته دي فممكن عشان الاطوال وبتلعب بثلاثه عندهم امكانيات ان هم يلعبوا كويس قوي في ال 18 في الكرات الثابته فممكن دي يكون الفكره بتاعت مستر موسيماني حاسس انه ممكن في اي يعني واحده ثابته يسجل اهداف بمناسبه الكرات الثابته يا كابتن بلال اولا هم خاطرين فيها جدا طبعا. جدا اهي ادي مثلا كره من الكرات الثابته بتاعت الماتش اللي فات دي في العارضه دي كانت في العارضه وبعديها جنب العارضه وبعديها الشناوي طلعها خد بالكم من ناحيتين مش من ناحيه واحده اهي الثانيه بس هو بقى الغريب انه هو النهارده مقعد موبوتو ده اللي هو 19 اللي لاعب هو بلاعب جالي وزواني يعني زواني مكان مبوي زواني راس حربه زواني ده خطير جدا خطير راس حربه الاساسي بتاعهم ده الاساسي صحيح ولا في جالي اللي نزل ده 15 لعيب كويس جدا بص يا كابتن اسامه برده دي كانت كوره ثابته من ضمن الكور الخطره جدا اللي هم الكوره اللي الشناوي طلعها ايوه اللي هو اصلا بيفضي على الاولانيه وواحد يجي يقاطع بيشتغل عليها وعنده الاثنين السنتر باكس بتوعه متميزين جدا في الحته دي لو حتى هيفضي وبكده انت دايما بتيجي تعمل في الكوره الثابته الدفاعيه بتاعتك انت بتلزم واحد دايما في القريبه مظبوط ولازم في القريبه ده مش
واقف يعني الوقفه مش واقف بس مش واقف سرحان واقف عشان ما ينفعش حد يجي يخطف دي صح يعني صح. الطبيعي اللي على صح. على السكس يارد ده المفروض صح. هو الكوره دي بتاعته هو صح. لان مش مسؤوليه ولا المساك ولا بدر ولا رامي ولا حد ولا ياسر ولا حد ولا الشناوي خالص ان دي صعب يطلع عليها الشناوي تبقى الارتفاع بتاعه قليل قوي هي يعني لو اعلى من كده ممكن كان كابتشير بيتكلم في الاول. طب بقول لك ايه يا كابتن علاء، في الكره الثابته دي ما فضلش ان واحد يكون عند العارضه البعيده جنب الشناوي؟ كانت بتعمل زمان يا ايمن، الوقت بقت ما بقتش كتير حد بيعمل الجول اعتقد بتاعت الجول هو دايما يعني دايما بيعتمد على ان حد يحمل الزاويه القريبه دي وباقي الجول بتبقى حريه حركه لحارس المرمى لان هو اللي شايف الكوره مسارها فين. لكن هو اللي بس اللي يعني بتمنى اللي يبقى في مكان المسك القريبه دي هو اللي عنده اللي شايف هو اللي يروح اسرع ما يستناش لازم طويل يا كابتن ما ينفعش اسرع محمد هاني. لا مش محمد لا طبعا هي مش محمد هي لازم حد يا بلال الاطوال ما بقاش طويل قوي اساسا انت فاهمني لكن اللي عنده الخطوه تبقى سريعه شويه يعني لو النهارده لو انا بفكر احط فيها النهارده رامي ربيع طوله مناسب جدا بيلعب بالحته الهيد كويس قوي زي ما كان اسامه بيتكلم ممكن يقطع فيها كويس قوي وعندك ياسر وعندك بدر بينهم ممكن ياخدوا الاطوال الثانيه. ما حطش بدر يا كابتن؟ لا بدر خليه يمسك بدر يمسك الحته الاخطر يا ايمن اللي هي في القلب دي ماشي. لكن هنا عايز واحد عنده بس شايف الكره كويس عنده الخطوتين وسرعة قوي ما تعديش منه لان كل خطوره ان الكره دي تعدي بتبقى خطر جدا حتى لو ما اتلمستش هي انت مش عارف مسار رايح فين صح. فهي دي بس خطورتهم كلها. كان بلال بيتكلم الوقت على 80% من خطوره سان داونز ايمن كور ثابته وكور عرضيه مزبوط. فسهل جدا تقدر تتحكم فيها ان شاء الله مع كل الفرق اللي لعبوها مش احنا بس هم كانوا كده مع كل الفرق بيشتغل عليها كويس ودي وخد بالك دي ميزه مش يعني ميزه كبيره لا طبعا يعني تمام طيب. وخد بالك انا عايز اقول لك على حاجه وده عيب كبير بالنسبه لفرقه النادي الاهلي يعني احنا عندنا مشكله مش بس مع سان داونز الماتش اللي فات احنا عندنا مشكله مع كل الماتشات اللي لعبناها الفتره اللي فاتت ان الكره الثابته كلها خطر على فرقه النادي الاهلي يعني كنا لسه بنتكلم في الدوري العام الهدف اللي اتسجل فينا كان جونة. تقريبا في جون كورتين ثابتين ورا بعض كان من كره ثابته يعني كان من كره ثابته اديت جون التعادل مع في مباراه يعني لا يستحق فيها الجونه يعني مش عايز اقول ربع نقطه يعني خلي بالك حتى على مستوى المنتخبات عندنا المشكله دي عندنا مشكله كبيره جدا في حته في الكره الثابته انك بتمسك وتتكلم فايروس والله مشكله كبيره جدا في الكره عندنا يعني تمام يعني احنا النهارده لو جينا نحسب الفرص الخطر بتاعه سان داونز بغض النظر عن الاستحواذ هنلاقي هم الثلاث كور اللي اتلعب الكره الثابته ثلاث كور اثنين واحده في العارضه واحده جنب العارضه والثانيه طلع شريف كان بيتكلم ان دي هم بيلعبوا عليها طبعا هو باني مش غلط والله ده يديني برافو عليك ده يديني حق كمان مش غلط على يعني بطاء في التحضير مش يعني عايزين يستغلوا الاطوال بتاعهم يا بلال زي ما اتفقنا هو حتى الكابتن اسامه قال لك حاجه في هجماتهم حتى لما هم بيبقوا قدامهم 18 عايزين يخشوا بالكره الجول او يعملوا جول او فاهم هم يعني عندهم مشكله وعندهم ميزه هم عندهم ميزه ان هم ما بيزهقوش ودي برده سمه من سمات الفرق الكبيره يعني ما بيحبوش يلعبوا عشوائي ولا او يعني لازم الكره تبدا واحده وتروح صح. للشمال وتروح لليمين وتروح وتبتدي حاجات في العمق بترتيب باستحواذ يعني لعبة لكن احيانا بتبقى عيب فيهم في ايه زي الشوط الثاني الماتش الاولاني مبالغه كبيره جدا في عدم المخاطره يعني انت احيانا ساعات بتبقى عايز تضغط وتبقى في لعب فيه كرات مثلا طويله شويه كرات فيها شراسه كرات فيها التحامات لا هم بيبقوا عايزين يبتدوا الهجمه من اول الجول لغايه بالزبط. اخر واحد طوال ال 90 دقيقه ما بيغيروش طب هو هيلعب 4-3-3 هيبتدي الماتش 4-3-3 بنفس الاسلوب دوت اللي على الورق هو زي ما هو بالظبط هو غير اثنين هو غير مبوط اللي هو 19 ومبوي اللي هو 25 ونزل مكانه مزواني راس حربة مكان بمكان مكان وجالي ده من احسن لعيبه عندهم هو قصير وهو صانع اللعب بتاعهم هو ما لعبش الماتش اللي فات بيلبس 15 ده في نص الملعب يبقى 4-3-3 يبقى سيرينو هيضغط من بدايه المباراه اكيد هو ستايل لعبه كابتن هو لعبه كده ما بيغيرش طبعا هي الفكره كلها ان انت ما تديلوش الفرصه انه يشتغل زي ما هو عايز برافو عليك خد بالك الافارقة عندهم ميزه يا كابتن لما بتديهم ثقه بيعلوا قوي في الماتش يعني هما كل ما تدي له ثقه وتسيب له مساحه ومره يرقص ومره يعدي وبعدين بيلعب على ملعبه هتلاقيه طب هتلاقيه بياخد ثقه كبيره جدا فالفكره كلها وانت بتلعب الفرق ده يا كابتن ان زي ما كابتن قال كابتن عارف في البدايه لازم في الاول ابتدي ضغط يعني انت عندك اول ده بعض من جماهير سان داونز يا كابتن بلال اسف المقاطعه كانوا في الفندق وبيشجعوا النادي الاهلي
الاهلي عنده مشجعين في كل مكان الحمد لله رب العالمين، وهم ميالين طبعا بيحبوا مستر موسيماني، كلهم لابسين تيشيرتاتنا تيشيرتات الاهلي. يعني ربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله النهارده يا رب ان شاء الله، ويعني ونعمل جيم كويس. وهرجع اقول لك يعني انا برضو بفضل الحته دي، الستارت بتاعك لازم يكون قوي. الفرقه الكبيره ما ينفعش من بدايه الماتش انك بتقول للفرقه اللي قدامك انا بص انا نازل ادافع صح. تمام نازل العب زون ديفنس مش من البدايه، يعني ممكن اول 5 10 دقائق ساعات فرق كتيره جدا في بدايه الماتش يلعب كره طويله ويبتدي يضغط عليك من قدام صح. يديها لك صح. يعني يلعب كره طويله عند الباك بتاعك فاوت ويبتدي يضغط عليك من قدام، ليه؟ عايز يوريك ان هو نازل الماتش بس. مش جاي يدافع قوي يا كابتن مش سيستم لعب ده كله الماتش انا بتكلم في البدايه بس في الستارت في البدايه انا كسبان 2-0 انت اللي مضغوط انت اللي متسرع في النهار، وبرده النهارده في حته انه هيبقى متسرع لازم نستغلها كويس قوي النهارده هيبقى متسرع قوي في الكره في طريقه اللعب بتاعته عايز يجيب جول بسرعه كابتن اسامه فده برده هتخليه يعني في البدايه لو انت ما ضغطتش عليه واديته فرصه انه يشتغل براحته هتبقى برده مشكله عندك كبيره شويه. هم عندهم برده عيب كبير الجزئيه اللي بلال قالها انه تضغط وكده ده 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 موجود المفروض يعني يبقى موجود في اوقات في الماتش، لكن انت لما بتلعب لتحت شويه عندهم الخطوره كمان خلي بالك الجون بتاعهم بطيء في طلوعه خارج ال 18 وتقيل في الحركه ورد فعل وحشه لما 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 الديفنس بتاعه هيطلع وكور تتلعب كتيره طويله من وراهم بيغلط كتير تقديراته وحشه بطيء في طلوعه ورا الاثنين السيرد باكين فدي برضو احيانا لما بتعمل مساحه في ظهر الديفنس بتاعهم هتعمل لهم مشكله فيعني هو يبقى في توازن بين الاسلوبين يعني ان شاء الله باذن الله. هنشوف اهداف مبكره ولا مش هنشوف اهداف النهارده ولا هنشوف الاهداف الشوط الثاني؟ انت قلت كل حاجه. ايوه انا بسالك هنشوف ايه؟ لا ان شاء الله في اهداف الشوط الاول للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز النهارده والوصول ان شاء الله لدور الاربعه علشان ان شاء الله يحقق لنا الحاجات اللي جمهورها عايزينها الاميره العشره. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا. تعادل إيجابي في الشوط الأول بين سان داونز والأهلي 1-1. نجح ياسر إبراهيم إنه يجيب من ضربة ركنية رأسية ولا أروع، وتعادل سان داونز في الدقيقة 29 برضه من كرة ثابتة كانت ركلة ركنية أو ضربة ركنية. النادي الأهلي بيلعب بتنظيم دفاعي جيد جدا ولحد دلوقتي ناجح إنه يقفل على مفاتيح لعب او مفاتيح الخطوره عند سان داونز اللي عنده مش عايز اقول برود اعصاب لا يعني هم بيحضروا كتير جدا وما بياخدوش المخاطره وده لحد دلوقتي في صالحنا الحمد لله رب العالمين ان هو مثلا يسدد يحاول يعمل مخاطره واحد ضد واحد او ياخد اللي هي زي ما بنقول كده ان انت يبقى عندك تصرف فردي تقدر انت تخلص بيه الماتش. الحمد لله هما ما بياخدوش الحته دي، هما بينقلوا كتير جدا، عندهم بطء كبير جدا في ايقاع اللعب، في بدء الهجمه من تحت لقدام، فده مدي فرصه ان النادي الاهلي قافل كويس قدام مرمى. هنروح لفاصل وبعدين نتكلم عن احداث الشوط الاول مع ضيوفنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كابتن شريف يمكن النادي الاهلي قدر يحقق نتيجه جيده خلال الشوط الاول. احنا الحمد لله احنا اللي جبنا اول هدف من ضربه ثابته، احنا كنا بنتكلم على الضربات الثابته بتاعتهم هم واضح ان هم فرقه انت اللي مديها المساحه ان هم يقدروا يضغطوا عليك لانك بترجع لغايه نص ملعبك. يعني الشكل الدفاع البحت انت حاطه ورا والمساحات اللي انت عايز تخطف فيها اللي كنت تعمل كور طويله قدام او بتعتمد على انك تمسك الكوره بعد الهدف انت كان يعني مش شايف فرقه الاهلي ممكن تمسك الكوره وتضغط على اللعيبه دي بتفقدهم التفكير انما انت مسهل عليهم الشكل ان هم يوصلوا عندك ناحيه الشمال او يروحوا لك ناحيه اليمين وبيلعبوا على ايه؟ على الضربات الثابته بمساعده طبعا لاين مان الناحيه الثانيه اللي هو اي كوره مستني الحكم يدي قرار يعني هو ما عندوش قرار خالص الكوره بتبقى عنده يعني كبيره قوي يدي اوت فانت المفروض تمسك ايمن الكوره وتلعب عندك ثقه في نفسك وانت كسبان 3-0 كنت قبل ما يجي فيك الهدف يعني كان لازم يبقى لك وجود احسن من كده وتحركات احسن من كده لعيبه بتجري اللعيبه الحاله البدنيه شغاله كويس قوي بس ما ينفعش كمان انا الكره تتباص عندي في العمق وانت بتلعب بثمانيه ورا يعني ما ينفعش يتعمل عليا باص 1 2 وكره توصل لغايه بنون او توصل لغايه ياسر ويبقى معاهم واحد فاضي على 5-6 فلازم يبقى في تركيز اكتر من كده وثقه اكتر من كده خلاص
وصلت المرحله الحمد لله جبت جول وبقت النتيجه كبيره عليهم، هم اللي عندهم الضغط، هم اللي عندهم ازاي هيعملوا ايه في الموقف اللي هم فيه. فالحمد لله ان ربنا عدى اول 45 دقيقه بوجودك على في الملعب بهدف لهدف، لسه هم عشان يتخطوك عايزين كمان 3 جوان. يعني انت لازم بالك وجود اكتر من كده، بانك تبقى عندك اعصاب هاديه وتمسك الكوره واللعيبه اللي قدام يبقى عندك شكل هجومي بس عمق هجومي. محمد شريف يبقى اكتر قدام عن كده على اساس ان لو اتزنقت او اي حاجه يبقى في محطه عندك انت بتبعت الكوره فيها. كابتن علاء، النتيجه تعتبر جيده في الشوط الاول، واداء النادي الاهلي يمكن يغلب عليه الطبع الدفاعي، بس قدرنا نجيب هدف من كره ثابته. هل هيستمر نفس الاداء او نفس الاسلوب الشوط الثاني من مستر موسيماني، ولا ممكن نلاقي تغيير؟ لا ما اعتقدش هيبقى تغيير، هو ده شكلك خلاص كده بتقابل من اول دايره السنتر. لكن هو لازم انت عامل زحمه في نص الملعب، لازم مساحات تتقفل اكتر من كده برضه. يعني انت عامل زحمه بس بتعمل غلطه صعبه قوي في الكوره، انك زحمه بس انت ما بتقابلش، ما بتقفلش المساحات، بترجع لورا. يعني دايما بنتكلم كده في الاستوديو، يا جماعه الخطوتين اللي بتاخدهم ورا طب ما تاخدهم قدام، بالزحمه دي مش هتلاقي مساحات بيلعبوا فيها دي. يعني احنا قلنا الطريقه خلاص واضحه ان هو يلعب 3 في نص الملعب وبيحاول يعمل زحمه وكل حاجه، لكن لازم المساحات تقفل. الحاجه الثانيه لازم الكوره، كنا بنتكلم انا وكابتن شريف الوقت قبل ما نطلع هوا، لما تستلم الكوره لازم الكوره تبقى في رجلك اكتر من كده. ايمن انت ليه بتخلص من الكوره بسرعه؟ ما انت بتخلص الكوره بسرعه بتدي مهمه الكوره بيعمل عليك هجمه، انت بتديله الثقه على فكره وما خدهاش من نفسه. هو فريق بيلعب كوره لكن ملوش نتيجه، يعني هو في كل الاحوال طريقه لعبه ما بتغيرش قبل الهدف زي بعد الهدف، لكن بيلعب كوره، بيلعب كوره ماشي، كوره حلوه كل حاجه، لكن هو مش فارق. الايقاع واحد، الايقاع واحد، هو مش فارق معاه النتيجه. غريبه جدا، بس انا بتكلم في النقطه، هو مش فارق معاه كام، هو بيلعب الكوره اللي هو متعود عليها ما عندوش مشكله فيها، لكن الكوره متعود عليها دي عشان تخلص الموضوع ده انت لازم المساحات تقفل كويس قوي. الحاجه الثانيه لازم الكوره تبقى في رجلك اكتر من كده، لكن طبعا النتيجه 1-1 وكنت متقدم 1-0 طبعا النتيجه ممتازه اكيد. صحيح كابتن اسامه، يمكن انت قلت ان هم يعني في حته التحضير بطء جدا وبياخدوا وقتهم قوي، ده مساعد النادي الاهلي الشوط الاولاني. سان داونز هيستمر على نفس الاسلوب دوت، ولا هل ممكن بقى يرجع للكرات العاليه الشوط الثاني؟ لا انا قلت لك يمكن من بدايه اللقاء لما جينا نتكلم في الاول قلت لك ده اسلوبهم، على قد ما هي حاجه فيها ميزه انك عندهم ثقه في التحضير ونقل الكوره، لكنها برضو سلبيه في جزء كبير انه ما عندوش مخاطره. يعني في مواقف كتيره على ال 18 ممكن يحصل تسديد، ممكن يحصل تغيير في سرعه الاداء، لكن هم رتمهم على طول في كل ماتشاتهم انه ينقل حتى داخل ال 18 يقعد ينقل لغايه لما يجيب الكره بقى من داخل السته يارده، من جنب، من الجناب، من بره ال 18، بس انا اقصد نقل كتير زياده عن اللزوم. طبعا النتيجة ممتازة. انت عمرك ما كنت تتمنى اكتر من السيناريو ده، انك تنزل في بداية اللقاء وتجيب جول. اتصعبت عليهم بقيت 45 دقيقة بس، سواء انت استمريت بالشكل ده او خدت الشكل التاني وضغطت من قدام، لان دلوقتي بقت النتيجة اصعب عليهم. مزبوط. 45 دقيقة ولازم يجيبوا 3 جوان. لو ضغطت من قدام ممكن تغلطهم وبقتش في عندك خوف قوي، لان هم مطالبين يجيبوا 3 اهداف، فربنا يسهل لك النتيجة اكتر من رائعة لغاية دلوقتي. كابتن بلال، قعدنا نتكلم على كرات الثابتة، الجولين جول من كرات ثابتة، الاتنين تقريبا من كورنر، وشفنا التعامل مع من ياسر في الجول الاولاني هايل ولكنه احسن راس حربه، والجول الثاني برده كان من كره ثابته، وللاسف برده كان في خطا من في الطلعه من ياسر، ورامي حتى ما طلعش كان معتمد على ياسر فيها. الشوط الثاني مستر موسيماني يعمل ايه؟ شوف طريقه اللعب بتاعه النادي الاهلي يعني كتمركز جيده، ولكن العناصر ممكن تبقى تتغير شويه. يعني انا بشوف ان طالما انت هتلعب ب 4-3-3 الطريقه اللي بيلعب بها مستر موسيماني هتقفل نص ملعبك بشكل كويس. يبقى اذا المفترض يبقى في الحته دي مش رامي ربيع، يبقى في الحته دي اكرم توفيق لو هو جاهز. لعيب عنده قدرات وعنده امكانيات. رامي ربيع اكرم توفيق تقدر تستغله في ناحيه اليمين، لان هاني دايما 2-1 على واحد. انت محتاج واحد من نص الملعب، طالما انت بتلعب بثلاثه يبقى يمين شويه ناحيه الطرف واللعيب الثاني يمين ناحيه الطرف الثاني، لان انت بتلعب فرقه كل امكانياتها في بناء الهجمات ان هي توصل لطرف الملعب وتبتدي تعمل الكروسات او تعمل الدبل باص، يبقى 2-1. التعامل مع الكرات الثابته خصوصا لو نزلنا الراجل اللي بره اللي هو بيلعب بدماغه كويس قوي،
بص طبعا التمركز الجيد المان تو مان ده مهم جدا جدا جدا. النادي الاهلي الشوط الاول يعني جه فينا جول وكان ممكن يجي فينا هدف تاني، بياخدوا كل الكرات العاليه المفرده. المفترض يعني احنا دايما في ال 18 احنا زياده، يعني الاهلي بيبقى زياده، احنا بيبقى 8 ضد 5 7 ضد 4، المفترض ان انت تمسك بشكل كويس قوي. صحيح. يبقى في الشناوي يبقى بيتكلم كتير جدا، مطلوب من الشناوي يتكلم كتير جدا، يمسك اللعيبه. يعني رام ربيعه في الكره دي مش ماسك حد، ياسر ابراهيم برده مش ماسك حد، اللعيب واقف لوحده بيطلع بسهوله جدا، بيحط الكره في زاويه مستريح جدا. أيوة. لازم الكلام الكتير جدا في ال 18 عشان كل واحد يمسك واحد. صحيح. وما يبقاش فيه خطوره لفريق صن داونز في كره السله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الثاني، ارجوكم انتظرونا. احنا ملوك اللعبه، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا رجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي. بنفس سيناريو الموسم الماضي الاهلي ينجح في تخطي عقبة صن داونز بالتعادل الايجابي 1-1 ويتأهل للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. كابتن شريف الف مبروك. يمكن انا في البداية قلت لو الاهلي ما كسبش اتمنى سيناريو السنه اللي فاتت يحصل السنه دي، والحمد لله رب العالمين حدث نفس السيناريو الموسم الماضي. الف مبروك. وقلت تاني انا وانت عند الجول اللي جبناه من الضربه الثابته، يا رب الكره دي تيجي جول دلوقتي ونخلص ويبقى المساحه كبيره قوي لينا في المباراه. في اهم ما موجود في المباراه النهارده كابتن ايمن النتيجه. صحيح. انك انت تطلع باي سيناريو بقى لعبت بيه او الفرقه الثانيه لعبت بيه، فرقه صن داونز، انك انت تبقى النتيجه في صالحك النهارده، وده اللي اتحقق للنادي الاهلي النهارده. اتحقق الشكل اللي عمله مستر موسيماني اللي هو الدفاع البحت اللي هو بتقفل كل الثغرات قدام فرقه صن داونز اللي هي لعبت بكل خطوطها الحقيقه، لدرجه ان هم في الاخر لعبوك 4-2-4 وحاولوا يعملوا اي كرات عرضيه، يستغلوا اي مساحات عندك او ثغرات، ولكن برضو وجود الشناوي شال حاجات كويسه، بيلعب بهدوءه الطبيعي اللي احنا شفناه. اللعيبة على قد ما قدرت الحقيقة في الشكل اللي هو السفر والوجود في الملعب هناك وانك بتلعب خارج ارضك، برضو في حاجات احنا بنبقى بنتمنى ان اللعيبة تبقى 100% يعني 100% كل لعيب. خطوة مهمة جدا في الوصول للسيمي فاينل. مش هتلاقي دايما لعيب عندك بنفس الجاهزية بنفس الحالة البدنية بنفس الشكل، ده بيحصل بحالة تعويضية من الجهاز الفني ان في الوقت المناسب لازم يكون في البديل. أيوة. البديل اللي بيعمل ريفريشمنت في الملعب. النهارده كان في بعض اللاعبين اللي نزلوا برضو نقلوا الكره شويه نص ملعب الخصم. انما انا عايز اقول لك حاجه على فرقه صن داونز، انها فرقه عندها طابع، يعني هو ده الطابع اللي احنا بنتفرج عليه، التحضير البطيء. انت لو اديته لو كنت هجم يعني عملت ضغط عليه من بدري ما بتوصلوش نص ملعبك ما كانش هيبقى شكله. هيبتدي يعمل الكره الطويله وانت كل ما بتضغط عليه بتفقده الكره، كل ما بالك وجود الناحيه الثانيه انت رحت كرات قليله، انما كان ليك خطوره بالغه جدا لانهم خلاص ما عندهمش اي حاجه يبكوا عليها بعد الهدف، فانت كنت ممكن تستخدم الثغرات اللي موجوده عندهم في كره طويله زي ما جت لقفشه. قفشه في كره شاطها لو عملها محمد شريف هو الجول، يعني كان عندك فرص برضو. انت لو النهارده بتركز انك تكسب اعتقد كان ممكن تكسب، يعني هم راح منهم 3-4 جوان بجوده لعيبتك انت ان هي بتشترك معاهم الشناوي. فالسيناريو النهارده المطلوب حصل الحمد لله، انك انت الحمد لله تعادلت 1-1 وكنت ممكن تكسب المباراه كمان لو انت كنت عندك شكل الضغط اللي احنا كنا بنتمناه بنتكلم عنه قبل الاستوديو. الف مبروك ولينا بقيه حديث في جميع الفرص وجميع الاشياء اللي حصلت في المباراه.
كابتن علاء الف مبروك للنادي الاهلي ونتيجه تعتبر ايه ممتازه مش جيده. الف مبروك يا ايمن، طبعا نتيجه ممتازه مش احسن من كده. التأهل حصل نتيجه 2-0 هنا وبعد تقريبا الهدف الثاني تصح محسن اللي هنا جه في القاهره يا ايمن، وكان مؤشر ان انت ان شاء الله المجموعه بورتيلو ليك انت، بغض النظر هتلعب المباراه بتاعه النهارده ازاي، او بغض النظر عن شكل سان داونز ازاي. فالنهارده الحمد لله اللي انت عايزه حته التأهل حصل الحمد لله رب العالمين. هنتكلم بقى في مجريات المباراه، لكن الف مبروك للنادي الاهلي التاهل، وان شاء الله نبارك بقى لحد ما نوصل النهائي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كابتن سما الف مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. الحمد لله نتيجه ممتازه وما فيش شك ان هدف صلاح محسن الثاني هنا فرق كتير جدا، وقلنا الكلام ده قبل بعد المباراه الاولى وقبل المباراه النهارده. فرقه سان داونز هيبقى عليها ضغوط كبيره جدا، وكمان توقيت هدف ياسر ابراهيم خلي بالك كمان قتل تقريبا الامل عنده. مظبوط. ما انا هجيب لك السيناريو. ما انا قلت لك الهدف الثاني بتاع صلاح محسن صعب الامور عليهم جدا، وبقى في قلق وخوف عندهم. حتى لما تشوف هدف ياسر ابراهيم في قلق على حارس المرمى والمدافعين قبل ما الكره تترفع، لان هم كانوا خايفين من السيناريو اللي حصل ده ان يجي فيهم هدف فيتصعب عليهم الامور عشان يجيب اربع اهداف. في النادي الاهلي صعب جدا طبعا، حتى لو النادي الاهلي مش في احسن حالاته. فهدف ياسر ابراهيم قضى تقريبا على طموحهم. صحيح هم جابوا بعديها هدف، ولكن الامور بقى كانت صعبت لانه عايز يجيب ثلاث اهداف تاني، وده مش سهل مع فرقه زي فرقه النادي الاهلي بتاريخها الكبير وامكانيات لاعبتها وخبراتهم الكبيره. فالحمد لله على النتيجه، وفي بذل جهد طبعا رغم التعب عند لعيبه كتير، لكن في ناس كتير ادت بشكل كويس في المباراه. صحيح. واهم حاجه ان احنا طلعنا بالنتيجه من فريق مميز وفريق كان مرشح معانا للنهائي. صحيح. كابتن بلال الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن. النتيجه ممتازه جدا انك تبقى كسبان في القاهره وتروح هناك مثلا ترسم سيناريو انك ممكن تتغلب 1-0 او 2-1 او سيناريو بالنسبه لك جيد، لكن انك تطلع بتعادل هناك ده برده مسج للفرقه الثانيه ان النادي الاهلي فريق كبير، فريق محترم، فريق بطولات. هي دي فرقه البطولات يعني. أيوة. انك ما بتتغلبش. انت صعدت، كان ممكن تتغلب عادي 1-0 هنا والمباراه تنتهي ونسقف والحمد لله. برده انت صالحك. عبرت في صالحك، لكن كون ان انت هناك تبادر بتسجيل الهدف الاول، المباراه تطلع تعادل، ده قيمه الفرق الكبيره برده، ده قيمه وامكانيات وقدرات الفرق الكبيره. أيوة. انت ما سيطرتش على المباراه، ما احكمتش سيطرتك على المباراه كلها، ولكن لعبت بالطريقه اللي تكسبك المباراه. هو ده الشغل اللي بيفرق مدير فني عن مدير فني تاني. انك بتلعب، انا عايز العب بالطريقه اللي تخرجني كسبان بيها الماتش، وعشان كده كسبت الماتش الحمد لله رب العالمين. والاهلي صعد في مباراه النوك اوت. بشكل عام الناس ما بتفتكرش مين ادى كويس، الناس بتفتكر مين كسب، مين صعد للسيمي فاينل. الاهلي كان صعد تاني المجموعه، والناس كلها كانت بتتكلم على اداء الاهلي وهيلاعب سان داونز الفرقه المرشحه للبطوله والفرقه الاقوى في المجموعه. وانا يمكن بعتذر لكابتن شريف، انا قلت له سان داونز اجمد من الزمالك، لا الاثنين زي بعض بالنسبه لي دلوقتي في التوقيت الحالي. ف دي شخصيه النادي الاهلي تمام. حتى في اسوء الحالات ممكن تكسب، وفي اسوء الحالات ممكن تتغلب. انا مش عايز اقول ان احنا النهارده كنا في اسوء الحالات، لكن انا بقول الفرق الكبيره دايما عندها هدف بتسعى ليه. الهدف النهارده انك تصعد للسيمي فاينل. في حسابات تانية مختلفه ومباريات تانية هتيجي، والاهلي هيلعب ماتشات تانية، وفي لعيبه هتدخل ولعيبه هتخرج، في سيناريوهات مختلفه. عشان كده بنقول ايه، ان الفكره اللي موجوده عند مستر موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي انك تصعد لدور السيمي فاينل، وده اللي عمله النادي الاهلي النهارده. يمكن كان في زي ما قال كابتن شريف من شويه، في 3 4 فرص كان ممكن يعني بشويه تركيز او بشويه اراده او بفكر انك تكسب كان ممكن تسجل منهم اهداف. علينا برده كرات كان ممكن تيجي فينا اهداف، براعه الشناوي في بعض من الحظ، لكن ليك برده فرص كانت ممكن تيجي اهداف. طريقه لعبك النهارده كانت جيده، كان في مساحات زي ما اتكلمنا قبل الماتش في خلف دفاعات فريق سان داونز كان ممكن تستغلها استغلال جيد برده لو انت عايز تكسب النهارده المباراه. انا بشوف ان الماتش النهارده كان في ايد النادي الاهلي، هو اللي كان ممكن يسيره زي ما هو عايز. عايز يدافع يدافع لانه عنده الامكانيه،
عايز يهاجم ويسجل اهداف كان ممكن النهارده توصل وتسجل اهداف، ولكن انت في النهايه حققت المطلوب منك، قدرت ان انت تتعادل، ما اتغلبتش حتى 2-1 او 1-0، شكلك جيد، مسج للفرق الكبيره ان الاهلي قادم بشكل، انت محقق نتيجه ايجابيه. اه طبعا طبعا, طبعًا. يعني 2-0 و1-1 وانت اللي مسجل الهدف الاول، ده معناه ان انت يعني انت فريق كبير. صحيح. المفترض ان انت بتسعى يعني ان شاء الله باذن الله البطوله ال10 مشيت الاتحاد. عايزين ننوه بس ان في نفس التوقيت سيمبا فاز على كايزر تشيفز 3-0، وهو كان خسران المباراه الاولانيه 4-0، فيبقى كده سيمبا اوت بره البطوله. كابتن شريف، نقدر نقول النهارده ان مستر موسيماني نجح في اللي هو عايزه. هو كان عارف ان سان داونز هيظهر بالصوره دي وعندهم تحضير بطيء، فهو قال لك ان انا ما اضغطش من قدام، ممكن يلجأوا للكرات العاليه، اقف اعمل تنظيم دفاعي جيد من ورا، ونجح فيما اراد. هو احنا قلنا اول ما شفنا التشكيل كده مع بعض، قال هيلعب بطريقه 3-5-2 ولا 4-1-4-1، خدت بالك؟ فاحنا اتفقنا قلنا ايه، يعني خلي المسمار اللي محطوط في قدام المدافعين اللي هو ربيعه هيترجم لنا الشكل ده بالتدوير يعني. وكنا بنتكلم على قفشه انه ناحيه اليمين بتضعف وجوده شويه في المباراه. لما حصلت التغييرات ونزل حسين شحات شويه ناحيه اليمين، ساعد شويه محمد هاني، ولما نزل طاهر محمد طاهر يمكن بعض السرعات شويه او من اللعيبه اللي بتمسك كوره، ولما نزل اجاي نفس الشكل عنده الاحتفاظ. أي. ومش صعب ان انت وصعب تاخد منه الكوره. ده شكل من الاشكال اللي هو بيتوسم فيها مدير فني في اللعيبه بتاعته اللي بيختارها في كتشكيله، مش طريقه اللعب بقى يعني. أي. اسلوب اللعب ان هو عايز يلعب 4-4-2 مثلا، يقفل المساحات والاثنين اللي موجودين قدام اللي يطلع له على الطرف، واللي يخلي واحد في العمق على حسب الهجمه جايه من اي ناحيه. فهو دايما بيبقى المدير الفني بيتوسم ان هو ده اللي هيقفل مفاتيح اللعب ضد الفريق اللي بيلعبه، وهو قاري كويس قوي. انما في حالات بتبقى في الملعب بره ايدك انت كمدير فني. أي. اللي هو الضغط على الخصم، التزام اللاعب بالريمارك بتاعه، مش سهل قوي ان انا ضد كوت النهارده ان انا اجيب فرقه لغايه نص ملعبي يعني. أي. كان لازم زي ما انا قلت لك ما يبقاش في نص الملعب الديفندر بتوعي. أي. لا انا من قبل كده من عند قدام الدايره شويه كده بشويه عشان ما يوصليش لغايه نص ملعبي سهل. انت كنت مسهل عليه الماموريه انك انت لما بيوصل نص ملعبك يقدر اي واحد يسقط يستلم. أي. ويقدر يعمل باس ويقدر يعمل عليك كور عرضيه من عند نص الملعب على فكره. بس هو ما عملوش كده كويس يعني، في تنظيم دفاعي جاي، هو مامن اللعيبه، عامل كومباكت اللي انا قلت لك عليه ان هو لازم يضغط اللعيبه ما يدهمش مساحات يقدروا يلعبوا عليه. انما برده في كل مره لازم يكون عندك ضغط اقوى. لازم اللعيبه تبقى عندها اجريسيف اكتر زي ما انا قلت لك، لان دي لعيبه برده عندهم فكره عن الكره، ولاعيبه كويسه قوي يعني، بيعرفوا يشوطوا، بيعرفوا يعملوا عرضيات، عندهم من الاطوال. حتى راجل الاحتياط اللي نزلوه اللي انت شفته ده اللي كان جه هيجيب جون في اول لمسه ليه من كره عرضيه طويله. فانت لازم تلعب على حساباتك ان انت اللي انت يبقى لك وجود، زي ما قال بلال. نادي الاهلي فرقه كبيره، ولما بتعوز فانا العب بمفهوم ان ال 2-0 دول 0-0. كنت هتلاقي سيناريو غريب جدا، كنت هتلاقي نفسك انت اللي بتنطلق وانت اللي بتركز وانت اللي عايز تروح الناحيه الثانيه. انما انا مش شايف الفرقه راحت. كل مره كل ما بتضغط انت اللي بيجيلك السيطره، كل ما بتضغط انت اللي بترجع بتخليهم يرجعوا الكره للجون 6-7 مرات. ايوه الشواهد دي. انما في سيناريو المباراه عموما وانت كسبان 2-0 هناك، بيبقى عندك حاله يا ايمن المحافظه على النتيجه اللي انت رايح. المحافظ ب 2-0 ما يجيش في الجول، ربنا رزقك بكره ثابته ولعبتها كويس قوي، وواحد من على القريبه ولعبها للراجل جاي من الخلف، عنده الحماس ان هو يجيب جول. ما ممكن انت تبقى رايح بس تاديه واجب وخلاص في الكورنرز، لا انا واضح ان دول رايحين النهارده في الكورنر ده لما جه اتمرنوا عليه. أي. يعني واحد يروح من بعيد وواحد يجي على قريبه يعني، في شكل ان انا اجيب جول هدف. أي. وجه الهدف بقى ان انت كسبان 3-0. 3-0 كنت تضغط على الفرقه دي، تريح بقيه اللعيبه اللي هي الديفندر بتاعتك اللي شغاله على طول 90 دقيقه دول. انت وانت كسبان 3-0 كنت احسن تقدر تلعب كره، تمسك بقى الكره. يحصل تحركات، يحصل الكره الطويله اللي احنا كنا بننادي عليها، لازم يبقى في عمق هجومي. ده ان شاء الله في الماتشات الجايه باذن الله يكون ليه وجود يعني. وادينا بنتفرج، والنهارده انت عديت من فرقه مش سهله يعني. طبعا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن علاء، يمكن نتيجه المباراه او سير المباراه خلى مستر موسيماني يلعب بنفس الاسلوب من بدايه المباراه لاخر المباراه، ونجح في اللي هو عايزه في الاخر. هو مش ما بيغيرش اسلوب مستر موسيماني، هو خلاص راسم الطريقه دي
والافراد اللي هتبدا ومش هيغيرها. 2-0 نتيجه هي هو بيفكر هو مستريح مش مضغوط. صح. لو 1-0 اقول لك ممكن كان غير في الطريقه نفسها، لكن 2-0 ايمن مديها ارتياح مثل موسيماني ان هو يفكر هنا بالطريقه دي ويكمل بيها لنهايه المباراه مع التغييرات اللي حصلت. كل الضغط على الفريق المنافس 2-0 وكل ما الوقت بيعدي هو بيفكر يعمل ايه، خصوصا بعد 1-0 كمان، يعني متاخر 2-0 والاهلي جول بقى 3، هو الوقت خلاص مع بص احتمالات ان هو يكسب مباراه بقت عايزه معجزه. هو بيعمل كل التغييرات كلها تغييرات هجوميه حاجه غريبه جدا. ما فيش 4-2-4 اما رجع قديم قوي يعني. هو ده ايما اللي مضطر يغير، لكن مستر موسيماني في كل الاحوال هو في هدوء هادي جدا جدا جدا. 1-0 طبعا نتيجه ممتازه، 1-1 ما حصلش اي حاجه. مزبوط. كل الامور في المباراه هو بيفكر بهدوء. مزبوط. حتى بقى التغييرات مكان بمكان، لكن الطريقه واحده، يعني حافظ على 3 نص الملعب وحافظ على 3 فراوده مع النزول، وبيخلي دايما راس حربه لوحده. حتى اجي لما نزل كان دايما لوحده، ونزل طاهر عمل حيويه شويه، حسين الشحات زي ما كابتن شريف كان بيتكلم برده نزل شويه عند محمد هاني، وكنت اتمنى ان تغييرات حسين او طاهر تبقى بدري شويه، لانك انت كان كل المشاكل عندك كانت من ناحيه محمد هاني. لو كانت التغييره دي بدري شويه اعتقد الامور بقت اسهل شويه. هي يعني حاجات مش خطر قوي، لان هو طريقه لعبهم ايمن ما تحسش ان هم خطر، هم الكره معاهم استحواذ تمام، لكن بعد استحواذ ده ايه الخطوره بتحصل؟ صح. حاجات اللي كان كلامها كابتن شريف مش مقلقه. مزبوط. فين وفين لما بيقلقك؟ حتى الكور اللي بتقلق شويه يمكن اكتر فرصه طلعها الشناوي، اللي هو الانفراد اللي حصل ده، وطلعها الشناوي هايل. لكن غير كده الفرقه دي لو لعبت يومين تاني مش يعني عارف الخطوره ما عندهمش احساس بالوقت يعني. خالص. هم بص يا كابتن شريف، هم بيلعبوا كره حلوه استمتاع جماليه. لكن ما بيفكرش في النتيجه، عكسك انت. صح. انت راجل دايما بتبص على النتيجه، عايز تكسب المباراه، عايز توصل للادوار، دايما عينيك على بطوله. عشان كده انت بتبقى لو خسران بتبقى متعصب قوي، عايز تكسب، بتبقى كسبان 2-0 بتلعب مباراه هناك، ما يهمكش الشكل العام كله ايه، انا عايز اتاهل دايما. صح. في الاخر بعد كل الكلام والشرح والطرق وكده، انت في الاخر بتبص هي النتيجه كام. صح. مين يتاهل؟ هو النادي الاهلي يتاهل وما خسرش على فكره كمان. مزبوط. 1-1 عشان كده احنا باركنا بدايه الاستوديو 1-1 والاداء زي ما هو مستر مسلمان عايزه. مزبوط. هو مش عايز، انا مش هفرح بحلاوه الاداء. طب سان داونز النهارده الله على الاداء وجماله اللي حصل. أيوة. ولا حاجه، لكن انا بلعب على نتيجه، بلعب على في هدف قدامي. صح. الهدف ان عايز اتعدى الدور ده 2-0 زي ما بقول لك. نتيجه كلنا اجمعنا في الاستوديو ان هي نتيجه مريحه على فكره. صح. مريحه جدا، وبتلعب منافس قوي. منافس قوي طبعا، سان داونز منافس محترم جدا، وعرفت تلعب معاه ازاي. يمكن كابتن شريف كان بيقول ان هو ساب له نص الملعب، هو كان يعني على شكل طريقه اللعب دي، على شكل انت هتبدا ازاي يعني. احنا كاننا قلنا 3 في نص الملعب، انت مش هتقابل من قدام، هتسيب له نص الملعب. لكن هو خلاص مستر موسيماني حتى الحاجات اللي زي ما بقول كده الرتوش الاخيره على سان داونز، هو عارف ان خلاص الفريق ده مش اللي هو هيضغطك في نص ملعبك حتى لو سبت الاستحواذ، ويبقى عندك دايما مشكله. لكن هي الخطوره كانت بتيجي فين وفين، لكن طبعا اداء محترم جدا لكل اللعيبه ومجهود طبعا يشكروا عليه كلهم. مباراه مش سهله طبعا. مهما كان بتفكر برضه 2-0، طب ما ممكن يبقى 2-0 وتبدا تفكر تفكيرات ثانيه. بص يا كابتن، معانا لعبه كنا طالبينها الشوط الاولاني دي من ضمن الهجمات اللي عملها النادي الاهلي. يعني احنا قلنا الهجمات كانت قليله، ولكن احنا كان ممكن نجيب جون واثنين وثلاثة، بس احنا وصلنا للجول، ودي كوره من ضمن الكور اللي كان ممكن نستغلها بالظبط 2-2 يعني. بس هي التمرير نفسه، هم زي ما اتكلمنا ايه، بص الكلام ده كله زي ما قلنا في الاستوديو، هتلاقي من العمق من القلب الاثنين مساكين برضو، هتلاقي المساحه بتاعت محمد شريف، لكن وشريف راح، بس قفشة خد القرار انه يشوط. هي كانت عايزه لازم استنى شويه، توقيت مناسب. مظبوط. توقيت مناسب، استنى شويه يعني. بعد ما خد ان هو الناس كلها خدت قرار ان خلاص محمد هيشوط، محمد مجدي هيشوط، كانت لازم دي اتعملت التمريره كده. بص المسافه. صح. كانت مناسبه قوي لتمريره لمحمد. مزبوط. شريف كان. مزبوط. انفراد يعني، ده انفراد مواجه كمان، هيبقى عنده كل الحلول. وشريف اتحرك كويس قوي، هايل طبعا. وبص بص بص الرخامه ايمن. يعني اثنين مساكين واقفين لوحدهم، لكن سهل جدا تعدي. عشان كده بقول لك دايما هو فرقه سان داونز عندها مشاكل كتيره جدا، لكن يعني فرصه زي دي لو مجدي اتعامل معاها صح هدف. صح. كنت ممكن تكسب المباراه. صح. هي بص ان ممكن ما تروحش للجول كتير. مزبوط. لكن الـ الـ المره اللي تروح فيها تبقى مؤثره يعني. أي. دي يعني لو دي هدف وهدف اللي انت جبته. أي. كمان خلاص انت مش عارف. ماتش ازاي عملنا كده؟ عدلت قفشه فين هنا؟
احنا كنا بنتكلم على ان هو ناحيه اليمين مش هيفيد اكتر ما يبقى عنده حاله تحرك جوه الملعب. محمد مجدي لازم في نص في قلب الملعب شايف اتحرك دي كره قبل رد قبل رد دي. محمد مجدي مش بتاع اطراف خالص لكن هو صحيح. دايما في قلب الملعب يفيدك جدا لكن دي كمان بقول لك كانت ممكن تبقى هدف هدف تاني ليه كمان. كانت اسامه دي من ضمن الحالات اللي احنا اتكلمنا فيها وكان عندك تعقيب عليها في البدايه يعني احنا اختلفنا في دي شويه. انت قلت لي برده قرار مجدي في التسديد كويس ماشي بس المساحه اللي بين الاثنين اللي في العمق دولت 13 متر وكمان هم واقفين كل واحد بالجنب لكن شريف رايح بيشاور لمجدي وبسرعته بوش. لو اتعملت على الارض في المساحه الخاليه دي كان شريف انفراد فهو صح. القرار السليم ان هي كانت تتلعب لشريف بشريف. لكن احيانا برضو اللاعب بياخد قرار بيبقى شايف هي نطت قدامه مثلا زي ماتش الزمالك انه يشوطها وتيجي جون لكن القرار الاسلم طبعا كانت تبقى لشريف يعني. طب الكابتن علاء قال يعني بالرغم من ان لو بصينا على نسب الاستحواذ هنشوف مثلا نسب الاستحواذ اكيد لسان داونز كانت عاليه النهارده ولكن لما تبص للمباراه ككل هتقول ان النتيجه 1-1 دي تعتبر نتيجه منطقيه لاحداث المباراه نفسها. الى حد كبير يعني احنا جالنا كام فرصه وهم جالهم كام فرصه بالزبط. كان ممكن زي كره زي بتاعتنا دي نستغلها وتكسب بيها وهم برضو جالهم كورتين او ثلاثه خطيرين جدا منهم واحده في الدقيقه 80 تقريبا راحت انفراد والراجل حطها ضربت في ظهر الشناوي وطلعت ايوه فالنتيجه كانت ممكن تروح هنا او هنا 2-1 1-1 لكن بس الجول بتاعك هناك بيبعتهم لخمس ست جوان طبعا يعني انت لو جبت جون تاني زي الجون ده طبعا تبعتهم لخمس جوان فرق أيوه. يعني هم أيوه. انت الجول بتاعك طبعا فرق لا طبعا يفرق معاك هم هناك 3-4 جوان قدام يعني طيب. عشان يجيبوك فالنتيجه كانت ممكن تروح هنا وهنا هم نسبه استحواذهم كبيره جدا ولكن يعني قلناها في كل مباراه بيلعب فيها سان داونز ما بيغيروش من اسلوب ادائهم والايقاع بتاع اللعب ابدا ايقاع يعني اللعب النهارده خدم فرقه نادي الاهلي طبعا بتاع سان داونز طبعا هم معظم الوقت هم في نص ملعبك وبيتحركوا كويس ناحيه الاجناب ناحيه هاني كانوا تعبينه اجالي اللي هو رقم 15 و37 الباك شمال ولان كمان قفشه كان زي ما قلنا ان قفشه في العمق بيبقى افضل كان بيميل ناحيه اليمين ما كانش بيرجع كتير يسانده فاتحط في مواقف كتيره هاني 2 ضد 1 و3 ضد 1 بيتجمعوا هم اللعب في مساحات صغيره في الاجناب وحتى الناحيه الثانيه ولذلك عدد الكورنرز اللي جت بتاعتهم في ناحيه من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال كبير يعني جه عدد كورنرز كتير ولكن ما استفادوش منها ما انا بقول لك لكن هم مشكلتهم الكبيره ممكن في فرق اقل منهم ولكن اكثر شراسه وبتقدر تغير من الايقاع حتى لو بكرات طويله حتى بتخبيط جوه ال 18 لكن هم طول الوقت حتى الدقيقه 93 و92 وهو عايز يجيب جون بيلعب على مهله والتحت والجنب كويس يعني لكن التمركز الدفاعي الجيد لعيبه النادي الاهلي في الكور الثابته بالذات وخصوصا الكورنرز بيتهيالي ادى ان هم ما يستفادوش من الكور دي ما فيش شك ان جالهم حوالي مثلا بتاع قريب من 8 9 كورنرز واستفادوا هي بس الواحده اللي هي او ما كانتش كورنرز كمان لا كانت كورنرز 2 اتلعبت بسرعه واتلعبت رقم 5 جابها اللي هو موسى لبوسة جابها كويس ما حدش طلع معاه اتاخر شويه ياسر لكن في مجمل الماتش كانت الناس بتتعامل كويس في الضربات الثابته اللي علينا اللي احنا قلنا ان هي خطر قوي بالنسبه لسان داونز ويعني من وجهه نظري يعتبر نجم اللقاء يعني مطمنك جوه ال 18 الكرات العرضيه الحاجات اللي بتتسدد عليه توقيتاته فبيدي ثقه جدا لخط الظهر فالحمد لله انت حافظت على شكل ادائك من اول ماتش من اول المباراه لاخرها والهدف كمان ساعدك كتير جدا انه في البدايه عمل عليهم عبء نفسي كبير جدا انه عايزين يجيبوا 4 اهداف فناس كافحت وعملت مباراه جيده الى حد ما والمهم النتيجه هي اللي كانت صحيح. اهم يعني صحيح كابتن بلال يمكن شفنا بعد جول ياسر ابراهيم من الضربه الثابته شفنا هدوء نسبي مش نسبي بقى لا هدوء شديد جدا
من لعيبه سان داونز وكانهم يعني خلاص ارتضوا بالنتيجه. بص يعني انا هم فرقه ده السمت بتاعهم في الاداء اللي هو الباس والاستحواذ وانه يخلق فرص، ولكن بعد تسجيل الهدف في احباط بقى خلاص يعني بالزبط. في حاله من الاحباط يعني ممكن يبقى انا طريقه لعبي زي ما هم بيشتغلوا كده، بيشتغلوا على اطراف الملعب عايزين يرقصوا، لكن بعد تسجيل هدف النادي الاهلي اصبحت الامور مستحيله. يعني مستحيل انك برضو بتلعب النادي الاهلي، فرقه عندها تاكتكس، فرقه عندها لعيبه مميزه، عندها امكانيات وعندها قدرات وعندها طموح وعندها رغبه في المكسب. فالنهارده لما تلعب فرقه زي دي وتبقى مغلوب 1-0 في ملعبك وانت مطالب انك تسجل 4 اهداف، الكلام ده صعب. ده حتى لو باين يعني في طريقه اللعب ان هم بيلعبوا لعيبه كوره وعايزين يجيبوا جول، لا لكن اكيد من جوه في احباط، وضع طبيعي. خد بالك انت لا قدر الله حط نفسك مكانهم، يعني برضه هتبقى الامور بالنسبه لك يعني صعبه جدا 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 جدا. الاهلي نادي الاهلي هدف ياسر ابراهيم صعب الامور بشكل كبير جدا على فرقه سان داونز. عشان كده هما مش بس طريقه لعبهم كده زي ما قال كابتن علي، وعدوا يومين ممكن ما يكسبوش، او لو وعدوا يومين ممكن ما يجيبوش جول تاني او يكسبوا الماتش او الرغبه، هي تحس ان بعد تسجيل الهدف وطوال المباراه ان الرغبه قلت، رغبه المكسب وعايز يسجل اهداف، يعني عايز يحسن النتيجه ويسجل اهداف ويكسبك يكسب النادي الاهلي، لكن الرغبه في المكسب في المكسب المباراه نفسه انك تكسب 4 اعتقد الرغبه ما كانتش موجوده. يعني بالشكل اللي هم بيلعبوا بيه ده انك تنقل الكره حتى في ال 18، يعني في فرص وتيحت ليهم ان هم يشوط او يتعامل معها من لمسه واحده، لا هو عايز يكمل ويلعب ويتبسط ويتبسط. عارف اول تسديده اليوم اول تسديده اليوم في المباراه على مرمى الشناوي كانت الدقيقه كام؟ 80 تقريبا، 83 بالظبط في دقيقه حاجه و80 اللي اتشاطت رجعت من من دفاع النادي الاهلي واتشاطت على ال 18 جت من فوق العرض. اتبسط زي ما انت عايز، ما عندناش مانع انك تتبسط انت كفرقه سان داونز، العب واتبسط ومتع نفسك والعب بالكعب، بس في النهايه المباراه الاهلي في نص النهائي، هو ده اللي احنا ده اللي بتشتغل عليه. انا ممكن النهارده الكره تجيلي اسجل هدف من لمسه واحده وواحد تاني عايز يرقص الجول ويحط ويعمل وتطلع بره في الاخر وتضيع المجازفه. تمام، ففكره ان انا بشتغل كتيم ورك عشان اكسب بشكل ما، طريقه لعب فيها قتاليه، طريقه لعب فيها سرعه، فيها سبيريت، ده اللي المفترض كان يلعب بيه فرقه سان داونز من بدايه المباراه، ولكن الهدف اللي جابه النادي الاهلي قتل كل ده. صح، لعيبه النادي الاهلي النهارده، وبحيي الخط الخلفي طبعا. وبحيي طبعا محمد الشناوي النهارده، تمركز رائع جدا جدا جدا. الشناوي النهارده توقيتاته كلها توقيتات جيده، تعامل مع كل الكرات بشكل رائع جدا جدا جدا. عشان كده النهارده شفنا فرقه النادي الاهلي، مش عايز اقول مفيش خطوره، بس الخطوره معدومه شويه. يعني عشان يسجلوا هدف بطريقه لعبهم ممكن يعني عايزين ماتشين تانيين كمان عشان تسجل هدف بطريقه اللعبه دي. في فرصه اتيحت اللي هي طلعها الشناوي، وده وارد في كره القدم انك تيجي لك فرصه ويتعامل مع حارس المرمى، هي الكره مش على خط الجون وهو طلعها، لا كره برده راح انفراد من على الجنب، طلع الشناوي توقيت جيد جدا، تمام يحسب له طبعا، اتلعبت الكره وخبطت فيه فطلعت ركنيه، فده وضع طبيعي في كره القدم انك تروح وتضيع زي ما الاهلي راح النهارده وكان ممكن يسجل اهداف وضيع، زي ما اتلعبت لقفشه في على نقطه البنالتي ويعني وتعامل معها او وقفها بشكل خاطئ شويه، فعشان كده ما قدرش يسجل هدف. ده وضع طبيعي في كره القدم. بس اللي انا عايز اقوله ان الخط الخلفي بتاع النادي الاهلي، الاثنين اللي كانوا موجودين قدامهم رامي ربيعه، الزحمه اللي كانوا بيعملوها ده كان شيء جيد جدا يعني. صحيح. كابتن شريف، يمكن كابتن بلال وكابتن علاء وكابتن اسامه قالوا ان فعلا ما كانش ليهم وجود، تقدر تقول مثلا هم متحكمين في ايقاع اللعب، ولكن ما تقدرش تقول ان هم كان ليهم خطوره حقيقيه على المرمى. عادي، ما انت ممكن تلعب 90 دقيقه ولكن في خلال 90 دقيقة ممكن يجي عليك هجمة. يمكن كابتن بلال قال لك ما فيش حاجة مثلا جاية على خط المرمى او واحدة ضربة في القايمة، وده واضح يعني قصدك تماما ما فيش فرصة بنسبة 100%. بنسبة يعني انا ما فيش انفراد راح بالظبط ومواجه، ما فيش كرة اتلعبت على خط المرمى مثلا وهو بيلعبها بدماغه فجت من جنب العارضة او زي، يعني انا شايف الماتش اللي فات الفرص الحقيقية بالنسبة لهم اكتر من الماتش ده. مظبوط. انت عارف لو كنا كسبانين 1-0 كنت هتشوف مباراه ثانيه خالص، سيناريو ثاني، كنت هتشوف النادي الاهلي ده شكل ثاني خالص. مش بنفس هذا الشكل. ايوه، كنت هتشوف الاهلي وهو كسبان 1-0 بعد الواحد، واحنا لو 1-0 هنا واحنا جبنا الجون ده في الوقت ده برضه هتلاقي انتشار لعيبه النادي الاهلي اكتر على الاطراف، اكتر في الكرات اللي هي بنحاول نبعتها لقدام، تحكم اكتر في الكوره. انما انت كنت عندك احساس بالهدفين اللي انت جايبهم انك انت بتخلص نفسك من اي مشاكل.
مش عايز اي مشاكل. انا عارف قدراتي ان انا ممكن في اي وقت اغزو الناحيه اليمين واغزو وان العمق بتاعهم ضعيف جدا وان هم عندهم فرقه كويسه جدا الحقيقه، بس ما عندهمش من السرعات اللي هي تهاجمك، ولو كان عندهم انت قفلت عليهم جميع المساحات اللي كده مش هتديهم مساحات يلعب كره من ورا اي اتنين في العمق عندك، لدرجه انك عملت ربيعه وعملت البنون حريه ان هو ممكن يبقى ليبرو في اوقات ويلم الكور اللي هي بتيجي من ناحيه يمين او ناحيه شمال، وان هو ما بقاش مضغوط على الاقل بواحد على طول بيدافع معاه، واديت حريه برده ناحيه اليمين وناحيه الشمال ان يبقى في مسانده من ناحيه ديانج ومن ناحيه سوليه الناحيه الثانيه. كل اللي كنت محتاجه انت النهارده انك تمسك كوره اكتر من كده شويه، انك تلعب كوره، اللعيبه تبان لبعض اكتر، يبقى في سرعات لقدام وسويتشات بين صلاح محسن وشريف عشان تبعد الكوره عنك وتعمل خطوره هناك، وخطوطك تزحف معاك لناحيه المرمى ناحيتهم او نص ملعبهم هم. واحنا شفنا في اخر ثلث ساعه او كلنا قاعدين اضغط اضغط اضغط، بتضغط بيرجع كره لورا، بتضغط خلاص تعبوا كمان هم كمان تعبوا، لان اسلوب لعبهم التحضير الكتير ده بيزهق حتى الفراوده بتاعتهم. امتى هتقولي انا امتى؟ فبتلاقي الفيرود بتاعهم زهق من اي كره هتيجي عرضيه ولا طويله ولا هتلعبها لي ازاي، فابتدى ينزل لتحت نص ملعبه عشان يستلم ويعمل زياده عدديه عليك. هو ده الشكل اللي بيبان لهم، بيدايما ينزلوا لك تحت ويستلموا منك تحت ويطلعوا منك على اليمين وعلى الشمال ويحاولوا يعملوا الثوابت اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، راس مالهم اللي هي كورنر فاول جالهم اكتر من فرصه قبل. حتى كمان لو خدت بالك النهارده في طريقه لعب الاهلي السردباكين كان بيقابلوا من على الجنب. ايوه، ورامي ربيعه كان هو بيكمل يرجع ورا ويلعب سردباك عشان ما تبقاش الحته دي. كابتن بلال بعد اذنك دي كوره يمكن احنا طلبناها، الكوره اتلعبت بين قلبي الدفاع لقفشه، ودي ده جون بنسبه مثلا فوق ال 90%، يعني دي كره يعني لو استلم جول ولو حطها يعني لو حطها انتصر جول، ولو لحقها وحطها كتمها بس هي كره كانت اسرع منه. طبعا من يعني هو اتحرك كويس قوي، اتلعبت له بشكل كويس قوي. انا ممكن يكون هو ما قدرش الكره بشكل جيد، كره كانت اسرع منه شويه بس يعني نموذج. والنادي الاهلي لعب الكره دي كتير جدا جدا جدا، يعني الماتشات اللي فاتت في الدوري كمان في الدوري وفي ماتش انبي يمكن تفتكر برده جولين في ماتش الزمالك اتلعبت برده بنفس الطريقه، اعتقد كان لحسين الشحات اتلعبت لحسين الشحات، فواضح ان دي متفق عليها. يعني شفت لما انت بتروح الناحيه الثانيه يا بلال بيبقى عندك وجود ازاي، وهم خلاص يعني هم بعد ما انت جبت الجول هم مستقبلين اي حاجه قابلينك على اي وضع، اذا كنت هتدافع اذا كنت هتهاجم عليهم. بس هم حفاظك على ما يجيش فيك هدف برضو الشوط الثاني الشوط الاول ده، وانك تخرج واحد واحد ده مهم مهم جدا جدا ده جدا ده شيء طبيعي يعني مع اي فرقه في العالم كان في غايه الاهميه، اي فرقه في العالم لو نهائي كاس اوروبا اللي هو يعني كابتن اسامه كان قاعد يعني مش عايزين يجي فينا جول طبعا توقيت فعلا توقيت الهدف. انا لغايه امتى ما قلت لي هنكسب قلت لك لا اصبر لا انت حد دخل ماتش بخمسة انا لغايه 75 ولا 75 82 وانا بقول لك ايه انا مش شايف انا ما يخشش فيها جول دلوقتي ما اديش لفرصه لاي حكم لاي حاجه يديك ضربه جزاء بعدها بثانيه يتلكك لك في اي حاجه، انت صاحب الموقف انت صاحب الاداء. وبعدين عندك ايه؟ عندك لعيبه بتعرف تلعب كوره كل اللي مطلوب منهم ثقه، كل اللي مطلوب منهم انهم يلعبوا عادي. هي الثقه بتفرق معاك وحالتك البدنيه طبعا. بندي الاعذار لاي حد اذا كان من اللعيبه او الجهاز الفني او 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 انك بتلعب بره، تلعب بره حق مشروع للفرقه اللي قدامك ان يبقى عندهم روح ان هم عايزين يكسبوا طبيعي، و2-0 قريبه مش بعيده، ان هم لو جابوا فيك جون بدري يقدروا يرجعوا معاك في الشوط الثاني، يقدروا يرجعوا معاك في اي وقت، ان هم ما يخشش فيهم جول دي شيء بقى لو انت بتلعب فرقه مش قد كده، انما بتلعب فرقه كبيره وتقدر تروح على الجول وراحت على الجول 3-4 مرات فهو ده سيناريو المباراه اللي انا لما كنت انا وبلال بنتكلم على سان داون انا ما خوفونيش اكتر من انهم انا اللي بديهم الفرصه، انا اللي كنت عندي حاله اجهاد في مصر، انا اللي هم الكرات الثابته ما بيعملوش اكتر منها لان عندهم اطوال تسمح لهم بكده. فالحمد لله احنا عدينا وعدينا فرقه كبيره بس بمفهوم جهاز فني ولاعيبه كانت مستريحه بالهدفين، الحقيقه الهدفين عملوا لك الهدف انك انت ازاي تلعب هناك في ارض الخصم، وارض الخصم هناك مش سهله، احنا كلنا لعبنا في افريقيا وعارفين بنبقى رايحين هناك غير هنا، انا ببقى كسبان 5 هنا ورايح هناك بطلع مغلوب واحد متعادل 1-1 يعني العمليه بتبقاش سهله لا بتبقى صعبه اما بتلعب فرقه على ارضها كل العوامل كلها ضدك بكل الاشكال وكل العامل مع الفريق الثاني، فانك انت بتكسب في دور الثمانيه فرقه زي دي نهائي مبكر انا كنت بقوله باذن الله بنفس الشكل انت بيرجع لك بقى ان شاء الله
خطوطك الثانيه يمكن بتفقد اعتقد ايمن اشرف في الماتش الجاي. أيوه. رجع لك علي معلول باذن الله. عندك بطوله مهمه جدا, عندك سوبر ان شاء الله, سوبر ان شاء الله مع بره. الماتش ده دفع معنويه جامده, بتلعب ضد فرق كبيره وبتلعب بره ارضك وعندك استعداد في كل شويه. الفرقتين بيلعبوا موسيماني ده من يعني مستر موسيماني من ساعه ما جه بيلعب على بطولات. ايوه لاعب الوداد سيمي فاينل. بص الاهلي كده كان النادي, انا بتكلم عن المدرب ده لما جه بيلعب سيمي فاينل افريقيا. افريقيا مع مين؟ مع الزمالك, ديربي كده ونهاية افريقيا. لذلك انا قلت لما نكسب الماتش ده احنا مش عايزين اكتر الجمال اللي احنا فيه الحمد لله. صحيح. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار, ارجوكم انتظرونا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء, يمكن انت قلت قبل بدايه المباراه واحنا اتفقنا كلنا ان روح الفانيلا الحمراء وروح لعيبه النادي الاهلي وبدايه المباراه وخصوصا في الكرات المشتركه هتفرق معانا النهارده جدا, وفعلا شفنا من بدايه المباراه 11 راجل جوه الملعب. هو كان بقى طبعا تصميمك وبدايه المباراه بالنسبه لك يعني فرق كتير قوي, كونك انت تحرز هدف دي فرقت معاك كويس قوي. وبعدين في حاجه فرق سان داونز لازم نشيد بيها او نشكرهم عامه, هم بيلعبوا كوره نظيفه. يعني مفيش خشونه, مفيش عنف, مفيش حاجه متعمده خالص. لا المباراه اللي هنا والمباراه اللي احنا كنا موجودين فيها الوقت, لا بيلعبوا كوره بصراحه, لعبوا كوره من غير اي خشونه, من غير اي ايذاء ولا حاجه. لكن النهارده انت بتعمل سيناريو كده المباراه, انت النهارده كل الناس بتقول ان سان داونز هيبدا هاجم وعايز بيدور على هدف بدري. لا انت جالك سيناريو انت ما تتخيلوش خالص, انت متقدم 1-0 مع فريق خلاص اتفقنا ان هو حته الشراسه الهجوميه دي عنده ما بتجيش غير يعني فترات بعيده قوي. فانت خلاص الامور بقت احسن بالنسبه لك, 1-0 خلاص. هو بدا يلعب مباراه يعني بيعدي الوقت وخلاص, لان لما تفكر ايما في الملعب ولاعيب الكوره غصب عنه هيفكر انت عشان تكسب عايز تجيب 4 اهداف في النادي الاهلي. انت بتتكلم في حاجه مستحيله, مش تقيله, حاجه مش هتحصل, مستحيله جدا. فانت خلاص بدا تدور على شكلك بس, ان انت عايز الاول تتعادل حتى يبقى شكلك معقول شويه. لكن يحسب نادي الاهلي ان كميه جري كويسه, المجهود اتبذل كويس جدا, الطريقه زي ما اتفقنا عليها مستر موسيماني ما غيرهاش, ساب لهم هو اللعب, ساب الاستحواذ, هو اهم حاجه عايز النتيجه. ودي بتبقى عقليه المدير الفني ان هو بيدور على الاهم. أيوة. الاهم انا عايز التاهل, تاهل نصف النهائي حصل النهارده. لكن يحصل ازاي؟ هو كان راسم السيناريو ده, هو خلاص استغنى عن الاستحواذ, انا مش عايز استحواذ, انا هقبل اللعب في نص ملعبنا, بيقفل نص الملعب كويس قوي. يمكن بس كنا بنتكلم وكابتن شريف كان بيتكلم على حته ان كان لازم حد من بدري يساعد محمد هاني, لان تقريبا كل هجماته والشوط الثاني يا ايمن كانت من ناحيه محمد هاني كلها تقريبا. على الجانب الاخر لا مش كتير قوي, لكن هجمات مش مؤثره, ما اللي هي ما تقلقش انت ولا كمدير فني ولا كلاعيب. ما هو اللعيب في الملعب انت ما بتلاقي فريق عنده شراسه كده انت بتقلق. لكن كان عندك ثقه خلال احداث المباراه حتى بعد ما جابوا الجول الاولاني ان احنا طبعا مش ممكن نخسر؟ لا خالص, انا خالص. ثقه من بدايه المباراه انت مش انت لا بعد سير المباراه وبعد الاحداث لا خالص, ما كانش عندي اي تخوف خالص من سان داونز حتى بعد ما تعادلوا الجول. لا لا لا, ما ادائهم بيديك يا ايمن الايحاء ان هم مش الفرقه اللي تضغطك وتضايقك وتبقى قاعد متضايق. لا لا خالص, حتى بعد الهدف 1-1 وكده, لكن هم ما عندهمش حته اللي هي الشراسه والمثابره وانا عايز اكسبك, دي مش موجوده عندك. تعرف لو الموضوع معكوس لا قدر الله,
كنت هتلاقي مثلا لعيبه النادي الاهلي دي اه الدنيا الملعب انت مش حاسس اللي بيحصل صح وبيجري يجيب كره بسرعه وده بيشوط لا هو ما عندوش دي هو شكل اداء معين بيلعبه وماشي عليه طول المباراه أي. ما عندوش اي تسرع مش عايز ما عندوش عايز بسرعه عايز يجيب الكره بسرعه عايز يدور على هدف تاني لا والجانب الاخر انت كمان مديله احساس ان هو انت بتدور او بتفكر في حاجه مستحيله انك تكسب النادي الاهلي وتتاهل انت بعد نتيجه 1-1 دي اعتقد بتبقى حاجه بعيده جدا على اللعيبه نفسها لان النادي الاهلي النهارده بقول لك انا هو شكل الاداء وشكل استقبال اللعب ما عنديش مشكله فيه خالص لكن انا بتكلم في الخطوره عامه الخطوره كلها في الاخر حاجات معدوده على الاصابع وده صح. مسموح على فكره انك بتلعب صن داونز فريق كبير برضه على فكره مش صغير بيلعب على ارضه يعني المتم لو عملت حسبه كده بسيطه تلاقي الفرص كلها حاجات اللي كان بيتكلم فيها كابتن شريف الانفراد الله الشناوي غير كده بعد كده الكور كلها معموله بالعرض عاليه الشناوي اتعامل معاها او اذا كان بنون او ياسر فالخطوره كلها ما تقلقكش عشان كده كنت اتفرج على المباراه وانا ما عنديش مشكله انا هادي جدا متاكد ان شاء الله النهارده الاهلي هو اللي هيتاهل والحمد لله حصل التاهل الحمد لله رب العالمين كابتن اسامه نقدر نقول ان مستر موسيماني نجح في قراءه المباراه حتى بعد ما دخل فيه جول انما هو يبدو ان هو طبعا قاري فرقه سان داونز كويس وعارف اسلوب لعبهم وقال لك انا حتى لو قفلت قدام ال 18 زي ما قال الكابتن علاء وزي ما قال الكابتن بلال والكابتن شريف ما لهمش خطوره يعني الخطوره تكاد تكون معدومه ما هو لعب قلت لك الهدف الثاني بتاع صلاح محسن هنا اداله السيناريو ده ممكن جدا لو احنا كنا كسبانين 1-0 كان ممكن السيناريو يتغير هم عندهم مشاكل في العمق الدفاعي واحنا بنقولها من اول مباراه الاولى والنهارده كونه ان يديهم مساحات انه يهاجم يديله الاستحواذ وانه يدخله في نص ملعبنا بس طبعا بتضييق المساحات لانه حط رامي النهارده قدام بدر بنون وياسر ابراهيم على اساس يغطي اي خلل يحصل من ديانج او السوليه او قفشه عشان قفشه كان بيلعب ناحيه اليمين او صلاح انه يغطي الـ 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 الجزء اللي خلف الاربعه اللي هم كانوا قدامه والاثنين اللي وراه اللي هم رامي ربيعه وقصدي بدر بنون وياسر ابراهيم ومخلي الاستحواذ كله لفرقه صن داونز وبيلعب على السرعه بتاعه محمد شريف السرعه بتاعه صلاح محسن يمكن ما ظهرتش النهارده لكن هو كان بيلعب على دي انه يقطعه في العمق بين قلبي الدفاع لصن داونز اللي هو دوس سانتوس وليبوسا او بين الباك والسرد باك زي الكره اللي جت لمجدي قفشه وما قدرش يسندها كانت جامده شويه انه يتحركوا في العمق ومد الاستحواذ كله لصن داونز فضل بالسيناريو دوت حتى بعد احراز فرقه صن داونز للهدف لانه الامور اتصعبت عليهم وهو عارف ان هم ما بيخاطروش مش من الفرق اللي بتخاطر قوي احنا قلنا ان صح. عندهم حلو انك تبقى عندك استحواذ حلو انك يبقى عندك ثقه في نفسك ولكن مفيش اي مخاطره ولا شراسه في النواحي الهجوميه عايزين يخشوا بالكره جوه الجون يعني واضح ان ده اسلوب لعبهم جاي على طول على طول على طول عشان كده هو قاريهم على فكره بسمالي. على فكره حتى هو لما كان معاهم كان اسلوب لعبهم شكله كده يعني انت لو تفتكر مباراه اللي علي معلول جاب الجونين هنا وبعدين جاب نفس السيناريو كنا كسبانين 2-0 هنا وعلي معلول جاب جون الاول بعدين هم تعادلوا برضه فضلوا لغايه اخر وقت بيلعبوا على الاستحواذ وانه يخشوا بالكوره داخل ال 18 وما فيش مخاطره من بدري ما فيش استعجال ماشي اقصد مش استعجال ما هو المفروض ما يبقاش في استعجال انا اقصد ما فيش تغيير في شكل الاداء واسلوب الاداء هو فالموضوع دوت كل ما بتضيق مساحات ورا وهما بيعملوا كده والريتم هو ماشي هو ده في صالحك وهو استمر على نفس الاسلوب ونجح فيه انه فضلت لغايه الدقيقه 90 او لغايه الوقت الضايع ما خلص بنفس الشكل الاستحواذ معظمه ليهم بعض الهجمات الخطر لكن مش المؤثره تاثير غير عادي وانت برضو ليك كورتين ثلاثه فهو لعب باللي يكسب بيه لعب محافظ على الشكل الخلفي رغم انه زي ما قلنا مش في احسن حالاتنا لكن
طلعنا بالنتيجه اللي احنا عايزينها او مستر موسيماني طلع بالنتيجه اللي هو عايزها انه يتاهل لدور قبل النهائي. هو قدر يتعامل جيد جدا مع احداث المباراه. طبعا ما هو في شك في كده. ما هو انا قلت لك هو الجون بتاع صلاح محسن هنا رسم له السيناريو ده. هو كان ممكن جدا لو 1-0 بس كان يبقى خايف انه الجون يجي في اي وقت فمثلا يضغط من قدام عشان ممكن لكن هو عارف انه تضييق المساحات ويلعب على هجمة مرتدة في ظهرهم هيخليهم يعني ممكن يربكهم. وفعلا هو قدر يخطف جون بدري اللي هو في يعني انت من وجهة نظرك ان جول صلاح محسن هنا طبعاً التاني طبعاً هو اللي رسم السيناريو للمستر موسيماني هناك. لانه لو زي ما قلت لك لو كانت 1-0 بس كانت ممكن السيناريو يتغير. هو ده الشكل بالظبط اللي كان مستر موسيماني بيلعب بيه. الاربعه الخلفيين ورامي ربيعه قدامهم قفشه ديانج السوليه هناك صلاح محسن وكان قدام شريف. هو لعب بهذا الشكل طول المباراه حتى لما غير يعني حتى لما غير قفشه ونزل الشحات لعب بنفس الاسلوب. لما غير طاهر مكان صلاح محسن بنفس الاسلوب. لما غير اجاي قدام مكان شريف هو فضل محافظ على تضييق المساحات ديت. وزي ما قلنا هم عايزين يخترقوا كل ده ويوصلوا للشناوي. كان فيها صعوبه حصلت مره او مرتين وده طبيعي. طبيعي تعامل معاهم الشناوي لكن قدر يخرج بشكل او النتيجه زي ما هو عايز. كابتن بلال يمكن من الصوره دي لو اتكلمنا على الشق الدفاعي للنادي الاهلي نقدر نقول ان النادي الاهلي نجح النهارده في القضاء على خطوره سان داونز. بص خليني من خلال الشكل ده اقول لك ان مستر موسيماني لعب النهارده بواقعيه. كويس تمام. يبقى واقعيه مستر موسيماني هي اللي وصلتنا ان احنا نعدي الخط نعدي الدور ده بشكل جيد يعني. كويس. احنا الواقعيه تتمثل فين؟ الواقعيه انك بتلعب بطريقه دفاعيه منظمه. عندك تكتل دفاعي قدام فرقه بتستحوذ بشكل كويس عندها سرعات بتقابل من نص ملعبك مش فاتح الملعب ما بتلعبش ب 4-2-3-1 الطريقه التقليديه بتاعتك. كويس. فبالتالي هيبقى عندك مساحات كتيره زي ما حصل الماتش اللي فات وكان عندك مساحات كتيره جدا بتحركوا فيها فرقه سان داونز لانهم عندهم من المهاره والسرعه اللي يقدر يخليه يوصل للمرمى بشكل كويس. هي دي الواقعيه اللي بتكلم بيها ان مستر موسيماني النهارده حافظ على الشكل الدفاعي لفرقه النادي الاهلي النهارده بالطريقه دي 4 قدام رامي ربيعه بيعمل التغطيه بشكل كويس جدا على الطرفين بيلعب كسنتر باك ثالث في الحالات في الكرات الثابته وفي الحاجات العرضيه. شفنا اكتر من كوره لما بنون بيلعب ناحيه اليمين بيغطي ناحيه اليمين او لما ياسر بيغطي ناحيه الشمال بنشوف ان رامي ربيعه هو اللي بيكمل ويبقى سنتر باك ثاني. الزياده العدديه اللي عاملها فرقه النادي الاهلي المساحات الضيقه اللي عاملها فرقه النادي الاهلي ما ادتش فرصه لفرقه سان داونز النهارده انه يوصلوا للجون بالشكل اللي هم عايزينه. النهارده لو كنت لعبت ب 4-2-3-1 وفتحت الجيم ولعبت جيم مفتوح او جيم فيه او جيم هجومي او بطريقتك الطبيعيه مش هنقول جيم هجومي بطريقه النادي الاهلي الطبيعيه كان ممكن يبقى فيه مشاكل كتير. انا معاك في دي صح مشاكل كتيره جدا النهارده. عشان كده النهارده توقعنا ان نص الملعب مستر سان داونز مستر موسيماني هيحافظ عليه بشكل كويس النهارده في مباراه النهارده لانك بتلعب فرقه عندنا بعد المباراه كابتن بلال اللعيبه في اوضه اللبس بعد المباراه مباشره وشايفينهم طبعا وهم فرحانين بعد طبعًا. المباراه طبعا واللعيبه النهارده الحقيقه الروح كانت عاليه جدا الرغبه كانت موجوده ما كانش في اخطاء كتيره النهارده من لعيبه النادي الاهلي. الروح القتاليه كانت موجوده النهارده. الكرات المشتركه بيحاول لعيبه النادي الاهلي ياخدوا كل كره مشتركه. يعني هنستعير كلمه كابتن علاء ميهوب ان في مباراه انت عايز تكسبها خلاص مش مهم الاداء بالنسبه لك. العب استحوذ زي ما انت عايز سان داونز لكن انا عندي هدف بسعى من خلاله ان اخرج بنتيجه الماتش كسبان النهارده. الاهلي ومستر لابس اصفر وهو بدري بنون بعد ما بدلوا الفانيلات اداء جيد الحقيقه اداء جيد من لعيبه النادي الاهلي. روحهم القتاليه النهارده في الملعب كانت جيده جدا جدا مزبوط. جدا مزبوط. يعني الشناوي خط الدفاع كل اللعيبه النهارده الكرات المشتركه لو لاحظت محمد شريف بياخد كل الكرات المشتركه صلاح محسن بيطلع وياخد الكرات المشتركه الكرات العاليه. فعايز اقول لك ان ساعات انت كمان بروحك العاليه بتدي مسج للفرقه اللي قدامك وبتدي مسج كمان خد بالك لنفسك ولاعيبتك ولزمالك في الملعب ان النهارده مباراه قتاليه مش مباراه فنيه. يعني هم كانوا مسيطرين النهارده كانوا افضل منك فنيا لكن انت في نسب او في فرص التهديف
اعتقد كنت الى حد ما متساوي معاهم، ووضع طبيعي ان هو يجي له فرص اكتر منك، انت كسبان 2-0 بتلعب على ملعبه بيلعب بشكل مجازف جدا، انه وصل في وقت من الاوقات المباراه انه بيلعب 4-2-4 بيلعب باربعه مهاجمين بيلعب كرات عاليه بيحاول ان هو يوصل للمرمى بسرعه، ولكن انت اخفقت الحته دي النهارده. الرقابه كمان بحي الاثنين بدر بنون وياسر ابراهيم، الرقابه كانت جيده جدا جدا النهارده الاثنين، مان تو مان، التوقيت كويس، قطع الكره كان بشكل كويس، رام ربيع في نص ملعب عمل شكل جيد جدا جدا النهارده. لو ديانج في مستواه الطبيعي اللي احنا نعرفه كان ممكن المباراه برده تخرج ده راح بكوره، راح بكوره في لو لعبها بالعرض مظبوط او دخل لجوه وزاويه فيها، بس الراجل خبط معاه في العرضيه. مجملا انا كابتن انت خدت النهارده من ورا حققت المطلوب بالظبط، خدت اللي انت عايزه من المباراه، هو رفع الضغط على المدافعين من غير اصابات، وده شيء برده شيء جيد كنت انت محتاجه النهارده انك تخرج برده من المباراه من غير اي اصابات. خرجت النهارده وانت متعادل مش مغلوب، دي حاجه برده جيده جدا لصالح النادي الاهلي. صح. عملت كل اللي عليك، قدر النهارده كمان مستر موسيماني انه يبقى فيه مرونه في التاكتكس، بتلعب ب 4-2-3-1، بتلعب ب 4-1-4-1، بتتحول في الحته الهجوميه ل 4-3-3. النهارده كان في اكتر من طريقه لعب اشتغل عليها النهارده مستر موسيماني ونجح ان هو يأدي فيها، واللعيبه كمان نجحت النهارده تأدي فيها. صح. وجود رامي ربيعه النهارده كابتن يمكن احنا كابتن شريف كاتبها طيب، رفع الضغط على المدافعين لاي سيناريو. ايوه هو وجود رامي ربيعه، رامي ربيعه في الحته لا لا لك بلال عايز يريح بنون وياسر، مش عايز على طول ضغط من العرضيات وطاق كتير طاق كتير، اللعيب هيزهق اللعيب هيغلط. ايوه لازم كمان يخليه قدامهم اي حاجه ساقطه ياخدها هو يقدر ينقل الكره الناحيه الثانيه مع سولية. مطلوب من سولية ان هو كان بس اللعيبه دي انت اللي اديتها الفرصه، انا قلت لك نص الملعب ان هم يوصلوا لك. أيوة. انما انت لو قدام شويه تلت ملعب هتبقى احسن بكتير قوي. لا ما هو رسم السيناريو كده مش هيوصل لك، انما هو ضيق المسافات على الفرقه دي كلها. ما انا جاي لك في الكلام، ضيق كل المسافات عشان يريح المدافعين بتوعك، هي دي النقطه اللي انت بتتكلم فيها بتاعت رامي ربيع، ويبقى متحرر ومتحرك ان شاء الله احتاجته في اي حته في الملعب يقدر يحط سويتشات في الملعب، وانت عندك خاصه ايمن اشرف باك ليفت يقدر يخش لجوه ويقدر يعمل لك اي سيناريو تاني، فانت النهارده ادى فرايتي كتير قوي في الملعب للديفنس عموما والنص الملعب برضو، ان يبقى في نقطه وصل بينهم وبين بعض يقدروا يتعاملوا فيها، ولاعيب يقدر يجري يمين يجري شمال وتعمل زياده عدديه مش هم اللي يعملوا عليك الزياده عليه، ونقفل المسافات زي ما احنا قلنا. هو الراجل تخيل السيناريو ده والهدف اللي هو جابه الحقيقه لغى اي سيناريو بقى خلاص، ادى اكتر اعصابا اهدى للعيبه، ان شاء الله يجي له كوره يروح مطلعها يمين مطلعها شمال يعملها باص ما يعملهاش باص، ايه الحكايه كلها مشيت معاه، ان العمليه بقت صعبه جدا على سان داونز ان هو يعدي فرق 4 أهداف مع فرقه زي النادي الاهلي. صحيح. كابتن علاء، بجانب تخطي سان داونز والمكسب النهارده ووصول للدور قبل النهائي، ايه اهم النقاط الايجابيه من وجهه نظرك النهارده للنادي الاهلي اللي ممكن يستفيد بيها الفتره اللي جايه؟ النقاط الايجابيه انا طلعت وصلت قبل النهائي دي اهم حاجه، دي اكتر نقطه ايجابيه. النهارده جربت شكل جديد في اللعب، جربت النهارده تلعب برامي وجنبيه 2 مدافعين كمان، بتجرب يعني النهارده كانت فرصه كويسه تجرب قدام سان داونز طريقه لعب مختلفه شويه. طب طريقه اللعب دي او الكثافه العدديه اللي عملها مستر موسيماني في نص الملعب، هل ممكن يلجا ليها في بعض المباريات مثلا في عندك في ارضك، ولا دي تبقى لا في ارضك؟ لا ايمن يعني في ارضك دايما انت مطالب عايز تكسب، عايز تكسب عندك نزعه هجوميه اكتر، لكن انت النهارده مثلا بقيت عندك حل او عندك طريقه موجوده لما تحب تلعب مثلا كسبان 2 أو 3 وعايز الى حد كبير تلعب بطريقه تامن شويه وتسيب الاستحواذ لاي فريق تاني، واجهت الطريقه دي النهارده. لكن النهارده كمان اللي ساعدك ان سان داونز مش الفريق اللي هو اللي عنده الشراسه زي ما اتفقنا، لكن الطريقه دي ممكن تنفع دايما خارج ارضك، مع طبعا ممكن يبقى الشكل مختلف شويه في اداء اللعيبه، لان النهارده برضو اللعيبه خد بالك الضغط الماتشات اللي قبل كده كتير قوي عليهم، لكن لو ظروف طبيعيه وبتلعب بطريقه زي النهارده دي لا هتبقى احسن من كده في الاداء نفسه. صحيح. لكن انت النهارده عملت طريقه يمكن اول مره لعب بيها النهارده مستر موسيماني والى حد كبير ناجح زي ما كابتن شريف كان بيتكلم، ودخلت عناصر جديده النهارده، يعني رامي اول مره اشوفه بيلعب في المكان ده النهارده، ورامي على فكره من مميزاته ان هو بيقدر يستفيد بيه اكتر من مكان، مفيد جدا في الحته الدفاعيه دي. صحيح. وجود محمد مجدي النهارده مش في مكانه في مكان تاني، لكن جربت ناس كتير جدا
تخيل بقى كمان شاء الله لما اجيه يخش فورمة الاجيه من نوعيه اللعيبه لما بيبعد شويه ايمن بيرجع بياخد وقت عشان يرجع للفورمه بتاعته الممتازه. عندك ماتش اللي جاي ده علاء بتاع بطوله جمعه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. بطوله اكيد هيغير الشكل ده في الاداء. بما انكم بتتكلموا على الابطال النهارده ومعانا زميلنا كريم احمد ومعاه لقاء سريع مع ياسر ابراهيم صاحب هدف النادي الاهلي النهارده. اتفضل يا كريم. بجد تحيلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، طبعا مبروك فوز مهم جدا على فريق غايه في الصعوبه، فرحه كبيره ومهمه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. ياسر ابراهيم مبروك يا ياسر، قلنا اكتر من مره رجوله واصرار وربنا بيكافحك الحمد لله، قول لي حاسس ايه النهارده بالفوز وبهدفك النهارده والحمد لله على الفوز النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك للعيبه كلها الرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه والعمال بتوعنا، هي دي قلب النادي الاهلي وهي دي الرجاله اللي بتبان وقت الماتشات الجامده والقويه دي. الحمد لله ركزنا في الماتش وذاكرنا كويس، الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نطلع بالماتش النتيجه 1-1، كنا نفسنا نطلع بالمكسب طبعا عشان نفرح الجمهور، بس الحمد لله النتيجه برده ان احنا كان رقم واحد ان احنا نصعد يعني، فالحمد لله وان شاء الله نكمل ونفكر في اللي جاي عندنا. خلاص الصفحه دي نفرح النهارده ونقفلها ونفكر في السوبر ان شاء الله. الحقيقه الكل كان رجاله النهارده يا ياسر، كل ما قصرش كل اللعيبه السوليه ديانج الشناوي الكل، تقولي للرجاله لعيبه النادي الاهلي اللي لسه ما حققتش حاجه يا ياسر. انا لسه قايل لك هي دي رجاله النادي الاهلي، ما حدش بيقصر خالص في الماتشات الكبيره اللي زي دي، كل واحد بيلعب بيبقى خلاص حاطط قلبه في الملعب قبل رجله، فالحمد لله هي ديت رجاله النادي الاهلي، ودايما يا رب كده مزيد من البطولات والتالق ان شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك. فوز مهم جدا يا كابتن ايمن زي ما انت عارف، وفرحه كبيره لكل لعيبه النادي الاهلي، هم دول الرجاله وهم دول لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في ادائه المميز ورجولته وشخصيه النادي الاهلي. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن، لكن مستمرين معاك ومع كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عوده ليك يا كابتن ايمن. كابتن اسامه، يمكن كنت عايز اتكلم مع حضراتكم في نقطه النهارده، يمكن احنا في بدايه المباراه قبل ما تبدا المباراه وبنتكلم على التشكيل، قلنا ان صلاح محسن هيكون له دور هجومي مع محمد شريف، ولكن لما ابتدت المباراه ويمكن بتواصل الشوط الاول كله لحد ما خلص، لقينا ان الدور الدفاعي لصلاح محسن اكتر من الدور الهجومي. مظبوط، هو صلاح بطبيعه لعبه انه لعيب سريع، لعيب بيحب يلعب في المساحات الفاضيه، بيعرف يروح على الجون كويس، وشفنا طبعا جونه في ماتش الزمالك والماتش اللي فات. لكن بالشكل اللي كان بيلعب بيه مستر موسيماني كان بيلعب النهارده 4-5-1، كان بيلعب بالاربعه المدافعين وقدامهم رامي ربيعه وحاطط صلاح محسن ناحيه الشمال وايمن وقفشه ناحيه اليمين، قفشه قدام هاني وصلاح محسن قدام ايمن وقدام محمد شريف، على اساس يفضل مضيق المساحات قلنا في نص ملعبه على فرقه سان داونز ويضيق الاجناب لان هم عندهم اجناب كويسه. يعني بعد اذنك يا كابتن اسامه، بما انك بتتكلم على مستر موسيماني هنرجع لحضرتك مره ثانيه، بس هنروح لقاء سريع مع زميلنا كريم احمد ولقاء مع مستر موسيماني مدير فني نادي الاهلي بعد المباراه. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك من جديد يا كابتن ايمن شوقي طبعا ومع كل مشاهدينا في كل مكان. فوز مهم جدا الحقيقه، ويمكن مستر بيتسو موسيماني حضر بشكل مميز جدا للمباراه، اصرار وجديه وعزيمه لعيبه النادي الاهلي كالعاده. حابب يقولي على الفوز النهارده وببارك له وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. يس مبروك تو ايفري بودي ذا بلايرز ايفري بودي ان كايرو جميع اللعيبه التكنيكال تيم جود سبورت فروم ذا بورد كابتن خطيب دعم كبير مجلس اداره من كابتن خطيب معانا هنا في الرحله. We fought, we played smart, we scored here, so it was the same score of last year. لعبنا ولعبنا بذكاء وسجلنا هنا نفس الاسلوب اللي عملناه السنه اللي فاتت والتسجيل سجلناه السنه اللي فاتت. Yes, very difficult game. ماتش صعب جدا طبعا. But normally you must sort out your problems at home first. بس طبعا لازم تحل المشكله. تحل المشكله هنا العوده تبقى اصعب، انت سهلت الدنيا هناك. كان ممكن يلعب افضل ويطلع بالكوره احسن، باص الكوره يطلع بيها احسن. التمرينات ما كانتش عايله نطلع بالكوره بس اشتغلنا كويس الحمد لله. ماحققناش حاجه لسه، خلاص دلوقتي خلاص المباراه هتنتهي، هنبدا نحضر على طول المباراه القادمه. مستر بيتسو شايف الفتره اللي جايه ازاي والمرحله اللي جايه مع لعيبه النادي الاهلي؟ We don't talk about the semi-final now, we talk about the next game. مش هتكلم عن ده بالنهائي، هتكلم عن الماتش الجاي. بركان نايت البركان في سوبر. In Cairo, the Super Cup. في القطر. After that, we will talk about بعد كده نتكلم بقى على الخصم القادم يعني. But we need to keep calm. محتاجين نهدى. We need to be calm. Of course, we must celebrate. طبعا لازم نحتفل. But we
ركز فوكس بس لازم مركزين برضه في تستر كده ده فوز وصلنا الدور التالي الماتش الاصعب هو اللي جاي دايما مبروك 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 ايفريبودي مبروك اكيد بنشكر مستر بيتسو موسيماني على قراءته المميزه وادارته الفنيه الرائعه لهذه المباراه امر مهم جدا كان لابد ان احنا ناكد عليه يمكن الحقيقه قلنا كده اشتغل الفتره اللي فاتت 5 ايام متواجدين لعيبه كان عندها اصرار كبير جدا يا رب ان شاء الله يبدا النادي الاهلي ويستمر في ادائه المميز ويستمر ايضا كمان بيتسو موسيماني في قراءته الفنيه لكل الفرق خلال المرحله القادمه عوده لك من جديد لكن مستمرين معاك يا كابتن ايمن وفرحه كبيره من داخل غرف خلع ملابس هنا في بريتوريا شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد كابتن اسامه شفنا كلام مستر موسيماني واقعي ومتزن جدا وقال خلاص طوينا صفحه النهارده ونبص على المباراه اللي جايه مظبوط هو اتكلم في انه قال اللعيبه بذلت جهد كويس وعملوا اللي انا كنت عايزه بس النقطه اللي انت كنت تكلمني فيها على صلاح محسن مش بس صلاح محسن بقى هو قال ان كنا نفسنا التمريرات نطلع بيها احسن ونطلع لقدام احسن لان هو ده اللي كان رسمه ان يفضل مضيق مساحات ورا ثم يستغل تمرير او نقلات سواء هجمه مرتده بسرعات او حتى هجمه تبقى منظمه بعد ما يقطع الكوره هو قال دي كانت ناقصه شويه لكن اللعيبه ادت اللي عليها وقدرنا نطلع بنتيجه المباراه فانت النقطه اللي تقول عليها على صلاح محسن انه كان بيقوم بالدور الدفاعي اكتر على حساب الهجوم لكنه ما قدرش ينقل نفسه في الحته الهجوميه لما بنقطع الكوره ما كانش بيبقى قريب من ال 18 زي ما كان متوقع او يروح بكور خطيره على المرمى هو كان واخد الطرف او الشمال يمكن عمل هجمه ولا حاجه من ناحيه الشمال لكنه ما كانش يعني داخل في العمق شويه احيانا صح. مع بس مع دي تعليمات من مستر موسيماني أيوة عشان يقول لك جهه اليمين ايوه ما هو لانه هو زي ما قلت لك فرقه سان داونز عندها اطراف الملعب سواء الباكين او الاثنين اللي قدام اللي هو سيرينو وشلولي اسمه شلولي لا شلولي ده كان الماتش اللي فات شلوليلي شلوليلي الاثنين مع الباكين مع حتى الاثنين بتوع نص الملعب لان هم بيلعبوا 4 3 3 يعني في 3 في كل جنب مورينا واجالي وزواني ناحيه الشمال ومورينا ومخولس وسيرينو ناحيه اليمين فهو كان بيقفل بصلاح ومفروض قفشه مع الباكين عشان كده كان الدور الهجومي شويه لصلاح كان محدود النهارده ويمكن هو حاول يغيره او غيره بطاهر ومشي بنفس الاسلوب لكن زي ما اتفقنا في اخيرا انه النتيجه كانت اهم ما في اللقاء يعني صحيح طيب كابتن بلال ايه بقى الاخطاء اللي وقع فيها النهارده المدير الفني لصن داونز هو ملحقش يقف انت بادرته بهدف فكون ان انت تسجل هدف في اول 5-6 دقائق ده خد بالك يربك حسابات اي مدير فني ما قدرش يرجع بسرعه على الماتش خد بالك انت برضه بتلعب النادي الاهلي الفرقه الكبيره زي النادي الاهلي ما بيبقاش عنده اخطاء كتير انت بتلعب على مثلا خطا او اتنين بالكتير قوي يعني مثلا ممكن كره عرضيه واشتغل عليها مستر موسيماني النهارده بشكل جيد بوجود رامي ربيعه بقى واحد من الثلاثه اللي عندهم اطوال مميزين في الكرات العرضيه والضربات الثابته ودي حاجه كانت مهمه جدا النهارده بنزول برده رامي ربيعه مش بس عشان يقفل نص ملعب كباتن قاله في الحته دي كلام كبير ولكن برده مهم جدا في الكرات الثابته يبقى له تواجد مهم جدا لما يبقى فيه واحد من السنتر باك بيغطي ورا الباك ليفت يبقى هو بيقوم بدور السنتر باك الثاني فالنهارده فرقه او المدير الفني لسان داونز النهارده مش ما عندوش اخطاء او وقع في اخطاء هو كان الاهلي صعب عليه المهمه بشكل كبير جدا جدا النهارده عايز اقول لك ان هو برده عنده مشكله او فرقه سان داونز عندها مشكله في طول عمرها في طريقه لعبها ان هو طريقه اللعب ما فيهاش سرعات كبيره هم التحضير بتاعهم بطيء جدا 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 بيحضروا بشكل بطيء يا كابتن بيوصلوا لل 18 بياخدوا وقت طويل جدا وممكن يقعدوا يدوروا في الكوره مثلا دقيقتين ثلاثه عشان يوصل بهجمه منظمه هو التنظيم بالنسبه له انه يوصل لحد المرمى انما في وقت من الاوقات محتاج سرعه محتاج شراسه محتاج قوه محتاج العب كرات طويله واحد ضد واحد ويبقى فيه زياده عدديه الكلام ده ما كانش موجود النهارده من فرقه سان داونز دي ممكن تكون مشكله مدير فني الضغط كمان على لعيبه النادي الاهلي طول المباراه انا النهارده بلعب
وانا مغلوب 2-0 بطبيعه الحال لازم من اول دقيقه ابتدي اضغط عليك، انا خسران 2-0 لازم اضغط عليك بشكل كبير جدا. اول ثلث ساعه بعد ما سجلت الهدف الاول كمان هم يعني حسوا بنوع من رد الكرامه شويه، انا مغلوب 1-0 فسجلت الهدف التعادل، فبالتالي الدنيا هدت بالنسبه له، ما كانش في ضغط على فرقه النادي الاهلي بشكل كبير او بشكل متواصل، وده برده خلى يعني خلى عند يعني لعيبه النادي الاهلي توقيت ان هي تقدر تباصي وتلعب، وفي بعض الاوقات كان ممكن زي ما قال مستر موسيماني ان احنا نخرج الكره بشكل فيه سلاسه اكتر من كده او افضل من كده، لكن الكلام ده ما حصلش. نتيجه الماتش برده بتخليك انك تاخد قرارات وتتحكم في رتم ادائك بشكل كبير، يعني 2-0 انت النهارده لو كنت متعادل في القاهره لا قدر الله كان هيبقى عندك سرعه، هيبقى عندك دقه اكتر، اسلوب هيتغير طبعا اسلوب لعبك هيتغير، طريقه اللعب نفسها هتتغير طبعًا. لكن كون ان انت كسبان فدي بتغير شويه حتى من نمط الاداء، بتغير شويه من السرعات، ما بتخليش عندك شراسه هجوميه كبيره يعني في اكتر من كره صلاح محسن بيستلم المفترض انه يروح على 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 المرمى من ناحيه من ناحيه الشمال، لا بيستلم وبيهدى وبيرجع يلعب تاني مع لعيبه نص الملعب، بيشتغل على الاستحواذ اكتر منه على الايجابيه على المرمى. مزبوط. فعايز اقول ان النتيجه ساعات بتساعد وبتفرض اسلوب غير الاسلوب اللي انت ممكن تلعب بيه. صحيح. وده اللي جت فيه مستر موسى واتكلم فيه كابتن علاء من شويه، انك طريقه اللعب ممكن تبقى لو شباب بلوزداد او الترجي كسب ممكن تلعب بنفس الطريقه دي هناك، تلعب بطريقه 4-1-4-1 او 4-3-3 او 4-3-1-2 ممكن تلعب بنفس الطريقه. صح. عشان الفرق العربيه دايما برضو عندها ميزه ان هي بتلعب تاكتكس كويس وبيعتمدوا على المهاره اكتر منها اكتر من القوه البدنيه، وسان داونز من النوع ده، وسان داونز برضو من نفس نوع الشمال الافريقي، فانت بالزبط. ممكن تلعب بنفس الطريقه بره ملعبك ممكن تخطف، بس يبقى في مجازفه شويه في الناحيه الهجوميه. استغلال صلاح محسن ومحمد شريف ما ينفعش اخرج من الماتش مش مستغل السرعه دي في واحده كاونتر اتاك، في سرعه، في الكره طويله، في كره فيها سبرنت، في هجمه تنقلها بشكل كويس، لازم استغل لعيبه وامكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده معايا واستفيد منهم بشكل كويس. لكن انت خلاص يعني سيناريو الماتش يعني حتم عليك ان انت كسبان 2-0 ما عندكش ازمه، سجلت الهدف الثالث، فبالتالي انت كل اللي انت عايزه من المباراه ان هي تخرج بشكل سلس وبشكل بسيط يعني. صحيح. وما زالت الافراح مستمره بعد المباراه، هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاءاتنا بعد المباراه مع محمد الشناوي ومحمد هاني. بجد تحيي لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، فرحه مهمه وفرحه كبيره على فريق قوي، فريق سان داونز، واحد من نجوم النادي الاهلي وكابتن فريق النادي الاهلي وكابتن منتخبنا الوطني الشناوي. بحييك يا شناوي وببارك لك على ادائك وعلى الاداء بتاع فرقه النادي الاهلي كلها، تحضيرنا كان جيد، شخصيه النادي الاهلي بانت، ببارك لك وببارك لكل اللعيبه. الحمد لله، الف مبروك للاعيبه اولا وللجهاز وللاداره. طبعا الماتش صعب جدا واحنا عارفين ان الماتش صعب جدا، لعب فرقه محترمه جدا وبنلعب على ارضها وهم على طول بيحبوا يجونا في الملعب ده، عشان عشان يضايقونا واحنا عارفين ان هم بيحبوا يضايقونا على طول، بس اللعيبه دي لعيبه رجاله بيبقوا على طول في المواقف الصعبه بيبقوا على قد المسؤوليه. احنا كنا عايزين نصعد والحمد لله احنا كنا جايين لهدف واحد، والهدف اللي احنا نصعد الحمد لله صعدنا. اول حاجه بقول للجمهور الف الف مبروك، نفرح النهارده وبكره ان شاء الله، عندنا بعد 5 ايام بطوله نركز فيها عشان ان شاء الله نقدر نفرحهم، هي غايبه عننا بقى لنا 7 سنين او 8 سنين، ان شاء الله تبقى بتاعتنا ونركز ان شاء الله بعد يومين ونفرح اليومين دول ونخش ان شاء الله بعدها على طول اول ما نوصل قطر نركز في البطوله، عندنا بطوله مهمه. وبقول للناس كلها الف الف مبروك، انتوا رجاله النهارده وللجهاز والاداره كلهم الف الف مبروك، واللي جاي اكتر ان شاء الله هنتعب، اللي جاي احنا عندنا 3 بطولات الفتره الجايه نفكر في اللي جاي، احنا بناخد خطوه بخطوه ولاعيبه على قد المسؤوليه ولاعيبه كلها رجاله ان شاء الله، ربنا فرح الجمهور وفرح الناس كلها. قول لكل اللعيبه الرجاله دي عشان نستمر على الاداء المميز ده شناوي. بقول لهم طول ما انتوا بتحبوا بعض كده وطول ما انتوا على قلب على قلب واحد هنفضل كده ونبقى مع بعض زي الاخوات، احنا اخواتنا في الاول وفي الاخر. اللعيبه دي بصراحه لعيبه رجاله وكلها بيخافوا على بعض وبيحبوا بعض، وبقول لهم انتوا دايما احنا اللعيبه الكبار احنا اخواتكم، وهم بالظبط بيعتبرونا ان احنا اخواتهم، مفيش فرق بين اي حد هنا خالص، وهم بصراحه مقدرين الكلام ده كله وعارفين يعني ايه النادي الاهلي وعارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي وعارفين يعني ايه البطولات اللي احنا بنخشها، هم عارفين الكلام ده كويس والحمد لله ان هم مقتنعين بالكلام ده كويس وعارفين يعني احنا نضحي، والنهارده ما ضحوا كتير عشان نصعد، وفي ناس كتير ضحت وفي ناس كتير ركزت وناس كتير النهارده عملت اللي عليها واكتر، في ناس يعني انا بتكلم كل اللعيبه اللي هنا واللي
واللي هناك في مصر بصراحة كلهم حتى بعتوا لنا وكلمونا ألف مبروك، وإن شاء الله وفقوا يعني يكرمكم في الماتش. دي حلوه، بقول لهم انتوا طول عمركم رجاله في المواقف الصعبه تبقوا رجاله. الف مبروك. بنبارك اكيد لوحش افريقيا الشناوي الحقيقه، مبارك له وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. انا معايا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه محمد هاني، اللي ببارك لك يا هاني. طبعا ادائك مميز، ويمكن رغم الاصابه، يمكن اصابه صعبه جدا، ويمكن الفتره اللي فاتت الحقيقه كان محمد هاني بيأدي اداء اكثر من رائع. يمكن لو احنا شايفين كدمه قويه جدا يا هاني. انا بحييك على رجولتك الاول وعلى ادائك، وببارك لك على الفوز النهارده. كان واضح الاصرار الكبير، واضح ان انتوا عايزين تحققوا حاجه ورغبتكم كانت كبيره جدا. حابب تقولي لكل اللعيبه وعلى الفوز النهارده. الحمد لله طبعا كل حاجة، يعني أول حاجة بشكر الجهاز طبعا، وبشكر اللعيبة جدا جدا جدا. اللعيبة كلها رجالة، احنا جايين من مصر عشان نصعد وعشان نكسب هنا كمان. فالحمد لله ربنا كرمنا، تعادلنا بس كان نفسنا نكسب، بس الحمد لله صعدنا وصعدنا بشكل مميز. اللعيبة النهاردة كلها كانت رجالة، بغض النظر ممكن يبقى في حاجات، بس الحمد لله احنا هو ده اللي احنا عايزينه من الماتش، اللي احنا الحمد لله احنا نصعد ونقفل القصه دي دلوقتي. عندنا يعني النهارده هنتبسط ونفرح على المجهود اللي حصل يعني من اللعيبه كلها. ان شاء الله بكره هنقفل القصه دي. عندنا رايحين مهمه تانية، ماتش السوبر الافريقي بقاله فتره كبيره ما خدناهاش. ان شاء الله ده الهدف اللي احنا باصين له بقى دلوقتي، ان احنا نكسب البطوله دي. بطوله غاليه علينا، وان شاء الله نحقق حاجه كويسه. ودايما احنا رجاله الحمد لله، اللعيبه كلها رجاله. انا عارف ان انتوا كان تركيزكم كبير ورغبتكم كبيره في الفوز، لكن شايف وجود الكابتن محمود الخطيب ورسالته الدائمه ليكم يا هاني، شايف ده اداكوا حافز اكبر من الحافز اللي عندكم كمان؟ طبعا يعني بشكر طبعا الكابتن الخطيب ومجلس الاداره طبعا اللي بيجوا معانا وبيتعبوا في السفريات، سفريات افريقيا دي، وبيدعمونا. ده طبعا بيدينا احنا حافز ان احنا ننزل نموت نفسنا في الملعب، وننزل نجيب اقصى حاجه. ما حدش بيفكر في نفسه، كله بيفكر في الفرقه. احنا كل كلامنا كده حتى يعني قبل الماتش، ان كله يا جماعه يفكر في الفرقه، ما حدش يفكر في نفسه، كله يجيب اخره وخلاص. اللي بيتعب يرفع ايده، ما فيش مشكله، في حد هينزل ينزل مكانه. الحمد لله ربنا كرمنا كرم واسع يعني. الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. مبارك من جديد اكيد لمحمد هاني، بنقول له الف سلامه على الاصابه، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي برغبته وشخصيته. ان شاء الله البطوله العشره تكون في دولاب بطوله النادي الاهلي. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن، لكن مستمرين معاك ولحظه فرحه النادي الاهلي عقب الفوز، عقب التعادل على فريق سان داونز. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن شريف، يمكن الفتره اللي جايه هتشهد عوده مصابين، يعني هنشوف علي معلول، دخول محمود وحيد، يمكن هيبتدي يدي تقل للفرقه شويه. ان شاء الله يرجعوا ويكون الرجوع يعني سلام، يعني ما يكونش في مفروض استعجال في ان شاء الله في الرجوع بعد الفتره دي كلها. الحقيقه استعجال ده علي معلول من ماتش بايرن ميونخ في فبراير، معلش برضو بترجع لحاله اللاعب نفسه، وازاي انت بتدرجه، الحاله البدنيه اللي تقفه على رجله جوه الملعب، ما يبقاش هي حاجه هيبقى فيها تدريجي. طبعا تدريجي يعني. الفرق الكبيره يا كابتن ايمن لازم يبقى عندها توازن دفاعي هجومي، يعني مما لا شك فيه. علي معلول بيترسم عنده الشكل ده الدفاعي والهجومي، الحقيقه بيشغلك المنطقه اللي هي ناحيه الشمال دي بشكل كويس قوي، عنده قرارات سليمه، عنده مساحه من التفكير ومساحه من شخصيه اللاعب اللي هو عنده جرأه في الملعب يفرض امكانياته في الملعب، ما بيبخلش بالحكايه دي. بينزل الملعب بيلعب على ازاي يكون عنده وجود لفرقته اللي بيمثلها، اذا كان المنتخب او النادي الاهلي، ان هو في ناحيه الشمال دي بيبقى لعيب هداف، بيبقى لعيب صانع اسيست للعيبه، بيبقى محتاج كمان من اللعيبه اللي حواليه ان هي تساعده بنفس الامكانيات من الحاله البدنيه. طول ما المنطقه اللي هو بيلعب فيها لعيبه واقفه على رجليها وعندها الحريه، مش زي النهارده مثلا بيبقى الهدف الاول هو الدفاعي في الماتش، لا احنا الفرقه لما بتبقى طالبه زي ماتش اللي جاي ده ان شاء الله انها لازم تكسب، ويبقى لازم يبقى عندها وجود هجومي في الملعب، ده اللي هيساعد علي معلول. هتلاقي الفرقه كلها بتصحف مع بعض، وهو برضو قائد جوه الملعب الحقيقه الراجل. يعني انت كنا بنتكلم على القائد وبنقول اذا كان سوليه او الشناوي، علي معلول برضو يعتبر في السمه دي، بيعرف ازاي يوجه، يعرف ازاي يشتغل في الحته دي. اجايب يشتغل معاه كويس قوي، واجايب يرجع واحده شويه يعني نتمنى كمان ان وزنه ينزل كمان اكتر من كده. فبتبقى في وجود لعيبه معينه بترجع للفورم بتاعتك وتديك الشكل، هتلاقي قفشه ابتدى يفوق للعب،
صحيح. هتلاقي قفشه ابتدى يبقى عنده حريه اكتر، لو ابتدى بحسين الشحات هتكون لما الدنيا وسعت وكل الدنيا ما بقت عندك امكانيات ومواهب في الملعب اللي هي الاصليه بتاعتك اللي انت بتشتغل بيها، هي دي اللي بتخلي لك الوجود بقى في الفينشنج. انت محتاج ده كله انك رايح على الفينش بقى، رايح فينش في بطوله ورايح في كاس مصر برضو لعبت وكسبت، عندك سوبر مصري، عندك سوبر افريقي، عندك بطوله افريقيا العشرة باذن الله، عندك سيمي فاينل وداخل على الفاينل باذن الله، وهتلاقي هتقابل فرق كبيره. انت مش هتاخد بطوله مع فرق اللي بيوصل معاك الحته دي صحيح. اسماء كبيره جدا، وداد الترجي وزاد كايزر تشيف اللي كسب، لو كنا احنا هنقابله كان يبقى سهل لنا طبعا واحسن لنا. انما هي المرحله دي محتاجه فعلا زي ما انت قلت لعيبة بقيمة علي معلول، بقيمة اللعيبة دي كلها اللي موجودة، انها تبقى في حالة بدنية تسمح لها انها تأدي المباريات الكبيرة اللي جاية دي كلها. انا بتمنى لهم كلهم ان يكونوا اصحاء ان شاء الله، مفيش اي مشاكل، مفيش اصابات باذن الله. كابتن علاء، يمكن زي ما الكابتن شريف، رجوع علي معلول بيدي قوة وطوق لخط دفاع الاهلي، ولكن يفرق معاك كمان في النواحي الهجومية. علي معلول معتمد عليه مفتاح لعب كبير جدا من فترة كبيرة جدا، ويمكن غيابه أثر عليك هجوميا كمان صح. ودي حاجة لازم نتكلم فيها، مش عيب نقول كده، لأن راجل أساسي عندك وراجل زي ما بقول لك أنا مهم جدا بالنسبة لك. لما غاب عنك الفترة دي، لا الجنب الشمال تأثر، محمود وحيد لما لعب لكن هي كانت حتة إصابة بعيدة قوي، أيمن أشرف بيأديها لكن بيأديها على قد إمكانياته طبعا، ما أثرش في حاجة خالص. لكن يبقى علي معلول ذو طبع خاص لوحده خالص صحيح. من الباكات اللي فتت تحس ان هي عنده الحلول، علي معلول عنده الحلول، حريف قوي يعني غالبا يعني، او صعب تلاقي باك او ظهير ايسر بالمواصفات دي صحيح. بيعرف يلعب كوره كويس قوي، بيعرف الكوره العرضيه بيلعبها كويس جدا. اخر قبل ما يصاب كان عنده حته تلاقي التمريره البينيه دي بيعملها بامتياز، فاهم وجهات مركزه كويس قوي. في حاجه كمان ميزه فعالي، ان هو دايما بيبقى حل اللعيبه كلها يعني زبوه. مش هو مستني لا عشان لا لا هو دايما حل صحيح. دايما زينه شغال على طول في اثناء المباراه، ودي بتبقى ميزه في لعيب الكوره ان هو دايما بيفكر، مش بيفكر نفسه بس او الكوره معاه بس، بيفكر وهو كروش معاه، بيفكر لو الكوره مع الزميل هيعمل ايه. زي ما كابتن شريف قال، كان هو واغيين يعني جابها ممتازه ناحيه الشمال، رجوع علي معلول هيزودك مع مع الناس اللي بعيده كمان ترجع لك، مع وجود فتره كمان ايام مهمه قوي، ان الاوقات الراحه بقت الى حد كبير انت مش مضغوط دلوقتي. انت خلاص مباراه النهارده، عندك بكره اكيد في راحه، هتسافر لسه عندك تحضير لمباراه، يعني مش مضغوط يعني. ان شاء الله المباراه القادمه بطوله، وان شاء الله تكسبها يا رب، تبقى حلوه جدا ترجع ببطوله. بس خلي بالك بعد ما هنرجع ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل وناخد البطوله ان شاء الله، هنرجع تاني ما نفس النظام. عشان كده بقول لك يا الفتره دي يعني مش مضغوطه شويه، لكن هتضغط تاني. لكن عارف اما تضغط يا ايمن، النهارده اهلت الحمد لله قبل النهائي، ان شاء الله تكسب بطوله السوبر وتضغط مش مشكله، انت عامل انجاز حلو. لعيب الكوره حتى ما يبقى عامل انجاز كويس ومضغوط ما عندوش مشكله، لكن تخيل لو النتائج مش كويسه وضغط ماتشات، انت بتتزهق، بتتخنق، مش عايز حتى تلعب. لكن النتائج بتساعدك والاداء بيساعدك، واللعب في النادي الاهلي الى حد كبير لوحده كده حاجه ممتعه لوحدها خالص. عشان كده بقول لك ان شاء الله عالم اقوله يرجع، وحمدي فتحي كمان خلاص ان شاء الله رجع لك برده اضافه في نص الملعب بالزبط. فحلو كويس قوي الفتره اللي جايه دي، انت فتره النتائج مساعدك كويس قوي، الحاله العامه كلها كويسه، الحاله واضح ان الحاله الناس كلها مبسوطه وفرحانه من التقرير اللي بتجيلنا. فان شاء الله الفتره القادمه عالم اقوله يخش عالي بقى مش هياخد وقت كبير قوي، احنا بنتكلم في اجاي بياخد وقت عشان يرجع لشكله الطبيعي او فورمته الطبيعيه. علي معلول ما بياخدش وقت بسرعه، ان شاء الله ينسجم مع الفريق، بس ان شاء الله يبقى رجوع، يبقى ان شاء الله سليم تماما، ويبقى اكيد اضافه اكيد يعني. صحيح. كابتن، دي هجمه كانت لديانج لو تفتكر، ضرب فيها خط الدفاع وعمل انطلاقه هجوميه جامده جدا، لو اعتقد لو كان اتلعبت صح لطاهر كانت مسيره خطوره، يمكن كانت فرصه هدف يعني. طبعا من الفرص اللي جت واضحه للنادي الاهلي، وقلنا نفس الخطا اللي بيحصل في فرقه سان داونز، المساحات اللي في خط ظهرهم الكبيره اكتر من كوره الشوط الاولاني لقفشه والشريف، واحده برضو ضربت في دماغه، لو كان سابها تعدي كان هيروح انفراد. دي برضو واحده من الكور الخطيره،
مسافة كبيرة جدا بين قلب الدفاع والسيرد باك الثاني، لو اتلعبت مظبوط لطاير فرصة هدف مؤكد يعني، لانه ديانج عمل فيها مجهود كبير جدا. طبعا كان في حد كمان ورا طاهر داخل في الكوره في نفس الوقت من عندنا برضه. ايوه فكانت فرصه طبعا هدف. هو المجهود اللي عمله ديانج فيها يمكن اثر على اللعب والكره العرضيه. هو عامه ديانج طبعا واحد من اميز لاعيبه النادي الاهلي، وكلنا كنا لما ما كانش بيلعب كنا كلنا بنطالب انه لازم يلعب، لكن هو ديانج شويه عنده اللمسة الأخيرة ساعات بتلاقيها جامدة شوية في التمريرة. لا ما بتكلمش على الكرة دي تحديدا، أنا بتكلم بصفة عامة، التمريرة بتاعته شوية بتبقى جامدة شوية أطول من لازم شوية، لما بيروح هو بيعدي بيصطدم بالناس، دي شوية بالخبرة هتزيد مع الوقت يعني. لكن هو واحد من أميز لعيبة النادي الأهلي، ويعني بنبقى مبسوطين جدا وهو في التشكيله الاساسيه على طول يعني. بس صحيح كابتن شريف، سوري كابتن بلال، يمكن عايزين نتكلم عن التغييرات النهارده ودورها في الشوط الثاني في التاثير على المباراه. طبعا المباراه فضلت زي ما هي. يمكن قبل ما نتكلم يا كابتن بلال، دي ده الاوتوبيس بعد المباراه وبيوصل لعيبه لفندق اللاعبين لحد السفر ان شاء الله لقطر باذن الله بعد بكره. نيجو بسلامه الله. دي لقطات حصريه مباشره من كاميرا النادي الاهلي في جنوب افريقيا، وادينا شايفين طبعا فرحه اللعيبه، طبعا فرحانه وفي ناس كمان. خلي بالكم على اليمين هنا، بصوا شوفوا جمهور من جنوب افريقيا بيستقبل البعثه وبيستقبل موسيماني كمان بالذات، وكاتبين يا يافطه بنثق في في الاهلي وشكرا. كاتبين لفته حلوه جدا، وده النادي الاهلي في كل حته طبعا. طبعا ربنا يجيبهم بالسلامه ان شاء الله. طبعا يعني ده خد بالك، كل ما بتعدي دور في الادوار النهائيه دي بيبقى بانجاز بكل اللعيبه وللمدير الفني كمان. يعني النهارده انا وصلت للسيمي فاينل خلاص، حسين يعني وسامي والبسمه على وجوههم والجهاز الفني يعني يستحقوا التقدير. هو مستر موسيماني بيبادلهم التحيه، واعتقد ان هم بيهتفوا له كمان. هو كان عنده موقف صعب قبل الماتش النهارده مستر موسيماني، يعني كان من بعض جمهور راح بص بيسلم عليهم وبيشكرهم طبعا، تواضع غريب جدا وكبير جدا من كاتبين له وي بليف ان اور ايجل، بيتسم شخصيه متواضعه جدا بصراحه، بيسمينه النسر هناك ايجل. ايوه راح سلم عليهم واحد واحد، يعني هو يستحق نسر الاهلي بصراحه يستحق. دي حقيقه يعني، بقول لك كان عنده موقف قبل الماتش صعب شويه من جمهور سان داونز، هو يمكن الكلام ده عقب عليه هو بعد الماتش. مظبوط. يعني خد بالك انت في النادي بتاعك الاسبق، يعني كره القدم فيها احترافيه، وبعدين انت ما سبتوش رحت فرقه منافسه ليه جوه جنوب افريقيا، انت يعني احترفت، فده اعتقد ده شيء جيد بالنسبه لمستر موسيماني، واحترف في نادي على قمة افريقيا نادي الاهلي، ده موضوع كبير جدا. بمناسبة الكلام ده، هو اولا حد سأله الماتش اللي فات قال له انت يعني ما كانش عندك الفرحة قوي لما النادي الاهلي جاب الجولين، ما احتفلتش يعني. فهو اولا كلام كويس قوي، قال انا دلوقتي مرحلة جديدة مع مدير فني للنادي الاهلي، ولكن ما تنسوش ان انا اصلا النادي سان داونز ده هو اللي عمل اسم موسيماني، فالاحترام واجب اكيد طبعا للفريق اللي قدامه اللي هو كان ليه فضل عليه. احنا كمان كابتن علاء يعني نفتكر له ذكرى لما لعب في الاولمبيا، ذكرى ليه تمام، ويعني تقدير النادي لبيتك اللي اتربيت فيه ونشات فيه، يعني برضه بلو تقدير كبير عندك انت كمحبك او اتولدت ولعبت وانتميت للنادي بتاعك، بيبقى يعني اظهار الفرحه بيبقى اعتقد امر صعب يعني جدا يعني. وكل والناس اللي يعني في لعيبه كتيره جدا يعني يمكن مرت بالحدث ده، كون انه يظهر الفرحه ضد النادي اللي هو لاعب كان بينتمي ليه ولعب فيه وخد معاه بطولات وفرح وكانت مسيرته كلها حافله معاه، اعتقد بيبقى الامر صعب جدا. ويمكن ده اللي قاله مستر موسيماني او ده اللي عقب عليه، انك انا في النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا،
بس سجلت هدفين وكسبت صن داونز، صن داونز ده بيتي، مبسوط بالنتيجه، لكن التعبير عن الفرحه، انا بنتكلم في التعبير نفسه عن الفرحه، اكيد هو من جوه مبسوط، ده وضع طبيعي. انا كمدير فني بعمل انجاز، انجاز جديد بالنسبه لي، خدت بطوله افريقيا، يعني هوصل للسيمي فاينل عشان العب الفاينل عشان اخد البطوله، اكيد ابقى مبسوط من جوايا، ده وضع طبيعي. لكن احنا بنتكلم في التعبير عن الفرحه، وراجل يعني كان كلامه واضح ان التعبير عن الفرحه امر يعني غير مطلوب، لان ده برده بيتي، وده النادي اللي انا اتربيت فيه. صحيح. وده اللي انا يعني النادي اللي صنع اسم مستر موسيماني. يعني صحيح. وما زلنا مستمرين مع الفرحه ولقاءات ما بعد المباراه، وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي ومصام مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، طبعا برحب بيك وبكابتننا الكبار وبكل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم في توقيت مهم جدا لفريق النادي الاهلي، بنقابل فريق غايه في الصعوبه، فريق ميلودي سان داونز، لكن زي ما قلنا اكتر من مره بشخصيه النادي الاهلي وبالجديه وبالاصرار والتحضير الجيد جدا من الجهاز الفني قدرنا نتخطى هذه المباراه. كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، ببارك لك كابتن سامي. سجلنا مع بعض وقلنا الاداء مميز جدا في التدريبات، واضح الجديه وحماس لعيبه النادي الاهلي، وكمان القرار الفنيه كانت ممتازه من الجهاز الفني بالكامل. شايف الجيم النهارده ازاي، وحابب تقول ايه لكل اللعيبه الرجاله اللي ادت مباراه اكتر من رائعه؟ طبعا تحية كابتن ايمن وضيوفه، طبعا زي ما انت قلت بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت والتركيز دوت والتصميم اللي هم عاوزين يعملوا حاجه لناديهم ونفسهم. مباراه زي ما انت شفتها صعبه جدا، بتلعب فرقه مميزه جدا خصوصا على ارضها، عندهم حلول فرديه كويس، بيقدروا يلعبوا في بيت المساحات كويس، الحافظ بيس بيلعبوا فيها كويس جدا، يعني فرقه كوره كويسه محترمه. اعتقد الحمد لله الراجل اشتغل كويس وحاول ان احنا نضيقنا المسافات المساحات بين اللعيبه، واعتقد الحمد لله اللعيبه كانت على قد المسؤوليه وكانت في الموعد الحمد لله. وعندنا بقى فصلنا وزي ما انت شفت نكلم الراجل بعد المباراه على طول، الكابتن سيد والكابتن خطيب نفس القصه، عندنا بطوله مهمه جدا كمان 5 ايام، مهم جدا ان انت تفصل، الحمد لله حققنا الهدف وده كان مهم جدا بالنسبه لنا، لكن عندنا هدف اكبر بقى وبطوله غايبه عننا من فتره كبيره. اتمنى ان شاء الله اللعيبه تستعد كويس وان شاء الله ربنا يكتب لنا فيها التوفيق ان شاء الله. يمكن كمان النقط المهمه جدا النهارده شفنا روح كبيره كده، شفنا ايمن اشرف، رغم يمكن ايمن اشرف برده مجهد بشكل كبير، بدري بنون النهارده بيأدي اداء، رامي ربيعه كمان يمكن الناس استغربت يا كابتن سامي من رامي ربيعه مكانه هيبقى ايه، قفشه مكانه هيبقى ايه، ده واضح ان كان في قراءه مميزه جدا لبيتسو موسيماني والكابتن سامي وكل الجهاز الفني، لان القراءه دي فرقت معانا بشكل كبير الشوط الاولاني والشوط الثاني كمان. ما تنساش برضو ان ده ان دي فرقه الراجل، يعني الراجل عارفها كويس وعارف امكانياتها وقدراتها ازاي تلعبها. ممكن الراجل اتكلم في النقطه دي اللي هو بقى له 8 سنين مع الفرقه، فعارف كل ظاهره كبيره في الفرقه، نقاط القوه بتاعتهم، نقاط الضعف بتاعتهم، ايه اللي بيضايقهم، ايه الحاجات اللي مميزين فيها، الحاجات الكتيره دي الراجل اشتغل عليها كويس. واعتقد الحمد لله قدر اختيارات من لعيبه كويسه، زي ما انت قلت اللعيبه ادت اداء مميز جدا وروح قتاليه عاليه جدا جدا جدا، انت تدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وان هم لعيبه قد ايه بتحمل المسؤوليه. فاعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه كبيره لينا، والحمد لله اعتقد لو نجاح برضو للراجل اللي هو يوصل للمباراه ديت بنتيجه الحمد لله ايجابيه لينا، فاعتقد الحمد لله تحسب ليه. طبعا مش هنفكر في افريقيا على قد ما نفكر في السوبر اكيد يا كابتن سامي، طبعا بالتاكيد تحضير للمباراه هيبقى ازاي، الامور هتبقى ازاي، عارف ان احنا خلاص بكره هنمشي مباشره على قطر هنخش الفقاعه، يعني الامور هتبقى ازاي بقى بالنسبه للسوبر افريقيا؟ وده قدر لعيبه النادي الاهلي دايما يعني، وده اللي اللعيبه دايما بتفكر. حتى والله احنا قبل ما الراجل يتكلم عشان هو اتكلم مع اللعيبه والناس الكبيره سعد وكابتن وليد سليمان وايمن، الناس الكبيره والسلاي، الناس الكبيره الموجوده في الفرقه، اتكلموا ان احنا لازم نفصل. مهم الحمد لله فرحنا شويه في الاوضه، لكن عندنا تحدي اكبر بالنسبه لنا يعني، وبطوله كبيره غايبه عننا بقى لها فتره كبيره جدا يعني. فاعتقد الحمد لله اللعيبه مستوعبه قد ايه المسؤوليه، مستوعبه قد ايه ثقه جماهير النادي الاهلي فيهم. النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي يعني بيتمنوا دايما بطولات، ومحتاجين دايما بطولات، ومحتاجين دايما كل مباراه يكسبها، وده اللعيبه مستوعبه جدا يعني وبيحاولوا يسعوا ليه. ولكن في الاول والاخر طبعا انت بتقدر تعمل اللي عليك. يمكن احنا اتكلمنا قبل المباراه واتكلمنا ان التوفيق ده ليه عوامله، يعني عوامله ان انت بتقدر تشتغل على كل الاسباب اللي موجوده، بتاخد بكل الاسباب المتاحه، فاعتقد التوفيق الطبيعي هيجي لك يعني. الحمد لله ده اللي ناس كتيره قوي بتحاول تقلل من جهد وتعب اللعيبه والجهاز الفني. اعتقد يعني التوفيق ما بيجيش الا لاهله يعني، اعتقد الراجل شغال شغل كويس جدا في كل التحديات، كل التحديات اللي بنمر بيها الراجل بيقدر يتجاوزها بشكل كويس جدا. الراجل دايما بيقول محتاج دعمكم، واحنا دايما بنقول كده ودايما بنناشد جمهور النادي الاهلي، وطبعا كابتن ايمن وضيوفه طبعا اكتر ناس بتدعمنا واكتر ناس واقفين في ظهرنا، لان ده طبعا ده عشمنا فيهم كلنا، واي حد بينتمي للنادي الاهلي دايما اللي هو بيبقى في ظهر النادي وفي ظهر الجهاز وفي ظهر اللعيبه محتاجين ده جدا. اوقات كتيره بيبقى في صعوبات كتيره جدا علينا، ضغط المباريات والاصابات، ورغم كل ده الحمد لله اللعيبه بتحقق
اداء كويس وتحقق نتائج كويسه وتحقق الحمد لله بطولات كبيره من السنه اللي فاتت لحد دلوقتي. فاللعيبه دي اعتقد اللي ليها كل الشكر. والجهاز ده برضو الراجل بيتعرض برضو لضغوط كبيره جدا جدا يعني يمكن يعني انا شايف اللي هي غير مبرره يعني. حتى الراجل بيتعرض من هناك ومن هنا. شفت انت ايه اللي حصل قبل المباراه؟ حاجات كتيره الناس ما تكونش شايفينها. ناس تجاوزات غريبه جدا للراجل. ماشي ده طبيعي اللي انت بتلعب خصم. انما لما تكون في بلدك وبتنتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي والناس بتنتقدك في كل الامور اللي انت بتشتغلها بس لا قدر الله حصل حاجه اخفاق، لو ان الحمد لله ما حصلش اخفاق كبير جدا يدعو للقلق يعني. لكن اعتقد الحمد لله الراجل ماشي بشكل كويس. احنا كان عندنا صعوبات كتيره الفتره اللي فاتت اقدر اتكلم عليها دلوقتي. اصابات لعيبه مؤثره جدا في شكل الاداء والشكل الجمالي اللي جمهور النادي الاهلي بيتمناه. النهارده لما تكمل ويرجع علي معلول ويرجع حمدي فتحي وجونيور يرجع بحاله بدنيه كويسه وكل الناس اللي غايبه عننا دي ترجع بتدينا قوه بتدينا شكل اداء كويس. خصوصا ان الراجل عاوز يعمل حاجه كويسه للنادي. الراجل بقاله 8 شهور موجود لسه في مصر يعني صعبه جدا. 8 شهور لو حسبت كميه المباريات اللي فيها كميه البطولات كميه الضغوطات كميه الاصابات اللي انت بتمر بيها فاعتقد ان مفيش حد يقدر يستحمل ده. فكل اللي طالبينه والراجل دايما بيتكلم في النقطه دي لازم نصبر شويه. انا عارف ممكن الاداء مش بالشكل اللي النادي الاهلي متعود عليه او اسلوب اللعب ممكن يكون مش مرضي شويه لجمهور النادي الاهلي، لكن انت مهم جدا برضو ان انت تعمل اداء كويس ان انت تعمل نتائج مميزه وده الاهم في ظل الضغط ده. لانك انت لما دايما بتصلح اخطائك مع مكسب اعتقد بتبقى افضل يعني. ولينا المثل في كل الفرق اللي موجوده في كل العالم النهارده ممكن ريال مدريد يخرج من الموسم صفر، النهارده باريس سان جيرمان نفس القصه صفر، ليفربول نفس القصه ممكن ما يشاركش في بطوله اوروبا. فرق كتيره جدا جدا وامثله كتيره جدا ما قدرتش تستحمل الضغوطات ديت يعني. فالحمد لله ده بيدل النادي الاهلي نادي كبير منظومه كبيره جدا، ان بالرغم كل العوائق ديت واللي انت الحمد لله بفضل ربنا اللي انت بتحاول تحقق نجاحات وانتصارات وبطولات. اعتقد الحاجه دي جديره اللي انت تدعم هي ده اللي مطلوبه. وده دايما الراجل بيتكلم عليه ان شاء الله باذن الله بطولات، مزيد من بطولات الفتره الجايه، مزيد ان شاء الله من انتصارات للنادي الاهلي الفتره الجايه، مزيد بقى من الدعم الجمهور النادي الاهلي للعيبه قبل الجهاز يعني الجهاز ما فيش ده طبيعي يقدر يستحمل الضغوط دي. انما اللعيبه برضو بتتعرض لضغوط رهيبه جدا جدا يعني عشان هم شخصيه قويه وشخصيه قد ايه عارفه مسؤوليه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بتقدر تتجاوز الموضوع ده. فما بالك بقى لما الدعم ده يجي لهم بقى مع الانتصارات الحمد لله. فاعتقد الحمد لله تبقى ميزه كبيره لينا وده عشاننا دايما في جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما بيقف في فرقته في كل المواقف اوقات كتيره ممكن يبقى رد فعل قوي شويه لكن على قد رد الفعل ده اعتقد ان الدعم هيبقى اقوى واقوى. مستنيين دعمكم ان شاء الله مزيد من البطولات ومزيد من التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. عندنا بطوله ان شاء الله نهداها لكم ان شاء الله كمان 5 ايام ان شاء الله تبقى اعتقد اكبر رد من اللعيبه ليكم اللي تعبكم ووقفكم ظهرنا ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. فرحه كبيره وفرحه مهمه جدا وتصريحات مهمه من الكابتن سامي قمصان. لكن في هذه اللحظات عودة للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. يمكن كابتن سامي اتكلم عن الصعوبات واللعيبه الفتره ديت من الضغوط من الاصابات من تتابع وتوالي المباريات بصوره غريبه جدا ويمكن اتكلم عن دورنا هنا في قناه الاهلي وان احنا بندعم الجهاز الفني وبندعم اللاعبين في اصعب الاوقات. لا احنا في كل الاوقات بندعم وده دورنا هنا في قناه النادي الاهلي ان احنا بندعم النادي الاهلي في جميع القطاعات من اول كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره لحد اصغر عامل في النادي الاهلي. ده واجب علينا، ده مش تفضل مننا، ده واجب علينا وده دورنا هنا في قناه النادي الاهلي. كابتن شريف الفتره اللي جايه يمكن زي ما قالوا الكباتن عندك مباراه ببطوله. ايه التجهيزات والتحضيرات اللي تقدر تعملها في الثلاث ماتشات دول انك تخش المباراه اللي جايه جاهز ان شاء الله للحصول على البطوله؟ خلينا ناخد من كلامك كابتن ايمن بالنسبه لكابتن سامي قمصان وهو بيتكلم ان احنا بندعم الفرقه. الحقيقه احنا مقدرين للمجهود والضغوطات اللي الفرقه بتعدي بيها الحقيقه، يعني مفيش حاجه كده في العالم الحقيقه. الشكل اللي احنا مقدرين لعيبه قد ايه عندها اجهاد عام بنشوفه من ضغوط ماتشات دوري
للعب مع نادي الزمالك لبطوله افريقيا. فاحنا مقدرين المجهود الكبير قوي ان النادي بتعمله واللعيبه بتعمله. احنا ما بنجيش على اللعيبه او بنيجي، انما احنا من حقنا ان احنا ننوه في بعض الاوقات على ماتش نقول احنا مفروض يبقى عندنا شكل هجومي شكل كذا، وبنرجع في الاخر برضو نرجع لكلامنا نقول ايه، دي حاله اجهاد عامه. صحيح. فاحنا مقدرين يا كابتن سامي مجهودكم الكبير، مقدرين البطوله، مقدرين مجلس الاداره والمجهود الكبير اللي بيعمله عشان يوفر للفريق وللجماهير احسن نتائج باذن الله، ونبقى واصلين للفاينل دايما زي ما تعودنا في كل بطولات الحقيقه. هو ده المجهود، ده واضح، لان احنا زي ما كنا بنتكلم ان احنا النهارده بنحتفل بنادي القرن، فاحنا بنحتفل عن جداره، بنحتفل عن على النظام والاداره والاصول والمبادئ اللي احنا شغالين عليها طول حياتنا. فاحنا بنقدر لان احنا شايفين فيه مجهود مبذول الحقيقه، بنشوف سرعه اتخاذ قرار، سرعه كل حاجه. فاللعيب كمان النهارده كنت لسه بكلمكم بقول لكم اقول ازاي ان انا عايز اهوي اللعيبه دي شويه. ايوه انت بتسالني بقى على الفتره الجايه، عايز اريح اللعيبه دي شويه. أيوة. في لعيبه مضغوطه قوي، يعني انا السوليه ده لما بقعد اتفرج عليه وقفشه عايزين راحه، عايزين بديل جاي زي حمدي فتحي وانت بتتكلم، يعني عايزين ايمن اشرف لما يخش جوه مثلا جنب بنون او ما شاء الله ياسر ابتدى يرجع دلوقتي يقف على رجليه، او هيقف ايمن اشرف هيجي معلول معاك، بتكلم على اجايه. ايوه اجايه ازاي يرجع بسرعه ويعمل لي الشكل اللي احنا كنا من نص اللي فات كنا على طول بنعتمد عليه، ويبقى عندك انياب انيابك ترجع تاني تهز حتى رجوع حمدي فتحي زي ما الكابتن علاء برضو كابتننا ده بيفرق معاك كتير. النهارده لو عندي حمدي فتحي كنت هلعب بربيعه، مش هلعب بربيعه، مش هفكر يمكن احط بقى ربيعه مكان ياسر ابراهيم. انما النهارده في بدائل لما بترجع لك وانياب بترجع لك بتوقفك عليه اكتر، بتخلي اللعيبه اللي حواليك تلعب كمان. يعني حسين شحاته ينزل يلعب لي باك رايت؟ لا، هتلاقي بقى نص ملعب معظم لعيبه بتلعب كوره، بتنقل كوره سريعه اتقطعت منك يرجعوا يجيبوها تاني هو وديانج. بس وجود ياسر النهارده كان مفيد لينا، ده جاب هدف الاهلي. لا ما بتكلمش عن ياسر خالص. ياسر النهارده عريس الفرقه، عريس الفرقه بالجرأه وانه يوصل بتاع ده، وعندهم الكارج ان هم عايزين يجيبوا جون، عايزين يجيبوا جون. انما عندهم المفهوم الاول في مباراه اليوم هو الشكل الدفاعي. أيوه. حتى انت بتتكلم على صلاح محسن بيرجع ده كله، ولما نزل بنعمل مساعده للباك رايت حسين شحات. فاحنا عندنا النهارده شكل اهم، محافظة على الهدفين اللي احنا راجعين بيهم من مصر، يعني هما دول اللي كانوا اساس المباراة النهارده. انك تجيب جول خلاص بتصعب المباراة خالص، بتجيب التاني بتودي المباراة بقى في جيبك وانتهينا على كده. فالشكل اللي جاي اصحاب العين اللي موجودة جوه الفرقة هي اللي عارفة مين اللي مجهد، مين اللي نقدر النهارده اريحه شوية. عندك من اللعيبة الصغيرين طاهر محمد طاهر، وعندك اكرم توفيق اهو قاعد، عندك محمود وحيد معرفش حالته عاملة ازاي صحيا، عندك كهربا وحسين الشحات، دول لعيبه تقدر تعمل منهم هارموني ويدخلهم وطعامهم في الشكل الجاي، خاصه في بطوله زي بتاعه الفاينل. بطوله الفاينل دي هتتلعب في ارض محايده، انت الضغوط اللي عليك انك تاخدها، مش الضغوط عليك انك تخسرها او ده ماتش ببطوله، ده ماتش ببطوله. انت بتلعب بنفس الكارج بتلعب، بس هتبقى بتلعب جيم مفتوح. عايز لعيبه من الانياب اللي هي تشيلك نص ملعب، تشيلك كفراوده، وتفكير اللعيبه انا افضل العب مع اللعيب في دماغه دلوقتي مش في الحاله البدنيه، النفسيه افضل اكلمه في ان النهارده لازم مطلوب مننا انك انت امكانياتك 1 2 3 انت النهارده بتعرف ترقص، بتعرف تشوط، بتعرف بيبقى عندك ارجعه تاني لثقته في نفسه. طاهر محمد طاهر النهارده بيخش من الناحيه الشمال وبيشوط ويجيب للتصويبات للفرديات اللي هي بتخليني انا زياده عن اي حد تاني، لان انت عندك امكانيات. ازاي بقى اوصل اللعيبه من نص الملعب ده نص الملعب اللي هو يكسبني، هي دي شغلة الجهاز الفني. أيوة. بيواكب ايه كمان؟ ان انا رايح برضو اللعيبه دي، اللعيبه دي لما تعدي من سان داونز وتعدي من الزمالك وتعدي من الماتشات وداخله على احتفاظ ببطوله في الدوري ان شاء الله، فهو ده دور الجهاز الفني دلوقتي. اعتقد خلاص يعني انت عندك من المدربين المساعدين اللي موجودين ستاف كامل. صح. بيحلل وبياخد كل لعيب لوحده وبيتكلم، معرفش الشكل كله مع سيد عبد الحفيظ مع كل الدنيا بيتكلموا مع اللعيبه. فهو دي الفتره اللي احنا جايين علينا دي فتره زي ما قال لك شناوي كده، طول ما بيحبوا بعض وخايفين على بعض وبيساعدوا بعض النجاح هيبقى موجود ان شاء الله. صحيح. انما ما يقعش منك اي حد بدنيا او صحيا. صح. هي دي الفتره اللي جايه فتره مهمه قوي. ان انت تحافظ على اللعيب نفسه فيزيكلي، يعني يبقى سليم بالنسبه لك، والفرديات والفنيات وادائه ده بتاعه هو بقى. بتاع مدير فني يقدر يقول لك هشاركه 40 دقيقه 50 دقيقه 60 دقيقه 70 دقيقه. ودايما زي ما كنا بنتكلم النهارده الكباتن كلهم قالوا التغييرات تبقى اسرع شويه.
انك انت في حاله اجهاد برضو. يعني احنا بنشوف ان انا عندي مفهوم من الاداء جوه الملعب، بس برضو في اجهاد بيبقى موجود، لازم انا اساعد اللعيبه يعني اخليهم يركز. الجول بتاعنا يا كابتن، ده الجول بتاعنا كنا بنتكلم عليها. اولا فرقه سان داونز وهي واقفه مش متخيله ان انت هتجيب جول على ما اعتقد يعني. مفيش رقابه اولا، يعني الشكل في الهجوم كده مفيش حد رايح على الاولانيه، انما اكيد الشكل العرضيه دي متفق عليه من الجهاز الفني مع اللاعبين. أيوة. ان واحد هيروح على القريبه وواحد تاني هيبقى على البعيده. وهي عدت خلاص وانت توفقت، بس ما شاء الله بص الطلعه بتاعه ياسر ولعبه الكره براسه كانه مهاجم فعلا. مين يعني لو راس حربة هعمل كده عشان تبص الكره في الجول ما تطلعش مني وتعلاش. عمرو السولية اللي لعبها، بص ان عمرو يبقى موجود في الحته دي، فيبقى هو ده اللي مطلوب. ان شخصيتك انت بتروح عايز تلعب الكوره، عايز تاخدها. بص يا كابتن، وده اللي هم بيعملوه ده بيعملوه فينا اسامه برضو. ايوه يعني هم كمان عندهم نفس التريك ده. ومين اللي بيمرنهم؟ كان موسيماني، يعني نفس موسيماني صاحب الفرقه دي، هو نفس اللعيبه اللي بيلعبها، فعنده عنده المفهوم والشكل ده، ان اللي بيروح على الاولانيه والتاني يروح على البعيده بتبقى فيه خطوره جامده، ممكن يحصل منها هدف، وكان فيه توفيق من عند ربنا الحمد لله. يعني دي الكره الثانيه دي يا اسامه. لا انا بتكلم على كره الكورنرز في الاول. الميزه اللي حصلت من لعيبه النادي الاهلي الاربعه خمسه اللي كانوا واقفين في ورا عمرو سوليه واتحرك على الاولانيه وزحلقها، رد فعلهم كان اسرع من لعيبه سان داونز. يعني سان داونز وقفوا، ولذلك انت بعد ما عمرو السوليه حول الكوره، يعني يا ريت لو سمير يجيب لنا الكوره بتاعت الكورنرز، وش لعيبه سان داونز للمرمى بتاعهم، ولعيبه النادي الاهلي هم اللي قطعوا من ظهرهم وياسر تابع كويس قوي وحطها كويس. صحيح. طيب نستاذنكم بس نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا برحب بيك في البدايه وكل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم وتاهل بمشيئه الله، يمكن النهارده توفيق ربنا كان معانا، وقلنا الاسباب الفتره اللي فاتت والتجهيزات الكبيره من مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب الاستاذ طارق قنديل وفروا مع مجلس الاداره بالكامل مناخ طيب لكل الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، فالحمد لله ربنا كافئنا النهارده. انا معايا طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل، ببارك لك طبعا على طارق بيه. الحقيقه شفنا من اول يوم تصميم كبير من اللعيبه، تحضير اكثر من رائع، توفير مناخ من مجلس الاداره جيد جدا، وده اللي احنا بناكد عليه في كل مره. مجلس الاداره بيحاول يوفر المناخ بشكل عام، يتبقى بقى توفيق مع لعيبه النادي الاهلي. حابب تقول للعيبه الرجاله على الفوز المهم جدا ده النهارده؟ مبروك الاول يا كابتن ايمن، ومبروك يعني للضيوف اللي معاك. الحمد لله حاجه جميله، حاجه محترمه في ظل الانضباط الحمد لله اللي كان فيه البعثه كلها. يعني احنا من وقت ما جينا وجوه اللعيبه كلها عليها التزام طبعا كالعادة، الحمد لله كابتن محمود الخطيب واشرافه على البعثة والتعاون اللي موجود مع كل الجهات الموجودة هنا، دي ادى انطباع الحمد لله ان شاء الله ربنا هيوفقه وانا نخرج بنتيجة ايجابية. طبعا لعيبة رجالة ما لهمش حل، لان في ظل الدوري اللي هو جاي من دوري تلاحم ماتشات بطريقة عمرها ما حصلت في تاريخنا يعني ولا في تاريخ اي نادي، ومع ذلك الحمد لله انه يجوا هنا وربنا يكرمنا. لعيبة رجالة رجالة رجالة، وجمهور النادي الاهلي يستحق كده. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. نقطه كمان مهمه جدا عايز ارجع معاكم فيها، موضوع الطائره الخاصه ده كان امر مهم جدا بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، لان الرحله كانت طويله رغم وجود طائره خاصه. الموضوع لو ما كانش فيه طائره خاصه كان هيبقى مجهد جدا لعيبه النادي الاهلي. فكرتوا ازاي في الامر ده مع مجلس الاداره بالكامل يا استاذ طارق، وازاي قدرتوا تاخدوا هذا القرار؟ الحمد لله هو يعني القرار ده كان من الاول خالص، يعني من الاول ما كان في ترتيبات على دور الثمانيه ان هتبقى في طائره خاصه متواجده في ظل الكورونا وانتشارها والكلام ده لحمايه اللعيبه، وجت في نفس الوقت والبعثه كلها طبعا يعني لحمايه البعثه كلها، وفي نفس الوقت جت متوافقه مع ان السفريه هتبقى طويله لجنوب افريقيا، ومعها كمان الرجوع على طول. يعني يا دوبك احنا هنكون في اسوان بكره ان شاء الله بعد ما تتحرك الطياره من هنا، يعني هنكون في الاسوان عشان الطياره تتزود بالوقود، وكان نروح على قطر ان شاء الله يعني. فكان لازم طياره خاصه تكون هي اللي موجوده الحمد لله. فكانوا كل لعيبه النادي الاهلي الرجاله على ادائهم المميز ده، وهي لحظات هنفرح يا استاذ طارق، ثم بعد كده يتم التركيز في بطوله سوبر مستنيها كل جمهور النادي الاهلي. هو ده قدر النادي الاهلي، ان على طول تلاحم البطولات مع بعضها، وان كل بطوله بيخش فيها مطلوب منه ان هو دايما يتساعدها. الحمد لله الحمد لله والفضل لله على كل توفيقه لينا الفتره دي، وان شاء الله يا رب القادم افضل للنادي الاهلي وجماهيره العظيم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
كل الشكر والتقدير طبعا لعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل اللي الحقيقه كان متواجد معانا في كل لحظه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس الاداره ما بيكون متواجد بتدي رساله بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر مجلس ادارته على توفير المناخ الدائم للاعبي النادي الاهلي واستمر النادي الاهلي في ادائه المميز خلال المرحله القادمه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. هنروح دلوقتي الفاصل، ومن بعد الفاصل هنرجع للمؤتمر الصحفي المستر موسيماني، ومن بعده نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرون. شكرا. ثانك يو. Yeah, of course, we are happy with the whole outcome of the results, but not too happy with the whole performance. مبسوطين بالنتيجة بشكل عام، بس مش مبسوطين بالأداء بشكل كامل. I'm happy with the organization. التنظيم، مبسوط بالتنظيم بتاعنا. I'm happy with the spirit of the players. روح اللاعبين طبعا مبسوط منها. I'm happy with the game plan they followed. واللعب الماتش اللي اتعمل وتابعناه بشكل جيد. But I did not achieve to play out quicker on a break. لا بس حققتش حاجات ان اقطع الكوره والعب اعمل المرتدات بشكل سريع. We made wrong choices. قطع الكوره. كنا بناخد قرارات سيئه في النقلات في الباصات. Yeah, but of course the game came out the way I expected. بس الماتش خرج بالشكل اللي كنت متوقعه. The Sundowns will have the ball more than us. Sundowns استحوذوا على الكوره اكتر مننا. بس من زي ما بقول دايما مش معنى انك تستحوذ على الكوره انك تكسب المباراه. So yeah, thanks God we won the match. الحمد لله كسبنا المباراه. Questions for the media, good afternoon coach, congratulations on coming through. Thank you. Coach, how has it been for you for the past 24 hours in terms of emotions coming to the stadium? This is a stadium that you know very much. Coming into the away dressing room, I mean, that must be a bit different. But did you adjust to that? I mean, I just don't want to just get away from the pitch. How was it for you personally? كلمة حتى بس مشاعر، انت بقالك 24 ساعة عشت ازاي الأجواء هنا لما جيت للمدينة اللي كنت فيها وبتمرن فيها ودخلت أوضة اللبس وشفت الملعب بتاع الفرقة اللي كنت بتمرنها. Well, Karabo, I remember the first time I came here to play against SuperSport United. When I was the coach of Mamelodi Sundowns. I think أول ما جيت هنا مع مامي ساندوس كان مدرب كنت بنلعب قدام سوبر سبورت يونايتد. Because I spent 7 years with Super Sport United. It was a little emotional. But كان جه هو كمدرب سوبر سبورت كان مرهم 7 سنين وجي هنا لعب مع سانداونز هنا. متذكر أول مرة. We are professionals and this is a game of football. إحنا مختلفين ودي لعبة كرة قدم. Yeah, but I was a little bit emotional only when I saw the placards outside. انا بس اتاثرت حتى لما شفت اللوحات اللي كانوا ماسكينها بره وقفوا يعني اللوحات اللي كانت ضد ووقفوا الاوتوبيس وكان فيه هجوم عليه. All these people swearing at me, swearing at my mother. الناس اللي كانوا شتموه شتموا والدته. I said to myself, what else should I have done for this team to get the respect? قلت لنفسي كان المفروض اعمل ايه للفرقه دي اكتر من كده عشان انول احترامهم. But it's football, I understand. لكن ده كرة القدم وانا متفاهم ده. And I know the person who did that. وانا عارف الشخص اللي عمل ده كويس. And I know the person who's behind that. وعارف مين الشخص اللي ورا ده. Just Peter because I left. اوكي هو من ده عشان اخرج مشي. I had to move on with my life. لازم اتحرك ومن ده انا مشيت لا لازم استمر في حياتي. There's more. I don't want to talk. مش عايز اتكلم اكتر من كده. The things I've received before I came before my match from South Africa. If I show you my phone, I'll show you my things. الحاجات اللي شفتها قبل المباراه دي في جنوب افريقيا اوريكم الرسائل اللي جت لي على تليفوني واشوف حاجات ثانيه. Correspondences I've received, emails I've received. كان بيجي لي ايميلات بيجي لي رسائل. They just don't let me go. عايزين كانوا يخلوني امشي. And those emails are not from supporters, they come from the main office. والايميلات اللي جات له دي بعيد الالكتروني ده ما جاتلوش من الجماهير لا جات من مكاتب رئيسيه من اشخاص. وهو شخص واحد بس ممكن يسمح بده. For these emails to come. ان الايميلات توصلني بالايميلات دي. Emails from lawyers, how I left, why I left. من محاميين سبت ليه ومشيت ازاي. But that I'll save it for my book, I'll write a book. في يوم ايام هكتب كتاب واحط فيه حاجات دي. I have the book. I've just kept it and I said, you know. هحتفظ بالحاجات دي. Bygones and move on like it's off, I've moved on. كده you know? اتحرك ما بقفش عند حاجه زي كده بكمل على طول. But they're behind me, they don't leave me. لكن طبعا صعبه جدا. I thought I left a very good team. افتكر سبت فريق كبير قوي فريق كويس جدا. Inherit the better team that I had, the best ever I have ever had. والمدرب خد فرقه من افضل الفرق اللي كنت خدتها اصلا في حياتي اللي توليت مسؤوليتها وسبتهم بسلام. I shook hands. وسلمنا على بعض.
تصافحنا قبل ما يمشي. لكن انت شايف ان الموضوع ما فيهوش سلام. ومش عايز اتكلم اكتر من كده. الموقف زي ده اللي احنا فيه بعد كده قدام انا هعمل حاجه كتاب عادة عشان الشخص هو سابني امشي. ما لتني جو. سابني. But anyway. Coach, we understand it's obviously very emotional. Yeah, no, 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 it's not right. It's not right. But coach, if we can maybe just yeah, focus on the match. But I needed to say this. Okay, حبيبي هو بيقول المفروض ترجع للمباراة تاني بس هو قال حبيت ان اقول ده قبل ما اتكلم على الفنية بتاعتك. Completely understood, coach. Coach, but just quickly, just your team's performance today. You must be proud of the way. Look, we can we please just in the background just keep the audio down. Champions League only started after the last 8. That's what Champions League is. ماتشات حقيقية بتوت Champions League بتبدا فعليا بعد دور الثمانية. بعد the group and what about this warm up الدور دوري المجموعات ده بيعتبر زي احماء زي تسخين. الماتشات الفعليه بتبدا من ربع النهائي من دور ربع النهائي. وكلنا عارفين ده كويس. And I was the same person here when I was feeling very sad. I lost two times in the quarterfinals or someone in the semifinals. لا برضو حسيت بدايه ما كنت في ايام لما خسرت مرتين في ربع النهائي ومره خسرت من نصف النهائي. You need experience to play Champions League. طبعا المفروض يبقى عندك خبرات عشان تعرف في بطوله افريقيا. You don't just play Champions League because we have good players and you can play. مش تلعب بس مجرد ان عندك لعيبه كويسه ممكن تأدي، لازم يكون عندك خبرات. It's like being in the World Cup. زي كاس العالم بالظبط. How to play these big games. لازم تعرف ازاي تلعب ماتشات كبيره على مستوى كاس العالم. I think for me I don't want to be sounding boastful and dismantling teams, Mamelodi Sundowns, and showing where I think Mamelodi Sundowns went wrong or right. أنا مش عايز أتكلم كتير عن Sundowns وأتكلم عن حتى يعني أتكلم عن أداء ملوم مشغلين صح ولا غلط دي مش بتاعتي أنا. But for me, when Temba Zwane goes out, Sirino goes out, Tapelo goes out. لكن متى لاعبين مهمين خرجهم تيمبو وسيرينو. Those are the problem people. أما اللاعبين دول هم كانوا عاملين مشاكل لما المدرب خرجهم. You could see the first half with the interplays and all that. شفتوا في الشوط الأول كانوا بيلعبوا بين الخطوط كان لاعبهم أداءهم شكله إيه. Bring a different personnel. لما يطلعهم ونزل لاعيبة تانيين. Of course you have to cross the ball. طبعا لازم تعمل كروسات. And when you cross the ball, I've got big boys there. ولما بتعمل اعتمد على الكروسات، لما اعمل كروسات انا عندي لعيبه اجسامها كبيره بتعرف تطلعها. وعندي حارس كبير. كنت مطمن، كنت مبسوط ان هو غير عمل التغييره دي ونزل لعيبه تلعب على الاطراف وتعمل الكروسات. هو اعمل الكروسات ده اللي كنت عايزه بالظبط المباراه. وده افضل حاجه حصلت لي بصراحه التغييرات اللي عملها. بس مش عايز اتكلم كتير. سؤال مسلم سمير طبعا كبير من النادي الاهلي فخور بك انت جوار براود اوف يو وذ يور مسج فور ذا فانز ويل اول سي تو ذا 70 مليون ذات وي ار بروجريسد تو ذا سيمي فاينلز بقول 70 مليون احنا اهو تاهلنا وصلنا تقدمنا وصلنا الدور قبل النهائي وي جوت ا كاب فاينل اون فرايداي بعد يوم الجمعه كاس سوبر في قطر وي نيد تو فوكس اون ذات عايزين نركز فيه دلوقتي and this is done is gone ده خلاص خلص ونقلب الصفحه but thanks for the support thanks for everything بشكر على الدعم اللي شفته اللي قلته وكل حاجه ساعات المفروض تصبروا علينا ما بنلعبش كويس جدا but we take important boxes بس بنعمل يعني بنعلم على خيانه بنعمل على خدمه بنأدي حاجه كل حققناها the important boxes to take the league which we done اهم حاجه في الدوري وعملناها خلاص عملناها which we have done والكاس قبل كده كسبناه كاس مصر to win the Champions League we've done والتشامبيونز ليج بطوله افريقيا السابقه كسبناها went to world cup we got the واحنا كاس العالم medal for africa خدنا ميداليه لافريقيا in the semi finals دلوقتي في الدور قبل نهائي بطوله افريقيا النسخه اللي بعدها now we are in the semi finals in caf او في الدور قبل نهائي بطوله افريقيا on africa the super cup ونركز على كاس السوبر اللي جاي and we have a super cup of egypt coming وعندنا كاس سوبر المصري there's a lot that we need to do than to focus on small little things عندنا حاجات كتير عايزين نفكر فيها اكتر من احنا نركز في حاجات صغيره we big team احنا فرقه كبيره Coach, I mean, last year you were on the other side with this kind of scoreline. Just what are the lessons that you took as the winner now, and also the prospect of just winning back-to-back Cup Champions League titles? Is that something that you? Yeah, basket. You learn from your experience. تتعلم تاخد من خبراتك. And I've learned from that. من خبراتي اتعلمت منها. But the deceiving things from Champions League. Even last year is coming first on the group. When you come first in the group, first mentally you're saying you're the best team. اللي بيحصل اللي حصل توت افريقيا السنه اللي فاتت لما بتبقى راس مجموعتك بتحس انت ذهنيا تحس انك عالي وكبير. فرقه قويه. Esperance will always
and we that will always top the group or come second. دايما زي الترجي والوداد والاهلي وسان داونز بقى دايما عروس المجموعات في دوري في دور الثمانيه. So the change of things what I've realized when I'm Sundowns is that the minute we played away first, you think it's an advantage because you're gonna come and solve it here at home. اللي ادركته مع سان داونز الفكره انك تلعب الماتش الذهاب بره وكل عوده عندك بتفتكر عندك افضليه عشان تلعب بره وهتصلح بعد كده. كم مره جات لنا ده؟ كم مره حصل في العوده كسبنا ارضيه بشكل مرضي؟ ما حصلتش خالص. So you must win at home. لازم تكسب على ارضك. It's a slight advantage because now you transfer the stress. لا هو كده يعني بتبقى افضليه قليله عندك كده بتنقل الضغط ليه للخصم بتاعك. لما بتبقى العوده عنده هناك المفروض يحقق نتيجه على ارضه. The whole thing is there. I'm not saying to play home first helps, but ما قلتش ان تلعب على ارضك في الاول هتساعدك. لكن النتيجه هي المعيار. I've been in this thing for 8 years. انا كنت في ده لمده 8 سنين. Driving it as a head coach. وده اساس كان مدرب كبير المفروض عنده خبرات. ده اديته خبرات خليته يبقى مدرب كبير. دلوقتي عندي خبرات في بطوله افريقيا. Last question. Coach Kagiso from Sport 24. It's a twofold question. Do you feel that in the entirety the tie was settled by that first goal that second goal that Sundowns conceded in Cairo? And then secondly, would you like to be Chiefs in the semifinals? You see, the thing is, when you start pointing fingers at people, لما تتشاور صبع اتهام للأشخاص, people prepare. الناس تقول. When you start pointing fingers. ما بتشاور بتتبع الاشخاص تتكلم عليهم هتقول لك بتتكلم اقول له انا اقوى منك وهكسبك وانا افضل منك دفاع هنقتل دفاعكم ودفاعكم ضعيف نستعد تدفع ده بعد كده تدفع ثمن ده لان انت بتسن سكين زي ما بيقول افضل تحترم الخصم ويبقى عندك خطتك الشخصيه وحط خطتك العب بيها في الملعب So this thing of saying Ali doesn't have the best defense, whatever, it's not. فكرة الأهلي مش أفضل دفاع ده مش ما كان متقالش. في نحسجان ثلاثة جوان. فين بقى دفاعه؟ مين اللي دفاعه ضعيف دلوقتي؟ You know, we can say everything. This one is playing better than the other one. It's okay. ممكن نقول ده بيلعب أفضل من التاني أوكي مش مشكلة. But a lot of components. لكن كرة القدم بيها مكونات كتيرة عشان تقدر تكسب مباراة. Because you play smart, you play good. مش تكسب بس بمجرد بتلعب كويس وتلعب بذكاء. Three kicks, the corner kick, the set pieces. في ضربات ثابتة, في قرارات, في ضربات حرة. So hard on Friday, only for set pieces. وأنا اشتغلت يوم الجمعة بكثافة على ده بس. I've got the bigger boys. عندي لعيبة أجسامها أكبر. I mean, I know Tapelo. ما عنديش لعيبة زي Tapelo أجسام صغيرة. زي لايك انا موديبا بيتسو ال جي اللعيبه بتاعتهم كام على سان داونز اجسامهم اصغر من اجسامنا ريكاردو اند موسى ما فيش ريكاردو موسى بس اجسامهم جامده فانا كنت عارف ان احنا هنجيب جون من ضربه ثابته شفت حد سايلو كان عنده مشكله جسمه جامد بس كان عنده مشكله بيصور عشان كان بيعاني لكن عندنا فرقه اجسام جامده زي ما تلعب كاس العالم تعرف حتى ليفاندوسكي جسمه كبير ازاي You will lose because of other components. تخسر عشان في برضه زي ما قال في عناصر تانية. خسرنا بكده اتنين الترجي خسر اتنين من ضربات ثابتة. مين دلوقتي في نصف النهائي؟ بيسألوا بقى تحب تلعب مع كايزر تشيفز الفاينل؟ I don't choose people. انا بختارش الناس I go with one game at a time. انا بلعب ماتش واحد ماتش بركز فيه وعندي احترام دايما كده. شفت الجول اللي جابوه سترايك كايزر تشيفز؟ Tell me 80% of those goals, what were they? With a head. التالت 80% من الاجوان دي بتيجي بالدماغ. سيمبا دريبلت اس. سيمبا ان تنزانيا. لعبنا معاه ماتش جامد هناك في تنزانيا. تعبونا. رجعوا نظمنا نفسنا وجبنا جون وكسبنا. وبتكسب. I'm not gonna point Gavin Hunt. مش هاد Gavin Hunt because I respect him. انا بحترمه. You know why? Because Gavin Hunt I think is going to win 3 titles and كسب 3 القاب. So why should I disrespect Gavin? ليه ما احترموش؟ جافن هانت. He's got experience. عنده خبرات. He might not do very well in the league. يمكن مش ماشي كويس في الدوري. He knows how to win a game. بس بيعرف ازاي يكسب. We have been there. هناك معاه شوط. You're not Papa Fella and you talk things. مش بنقعد نتكلم كلام. You know, you got to. We have experience. We know how to win the match. You have to travel. But I have high respect for Mamelodi Sundowns. The team I love so much. I've worn the jersey on the team and I've driven this team alone. For 8 years. بحبه 8 سنين وافتخر ما اشتغلت معاه بس فنيته 8 سنين لوحدي كنت لوحدي افضل شويه اطلع سنين واحسن اتعجل نغير
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن نصر عباس. اهلا بيك كابتن نصر، منورنا. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عربي، وكابتن احمد. منور كابتن ناصر، الف مبروك للنادي الاهلي. كنا قلقانين يا كابتن النهارده، بس الحمد لله رب العالمين. الف مبروك الاول طبعا للنادي الاهلي، اداء متميز ولاعيبه بصراحه رجاله، وطبعا نتمنى ان شاء الله باذن الله دور الاربعه ونعدي. هارد لك لنادي صن داونز. نقول مبروك كمان للجماهير، اللاعبين، الجهاز الفني واداري ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا كل كان فيه تعاون كبير جدا للكابتن ايمن في هذه المباراه. قبل ما نروح لجاني السكازوي الحكم الزمالك، انا بس حابب اربط ما بين المباراه الاولى اللي النادي الاهلي فاز فيها 2-0، وكان الحكم السنغالي ماجد النضاي، بالاخطاء الكبيره اللي حصلت كابتن ايمن في هذه المباراه، مقارنه بهذه المباراه. انا بقارن يا كابتن احمد، لان هذه المباراه الاولى كان فيها اخطاء كتيره، لولا نتيجه المباراه 2-0 دي يمكن قللت شويه من الاخطاء اللي تم ارتكابها الحكم السنغالي. دي حملت الحكم جاني حمل كبير جدا جدا. صح. تمام يا كابتن ايمن؟ صح. هو المباراه الثانيه تحكيميا اصعب بكتير جدا جدا من المباراه الاولانيه. جاني السكازوي جاي وعليه ضغوط كبيره جدا جدا. صح. من اخطاء الحكم اللي هي حصلت في المباراه الاولى. طبعا النادي الاهلي عامل مذكره احتجاج في الحكم، كل هذه الامور عملت ضغط كبير جدا يا كابتن علاء على جاني السكازوي في هذه المباراه، وكان عنده دوافع ان هو يطلع بيها باقل الاخطاء التحكيميه، وده حصل. عندنا اكتر من حاله، في حالات ايجابيه وفي حالات سلبيه، ولكن بشكل عام اقدر اقول ان هو جاني النهارده مر بالمباراه، وكان عنصر كبير جدا جدا هو كان عنصر اللياقه البدنيه، عنصر التركيز وعنصر التعاون. هنروح للحالات، ثلاث حالات كابتن ايمن هكلم فيهم سريعا، منهم حاله مهمه جدا جدا هي حاله محمد هاني في الدقيقه 32، وفي هنا سلوك، عاوزين نقول في سلوك وفي لعب. ايه الفرق ما بين السلوك في الماده 12 الاخطاء اصول السلوك، وايه الفرق ما بين اللعب؟ لو احنا رحنا الماده 12 الاخطاء اصول السلوك هنشوف كابتن احمد بنقول ايه. اللعب انك انت رايح تلعب يا كابتن علاء الكره، وبعدين حصل لم تنجح في لعب الكره، وبالتالي انت كملت في اللعب، ممكن تكمل باهمال او بتهور او باستخدام قوه زايده، برضك هنا ممكن تاخد بطاقه صفراء او بطاقه حمراء. السلوك يا كابتن ايمن هو ايه؟ انك انت ما بتلعبش كره خالص، انت مش رايح تلعب كره خالص، وبالتالي احنا بنتكلم في السلوك. ايه هو السلوك؟ يتمثل في استخدام اللاعب او محاوله استخدام اللاعب القوه المفرطه او الوحشيه ضد منافس عندما لا يوجد تنافس على الكره، او ضد زميل، او ضد الحكام، او الفقره بتاعت محمد هنا كابتن في الدقيقه 32، لو انت لاحظت هو لعب عمل ايه؟ الكره كانت على الارض، كان عنده امكانيه ان هو يوصل ويلعب، وبالتالي ما لعبش وراح بالستارز على فقد محمد هاني، وبعدين كمل كمان في الرجل اللي هي الثانيه، ده اللي حصل فيه تاثير. يمكن احنا لو عندنا لقطه كنا شفنا الاسترازات عملت ايه في الرجل. عايز اقول ان اللعبه دي كان يجب اشهار البطاقه الحمراء فيها، لو كان الفار موجود كان جاب الحكم وكان ادى البطاقه الحمراء كابتن اسامه في هذه الحاله. يمكن دي الحاله يعني الصعبه قوي اللي كانت عنده، وهو اعتقد يعني ما شافهاش او مرت حتى، ما هو ما حسبهاش حتى في اللعبه. لما نشوف هنا كابتن ايمن كابتن احمد، دي على فكره ده الاسترزات اللي راحت مره واحده او خدت الرجل، وبالتالي هنا كان يجب اشهار البطاقه الحمراء في هذه الحاله. بمناسبه ذكر حضرتك للفار، هل في دور الاربعه هنشوف عوده للفار ان شاء الله؟ هم خدوا قرار يا كابتن ان دور الاربعه يتم فيه تطبيق في الفار، ان هم اصلا يعتبروا مباراتين، فالامور كانت سهله قوي. دي يمكن حاله من الحالات اللي انا يمكن وقفت عليها وحبيت يعني اوضح يا كابتن علاء ما فرق ما بين السلوك. السلوك ما حدش بيقول عليه ان هو لعب، السلوك يعني انت رايح متعمد انك انت تضرب، او انك رايح على رجل اللاعب، انما اللعب بلعب بس ما بنجحش وبعدين بكمل في اللعب. مزبوط. عندي كمان في الدقيقه 41 كان عمرو سلا كان عنده لعبتين ورا بعض، كان لاعب يستحق فيهم البطاقه الصفراء كابتن ايمن اللي هو لاعب صن داونز، يمكن الحكم عدى وما اداش القرار في البطاقه الصفراء وعدت هذه الحاله. صحيح. الحاله المهمه كمان بقى حاله الهدف اللي هو تم تسجيله لصن داونز. الكل شايف ان هنا في استخدام اليد والذراع في هذه الحاله، وهنا لمسه اليد، وانا يعني انا باعتقادي يمكن اللقطه ما جابتش، لكن انا بقول ان المساعد رقم 2 كان ليه دور كبير جدا كابتن ايمن في
تعاون مع الحكم في هذه الحاله، لان الحكم كان جاي عمودي والحاله صعبه جدا جدا هو يشوف اللاعب مهاجم وهي الكره بتيجي في ايديه. اعتقد المساعد رقم 2 انا بحييه طبعا تميز للحكم المساعد، لان الفار كان مش موجود، ولولا الحكم المساعد اللي هو يمكن تعاون بالقرار مع الحكم كان ممكن الحكم يحسب هدف هذه الحاله وكانت ممكن تعمل مشكله. الحاجه المهمه الثانيه بقى عاوز اقولها، الهدف المبكر يا كابتن ايمن، هدف مبكر النادي الاهلي دي خففت الضغوط على الحكم. مظبوط، خلي بالك يعني النتيجه بعيده، لما تكون النتيجه قريبه الحكم هنا بيبقى يعني حامل عبء المباراه والاخطاء والكلام ده، لكن الهدف المبكر كمان سهل مهمه ايه الحكم في اداره المباراه بشكل عام. بيقول ان هو نجح ومر بالمباراه باقل الاخطاء التحكيميه مع عدم وجود تقنيه الفار. صحيح، مبروك تاني النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله باذن الله في مباراه السوبر حكم مصطفى غربال حكم من الحكام المتميزين اللي يمكن ادار النسخه السابقه من دوري الابطال، نتمنى ان هو يعني ربنا يوفقه بطاقم التحكيم اللي موجود ويعدي في مباراه السوبر ما بين النادي الاهلي ونهضه تركيا باذن الله رب العالمين. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس، امتعتنا كعاده. اشكرك يا كابتن عيد. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه العوده بين صن داونز والاهلي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 وتاهل النادي الاهلي لدور الاربعه ان شاء الله في دوري ابطال انديه افريقيا. الف الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق دايما ان شاء الله في المباريات القادمه. حابب اشكر ضيوفي اللي شرفوني النهارده وامتعونا، كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن، الف شكر. بشكرك كابتن وبشكر الكباتن والف مبروك وعبال ان شاء الله مباراه البركان باذن الله. باذن الله. كابتن علاء ايهوب امتعتنا، الف شكر يا كابتن. شكرك يا ايمن، ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله نبارك في السوبر وان شاء الله نبارك ان شاء الله نوصل للنهائي ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن اسامه عرابي امتعتنا كابتن، الف شكر. شكرا يا ايمن والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبين، وان شاء الله نكسب نادي البركان وبعد كده بقى باذن الله يا رب العالمين ان شاء الله. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن امتعتنا. ربنا يخليك كابتن ايمن، انا بشكرك طبعا وبشكر الكباتن ومبروك، وان شاء الله نحتفل بالسوبر باذن الله ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر، لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.